أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نافذة الحوار اللاديني مع المؤمنين. حلقتنا النهاردة عن غموض الأدلة وغموض الحجج الدينية اللي هي بيستدل بها على وجود الإله، وغموض فكرة الإله بصفة عامة، أسباب الغموض ده ومبررات المؤمنين حوالين هذه المسألة. رابط المشاركة كالعادة موجود في اللايف شات وموجود في التعليقات. رحب بكل أصدقائنا اللي موجودين معانا، وبنشكرهم على المتابعة والدعم، وبنشكر خصوصا الأصدقاء المنتسبين للقناة. أعزائي، أدلة الإيمان، ودي حاجة يعني أعرف إن أصدقائي اللادينيين فاهمينها كويس جدا، يعني أدلة هشة، وكلمة يعني التعبير عنها بكلمة أدلة يعني يعطيها أكبر مما تستحق. فإحنا بنلاقي يعني بنلاقي مفيش أدلة ببساطة شديدة، يعني الحجج الإيمانية اللي بيقدموها لا ترقى أبدا لمستوى الأدلة إطلاقا يعني. وهم في واقعين في تناقض كبير لما بيقولوا إن أصلا أدلة الإيمان يفهمها الجميع، وفي نفس الوقت لما بيقولوا لنا برضو إن لو شاء الله لكانت الأدلة واضحة جدا يؤمن الناس بها تلقائيا، كما يؤمنون بوجود الشمس والقمر، ودائما يلجؤون إلى كلمة بقى إيه، الاختبار. أصل في اختبار، ما هو علشان ربنا بيختبرنا فهو عامل الأدلة محتاجة صعوبة عشان تتفهم. فإحنا مش عارفين هل هي واضحة، هل هي أدلة واضحة، ولا هو سبحانه بيختبرنا فعشان كده عاملها يعني متاهة. فده تناقض، وبيقعوا فيه بمنتهى الأريحية، وأحيانا في جلسة واحدة وأنت بتناقش واحد مؤمن في نفس الجلسة يقول لك الاتنين مع بعض، يقول لك والله الأدلة واضحة جدا، ولما تيجي بعد شويه تقول له ليه ربنا مش زي الشمس؟ ليه ما بنشوفش الله؟ فيقول لك ربنا مش عايز الناس كلها تؤمن بيه، فعشان كده خلى في اختبار وابتلاء. وهذا الاختبار والابتلاء من صوره ان هو يحط لك ادله غامضه، منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. ما تعرفش ليه متشابهات؟ يعني انت عاملها ليه متشابهات سبحانه؟ ليه عاملها متشابهات؟ ليه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وأنت ليه تحط لهم ما تشابه منه أصلا؟ يعني حضرتك فاضي مثلا، أو خلصت المحكم يعني والأدلة والحجج واضحة يا عيني جدا وخلصتها يعني، وما عندكش وقت، فقلت أدور على متشابه، أدور لهم على متشابه وأحطه؟ أي مستفزة جدا، أي مستفزة جدا، منتهى اللامسؤولية، منتهى الاستفزاز، الآيات اللي من النوع ده يعني. وغتاتة الصراحة يعني، أنت البشر مساكين، البشر مساكين، وأنت أصلا بتقول إنهم ضعفاء، وبتقول إن الإنسان لفي خسر، وفي القرآن برضو آيات كتير جدا بتقول إن الإنسان بائس جدا مسكين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وولد وولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني أنت خلقت دين أمه في كبد، فأنت ليه بتبيض عليه بقى وتحط له آيات متشابهات أصلا، وتقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه؟ ليه ما تشابه منه؟ ليه؟ ليه ما تشابه منه؟ ليه يبقى في ما تشابه منه أصلا؟ استهتار، استهتار يعني. اللي كاتب هذا، ما هو عشان هو اللي كاتب هذا النص ما هوش شخص يعني كان شخص مسؤول، لا، شخص كان بيرتجل كده في الصحراء قاعد كده، والخيل والليل والصحراء والفراغ والارتجال، فيقول لك، فيقول وخلاص، قول يا عم انا بعد 1400 سنة حياتي مليانة تعقيدات اكتر واكتر واكتر، والعالم عنده معلومات كتير جدا في كل المجالات، كتير عماله تزيد، هيتعامل ازاي بقى مع اللي انت قلته في الخيل والليل والبيداء؟
عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فاضي حضرتك، أنت فاضي، أنت حضرتك فاضي. زي برضو الآية بتقول لك إيه، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء. فاضي، حد فاضي، حد بيهرتل، بيهرتل تمام. يقول لك كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا الناس أمة واحدة، يعني كلهم على التوحيد، على ديانة واحدة. المفسرين يقول لك ايه، أمة واحدة على التوحيد، كان الناس أمة واحدة. وبعدين لما كانوا أمة واحدة بعد ما آدم نزل وكده وعمل ذرية في الأرض، كانوا أمة واحدة، كانوا أمة واحدة. طيب ايه اللي حصل؟ يقول لك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بعثهم نبيين. ما تعرفش هم أمة واحدة وزي الفل، مش محتاجين نبيين. قال لك فبعث، والفاء بتاعت التعقيب والايه والسرعة اللي بتفيد التعقيب السريع، فبعث على طول، كانوا أمة واحدة، فراح جاي لحقهم ربنا، بعت لهم الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، بعت لهم كتاب. طب ليه بعت الناس دي وبعت معهم كتاب؟ قال لك ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ده هم اختلفوا أصلا في الكتاب ده، في الكتاب نفسه اللي بيقول لك فما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذن والله يهدي من يشاء. انت عايز ايه يا عم؟ انت بتدور على عيل تايه؟ حد فاهم؟ مفيش. غموض سمة أساسية في هذا الكتاب العجيب الغريب، وفي هذا والأديان بقى كلها مليانة غموض بالشكل ده. بنتكلم هنا الإخواننا المسلمين، لأن معظم الناطقين باللغة العربية مسلمين. المسيحيين برضو مش شوية في العالم ناطق باللغة العربية، لكن انا كراجل خلفي من خلفيه اسلاميه ومعلوماتي كلها اكترها عن الاسلام، الا ان المسيحيين ما يعني ليسوا في افضل حال، يعني هم شطار قوي هنا لما نستضيف حد من المتخصصين في المسيحيه يتكلم عن المسيحيه كلام يدوم، شطار في البلاغات اكتر من المسلمين، كانوا عمالين يظرفونا بلاغ في بلاغ ويعملوا لنا مشاكل. فهم كمان برضو يعني انا بحبهم بنفس الدرجه يعني. آيات من هذا القبيل كتير بتقول لك إن القرآن ده فيه غموض. لما تيجي تسأل ليه الغموض ده، ما تلاقيش إجابة، ما تلاقيش. القرآن بيقدم إجابة، بيقدم إجابات عبارة عن يعني هرتلات في الحقيقة. فإحنا عايزين أصدقائنا يشاركوا في الحوار ده، خصوصا الإخوة المؤمنين يعني، وفي انتظارهم يعني. أنتوا بقى اعملوا لنا لايك وشير، وجهزوا برضه السندوتشات. محمد منى انا شايفه في اللايف شات، فممكن يجي، فهنحتاج سندوتشات واستعدوا. هل أدلة الإيمان قوية؟ لماذا كل هذا الغموض إذن؟ تتقدم العلوم بسرعة شديدة، وكل يوم نكتشف جديدا عن أنفسنا وعن الكون من حولنا. فلماذا إذن لم يصل العلم إلى الله ولا اكتشف حتى دليلا واحدا عليه؟ بل كلما تقدمنا في العلوم كلما ابتعدنا عن الإيمان به أكثر فأكثر. هل أدلة الإيمان واضحة أم أنها غامضة؟ هل أراد الله أن نستدل عليه بسهولة أم أنه وضع تحديا كبيرا للوصول إليه؟ كل هذا سوف نناقشه في حلقة الليلة من برنامجنا نافذة الحوار الديني مع المؤمنين، الذي يأتيكم أيام الثلاثاء والخميس في 9 مساء بتوقيت المغرب. مالوش محمد مان، محمد مان مالوش، محمد مان ده حبيبنا. مالوش محمد مان، أنت قاعد ليه في تحت مش مكانك هنا، أنت مكانك فوق، فوق في الستيدج يعني، في البث، مش تحت في اللايف شات، مش فوق في السماء زي فيلم بتاع عادل امام. اهلا لوجيك.
أهلا يا أحمد، بقى شايف محمد منو؟ مش شايفني على الشات؟ اه طبعا شايفك، انت دايما انت في القلب لوجيك، مش في اللايف شات. محمد مان اذا كان في اللايف شات انت في القلب. أنا هخرج ومش مش عارف أعمل حلقة معاك يا أحمد. اهلا لوجيك منورانا، ومرحب بكل أهلا يا اصدقائنا أحمد. الموجودين والله يا احمد اعلن وسعداء. لنا على حلقاتك قبل، انا ما كنتش عارفة ان يوم الثلاث بتعمل حلقة. ثلاثة والخميس عندنا برنامج نافذة الحوار اللادين مع المؤمنين. طبعا لسه الناس هتاخد وقت عمال ما تحفظ مواعيد البرامج بتاعتنا. انا شخصيا والله صدفة، ما كنت انا مستنية على احر من الجمر، سنفرغ لكم ايها الثقلان. ولا اه فاتتني دي. لا ما فيش، فاتتني لا لا لسه. لسه، انا مستنيه على حرم النجف. اوعى نبهني يا احمد، ولو تتصل بي على الواتس، يعني اوكي دي مش ممكن افوتها. هنعملها، لا نعمل حلقة قريب. وانا عندنا في البرنامج تاني اسمه شارك برأيك، ده بيكون ايام الاثنين والاربع والجمعة، 3 ايام في الاسبوع يعني احنا معاك كل يوم في الاسبوع. تقريبا. او ويوم السبت عندنا برنامج ماذا لو، يوم الحد هو اللي ما عندناش حاجة ثابتة، يعني ممكن نعمل اي ما هو حلقة يعني، لازم تستريح شوية. وممكن نستريح، ممكن نعمل حلقة نرد على شيخ معين، نحط على حد يعني، نناكف في حد معين، نطلع كده مثلا، لكن زي دايما أمين موجود يرد معاكم. يعني. اه امين يرد برضو موجود معاكم، لما يكون امين عامل الحلقة هبقى موجود على طول، بس امين مشغول شوية، فامين كمان مشغول فمش عارف يرد دلوقتي، مشغول. هو بيحب المونتاج. هو يا دلوقتي عمي شغال في إيه؟ فيلم بتاع، اديت له الداتا بتاعت الرحله، بتاعت رحله بتاعتي من تونس وتشاد والفيديوهات اللي صورتها، وقلت له بقى اعمل انت الفيلم، هو قال لي انا هعمل فيلم كويس، فهو مشغول فيه. وانت عامل ايه مع الكورسات؟ اه شغال، كنت في المدرسه النهارده، قعدت 4 ساعات، بقعد كل اربع يوم ساعات في يعني، المدرسه، كل يوم 4 ساعات؟ 4 ايام، 4 ساعات في اليوم، 4 ايام في الاسبوع. يعني مكثف، كورس مكثف يعني. مع المدرسة، اه كورس تبع الاتحاد الأوروبي. طب الله يعينك، الله يعينك. وبدور على شغل، وبدور برضه على شغل، يعني عملت كذا مقابلة كده وربنا ييسر. أهلا يا محمد. ربنا معاك. لا هو مش معايا دلوقتي، أنا بدور، لا لا يعني كان فاضل معايا منه شوية فرط، بس يعني أمني يا أحمد. أنا مبطله، بس خلص بقى وأنا سبحان. كمان بس يعني. تفضل يا محمد. لا أنا بعمل قهوة بس أخلص بدخل. اه تعمل باش، اعمل يا عم، يا بختك والله. واحد تعمل كافيه. قهوة، قهوة ايه بقى؟ قهوة بتاعتكم ايه تشربوها في فلسطين؟ أنا بشرب قهوة تركية. تركي. اه واو، تركي. بدون سكر بتشربها ولا بتشربها مع السكر؟ عشان لما لا تجي لي بس أنا ابقى عارف، لما تجي لي هنا مش ايطاليا ابقى عارف مكتف. القهوة بتاعتك نظامها ايه. مش القهوة مكتف. الإيطالي دي حاجة تانية. إسبريسو. إكسبريسو، بس أحسن إكسبريسو في العالم. السكر يعني بتشرب قهوة بالسكر ولا لأ عشان أبقى عارف؟ لا لا أنا سادة. سادة زي مشروب، بالظبط. أنا بشرب مشروب الرجال كافي سادة. آه، بيشربوها مع دي السكر. القهوة ولا بلاش؟ قهوة بسكر مش قهوة بصراحة. بيشربوها بالسكر، ما اعرفش لا ازاي والله. انا ما عارفاش ازاي. ولا انا آه. يا مرحبا. القهوة بتطلع شنبات يا لوجيك. لا لا وحياتك، لا. انا بشربها من وانا في الابتدائي يعني، ما طلعت لي الشنب ولا حاجة. اه مظبوطة، اهو تربي سبحانه وتعالى. طيب جميل. اسألي أي حدا واحكي له القهوة بتطلع شنبات ولا لا. لا لا بتطول اللسان بس. نرجع لموضوعنا بتاع الحلقة، يعني نقول القهوة ولا الاسبريسو ولا ايش؟ خليك مع القهوة، انت لما القهوة تجهز قول لنا، ماشي. ناخد مداخلة لوجيك الأول. فلوجيك ربنا يعني مستخبي في الغموض، يعني عامل سحابة من الغموض ومستخبي فيها سبحانه وتعالى،
ولما تيجي تناقش الأدلة بتاعت المؤمنين تلاقي كلها يعني غموض. هل لاحظت حاجة زي كده؟ وإيه رأيك في الموضوع ده أصلا؟ طبعا، وأنتم يعني المصريون تقولون مثل ربنا عرفوه بالعقل. أنا يا أخي مش عارفة جبتوه منين بصراحة المثل ده، ربنا عرفوه بالعقل. لا، ما عرفوش بالعقل. لو كان عاوزنا نعرفه بالعقل كان يدينا أدلة عقلية للتعرف عليه، أو يخلق لنا عقلا يدركه. تبقى المسألة مسألة إيمان محضة، والبحث عنه أعتقد أنه إما ستفني عمرك في البحث عنه ولن تجده، لأنه خلقنا باحتياجات. يعني نحن نحتاج إلى العمل، إلى الأكل، إلى الشرب، إلى الهواء، إلى الإنجاب، إلى يعني وقتنا محدود وحياتنا محدودة. كما تقول نولد و حكم الإعدام على رأسنا، يعني عندنا سنوات قليلة. فهل نبحث عنه؟ لماذا لا يعطينا هو دليلا واضحا لكل البشر، ليس فقط لمن نسميهم الأنبياء؟ أعطانا أدلة، أعطانا لا أدلة الأدلة نناقش الأدلة بتاعته القرآن. تعالي نناقش أدلة القرآن، تعالي نناقش كلها الأدلة اللي إيمانية، قدمها كلها القرآن. إيمانية. يعني القرآن نفسه اللي المفروض المسلمين لما يجوا يحتجوا على الملحدين أو يدعوا للإسلام يدعوا من خلال كلام ربنا في القرآن. ده التوب، ده القمة. ما ده يعني سبحانه بقى، إذا كان ده سبحانه يتكلم ما بيشاء. استدلال دائري لا لا لقلبك يعني يشوفه. لا هو نفسه لما بيجي، لا مش استدلال دائري، لا لما هو مش ده الاستدلال الدائري. لما هو نفسه نسأل ربنا سبحانه وتعالى عن أدلة وجوده فيجاوبنا على أدلة وجوده، ما يقولناش الدليل. إن أنا لما يقول لنا الدليل القرآن، لما يقول لنا الدليل على وجودي هو القرآن ده، فكده بقى استدلال دائري. لكن لما يقول لنا والله لا أنا عندي الأدلة على وجودي، أولم يرى مثلا، يقول لك أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا، يعني الذين كفروا دول مش شايفين بعينيهم. هنا بيتكلم عن دليل حسي يرى بالعين، يقول أولم يرى الذين كفروا. إيه بقى؟ ألم يروا إيه بقى؟ ما إحنا عايزين نرى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا والله ما شفناهاش. لا ما شفناش الجزء الأولاني، بس شفنا الجزء الثاني، شفنا أن هو جعل من الماء كل شيء حي. وبعدين بعد كده اكتشفنا ان في اشياء حيه مش من الماء ولا حاجه، اكتشفنا ان كل في، فاكتشفنا ان هو سبحانه مش مظبوط، الادله بتاعته مش مظبوطه. فاكتشفنا ان ادله القران نفسها اللي هي مفترض ان هي من الله مش مظبوطه، وده نتج عنه ان احنا نؤمن بان هذا القران ليس كلام اله ولا حاجه، وان محمد كان بيحاول يدعي ان هو بيوحى اليه من الله وقال لنا كلام مش مظبوط. هو مش استدلال دائري لكن استدلال خاطئ. على هذا المنوال كانت أدلة القرآن كلها لوجيك. يعني لو جبت لك دليل تاني، انت قلت لنا دلوقتي ده مش مظبوط، طب ما ممكن اقول لك دليل تاني من أدلة القرآن. لما بيقول ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني في خلق السماوات اللي هو كان اللي فوقينا دي الزرقاء دي، والارض واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار، ده في ايات وادله لاولي الالباب على وجود الله. ايه رايك في الدليل ده؟ ده مش لقينا، يعني مع تقدم العلم ما لقيناش ان لا آيات ولا حاجة. يعني السماوات ما فيش سماوات، تعاقب الليل والنهار هذه دائرة طبيعية، يعني لا تثبت أي خالق. يعني بصراحة غير مقنعة للعقل، إما أن تؤمن بها أو لا تؤمن بها. حتى هو يقول ذوي الألباب، يعني الألباب يعني إيه الألباب؟ يعني القلوب. لب القلوب. بس هو اللبيب يعني الفهيم، اللبيب باللغة العربية يعني معناه الفهيم، الفهيم. وبالنسبة له الفهيم هو المؤمن. أنا اللي هو بالنسبة عنده لب. لي اللي عنده لب، إحنا بس ما قولي عندنا إحنا الألباب، فراغ. بس قولي الألباب درسوا وفحصوا وطوروا نفسهم وتعلموا وطوروا وسائل قدروا بيها إن يطلعوا فوق خالص في الفضاء، فيكتشفوا إن مفيش سماوات أصلا خالص، لا 7 ولا 15 ولا 6 ولا اي حاجه، مفيش سماوات اصلا. وعرفوا ان الليل والنهار زي ما انت قلتي نتيجه لكرويه الارض ودورانها حوالين نفسها وحوالين الشمس. وعرفوا اولي الالباب كمان ان يعني ان في
3000 دين بيدعي كل واحد منهم ان الاله بتاعه هو اللي خلق السماوات والارض، فانت ما هو دليلك انت على ان ربك الذي انزل القران على محمد من 1400 سنه في غار حراء هو ده بالذات اللي خلق السماوات والارض؟ ما بقتش في حجه هنا، ما بقتش في حجه. لو في آية بتقول كمان، صحح لي يا أحمد، أنت تعرف القرآن أحسن مني، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، صح الآية بتقول كده؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت متخذ، يعني يقول لنا ألم تروا أن السماوات والأرض كانت ترقعا، وفي الآخر يقول لنا ما أشهدتكم، يعني تناقض، هناك برافو أنا عليك، أشهد تناقض. وتناقض، تناقض صحيح. دي يعني واحد ما من كنتش معايا وفي نفس الوقت ألم تروا يعني دي نعملها مقطع مع تناقضات القرآن، فعلا ده تناقض. تناقض تناقض يعني. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، طب ليه بتقول لنا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتها رتقا ففتق؟ لا ما رأناش، ما أنت اللي قلت إن وبصراحة إحنا مش خلق السماوات والأرض، صحيح. وبصراحة الآية الثانية أكثر منطقا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذه على الأقل أفهمها، يعني لم نكن معه حين لم يكن شيء، في البدء لم يكن شيء، هذه أفهمها، مثل أنه أخذنا من ظهر آدم وأشهدنا أنه الله وبعد ذلك أنسانا أنه هو الله، هذه أيضا لا أفهمها، كيف نعده أنه هو الله ونشهد أنه هو الله ثم ننسى بعد ذلك، يعني قمة لا منطقية يعني. وعلى العموم أنا أقول، ما دام إذا كان هنالك الإله كما يدعي المؤمنون، فهو نفسه لا يريد أن نجد له أدلة لم يعطينا إياها، يعني من يريد أن يعطي أدلة على وجود الإله كأنه يتأله ويصعد فوق الإله ويقول أنا أثبتت لكم وجود الإله، هو لا يريد إثبات وجود الإله، هو يريدنا أن نؤمن به فقط، يعني مسألة إثبات وجود الإله مسألة يعني خاسرة 100%، يا ريت الأخوة المؤمنين يسبون من ده، يقول لك أنا مؤمن فقط وأنا أحترم هذا، أما الإثبات بالأدلة لا. نعم. محمد مان معانا تحت السجي احمد سمير، لكن المايك ما عندكش مايك احمد، ركب مايك في الجهاز بتاعك او استخدم مايك او شغل المايك. ومعانا كافر ايضا تحت السجي، اهلا بيك صديقنا كافر. محمد مان اتفضل. يا أهلا وسهلا، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام الحرية من الولايات المتحدة الفلسطينية عليك يا أحمد وعلى الأخت لوجيك وعلى كل الإخوة اللي تحت الستيج وعلى اللايف شات، كل باسمه وشخصه الكريم. وموضوع الحلقة اليوم هو متكرر باستمرار، تساؤل يعني متكرر تم الإجابة عليه 1000 مرة، ولكن انتوا دماغكم ناشفة قوي، يعني مفيش حاجة. ولكن الملحدين لا يفقهون. لا لا، مش لا يفقهون، لا هو بس شوف يا أحمد، يعني أنا حأكون صريح يعني معك، مبدأ الكافر هو لا يعني هو أصل الكفر عناد، لكن الكفر أو عدم الإيمان هو نابع من يعني من المعرفة، يعني هذا الإنسان ليس بجاهل حتى يعني تضحك عليه في كلمتين هيك تاخده في وجدانه خلاص يؤمن. لا، الكافر يعني لا يؤمن بسبب أنه عنده تساؤلات يعني تنبع من الفطنة عنده، لذلك يعني لا يعني أنا شخصيا لا آخذ على أحد أنه يعني لا يؤمن بوجود الله، لأنه عنده تساؤلاته قد تكون منطقية بعض الأحيان، ولكن للأسف الشديد 90% منها غير منطقي وغير يعني غير سليم يعني. طب عموما سؤال، هل أدلة الإيمان واضحة أم لا؟ شوف يا أحمد، أدلة الإيمان يعني عندنا في القرآن أولا، ثم السنة التي توافق القرآن ولا يعني ولا تتعارض معه. هذه الأدلة
يعني تحتاج إلى إعمار العقل، يعني أن أتجرد من عقلي اللي أنا موجود فيه والأفكار المسبقة عندي، وطبعا منهج البحث العلمي الكل بيعرفه، يعني نقرأ النصوص ويعني ونندمج معاها. طب هل اخلي هذه السؤال اكثر النصوص؟ تحديدا، اخلي السؤال اكثر تحديدا، هل الله اكثر وضوحا، ادله الله اكثر وضوحا، ام الشمس اكثر وضوحا؟ هذا الشمس هي مادة، وهي طبعا نراها وهي أكثر وضوحا، لكن بالضبط. هل السؤال بقى، لماذا لم يجعل الله الادله على وجوده اكثر وضوحا من الادله على وجود الشمس؟ لماذا؟ ما الفائدة يا أحمد من هذا؟ يعني حتى الفائدة، يعني لأنه الفائدة إن ربنا المفروض إن هو بيدعي إن هو يعني عمل كل اللي عليه عشان نفهمه، عمل كل حاجة ممكنة عشان نفهمه، ولو ما عملش كده نسأله أنت ليه ما عملتش كده؟ ببساطة شديدة يعني أنت كان في إيدك إن أنت تفهمنا أكتر من كده، زي ما فهمتنا إن الشمس واضحة من خلال شكلها ودفاها وكل الحاجات ديت، كان المفروض تكون أنت أوضح منها الشمس، ولا ليه هي أوضح منك سبحانك يعني؟ ليه يعني؟ لو كان حلو. كما أردت أنه يعني يكون الله عادي سبحانه وتعالى واضح. مثل الشمس، يعني أنه واضح وضوح الشمس، يعني نستطيع رؤيته أو نستطيع قياسه أو من هذا الشيء، إذا لا حاجة للأديان ولا حاجة للأنبياء ولا حاجة للرسل. وطبعا يعني هم سيكون الرسل الجميع دول، الرسل دول الغاية ولا وسيلة؟ يعني الرسل دول وسيلة عشان نعرف ربنا، ولا هم نعم أصلا ربنا غاوي إرسال الرسل بمزاجه يعني، هو بس كده يعني أحب بيرسل رسل فقال لك لازم أرسل رسل؟ مش فاهم برضه. هي وسيلة وليست غاية هو طبعا. ده بقى والله الاستدلال الدائري، هو ده الاستدلال الدائري. ما هو، شوف يا أحمد، إذا إحنا المسألة هذه يعني بصراحة، يعني لو إحنا أتينا بأقوال الدهرية مثلا، يعني سنجد أن أقوالهم غير منطقية. طب لو أجينا في أقوال العلماء اللي يعتمدون على المادة، طبعا كمان لا تنطبق على المادة. يعني هذا الوصف للإله، لله تعالى، لا يستطيع أحد أن يعني يقيسه أو يعطي رأيه فيه إلا إيمانيا. ليش؟ لأنه لا يخضع لأي قانون، لا يخضع لقانون البحث العلمي أصلا. فهمت كيف؟ لكن هناك دلالات على وجود الله، إشارات على وجود الله موجودة في القرآن وموجودة في الكتب السماوية الصحيحة. طبعا موضوع التحريف مش موضوعنا، لكن لو تتبعنا هذه الدلالات وهذه الإشارات سنجد بالطبع أنه بالفعل هذا الكون الفاسع الشاسع البديع الرائع لا بد له من مسير ولا بد له من مبدئ. الآن يعني لا أحد يستطيع أن يقنعني أنا شخصيا أن هذه الشمس التي نراها كل يوم، يعني تسير وتطلع هيك وتغرب من كيفها أو مزاجها. هل هذا القانون نستطيع أن نحسبه أو نقيسه؟ طب متى وجد هذا القانون؟ من الذي أوجده؟ هذه الأمور لا تخضع لمسائل البحث العلمي المادية ولا حتى أقوال الدهرية. الآن هذا الموضوع إيماني، يجب أن يعني نتفق جميعنا أن هذا الكون بهذا الخلق بهذا الجمال بهذا الإبداع لا بد له من خالق، سواء كان الإله اللي أنا أؤمن به اللي هو الإله الإبراهيمي، إله الواحد، أو أي إله تاني أنت تؤمن فيه، لكن لا بد من وجود إله بدأ هذا الكون، يعني هو من بدأ كل شيء. لا أستطيع أن أتقبل فكرة أن هذا الشيء أتى صدفة، لا أستطيع تقبل أن الشخص الذي أمامي الآن أتحاور معه أتى صدفة بتطور يعني غريب عجيب وينسب وليس له، يعني ما فيش عليه أي دليل يعني حسي، إلا أنه أقوال بعض العلماء أنه مئات ملايين من السنين ثم يأتي إلينا كائن ذكي، شخص يعني يستطيع أن يفعل كل ما نراه اليوم.
لا أستطيع تقبل هذه الفكرة، ومن يتقبل هذه الفكرة أعتقد أنه واهم. ليش؟ لأنه تعب من البحث وتعب من يعني من الإجابات النمطية الراديكالية، فخلاص فهو اقتنع أنه لا نعم هو صدفة وخلاص انتهينا، نشوف حاجة جديدة. فهذا الكلام يا أحمد، يعني دائما نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا. الآن الموضوع عندي ليس موضوع دين إبراهيمي أو دين إسلامي أو دين هندوسي أو من هذا الكلام. الموضوع الأساسي هذا الكون يجب أن يكون له خالق أو إله نعبده. أنا عن نفسي أعبد، لكن أنت لا تعبد، ما عندي مشكلة، لكن يجب أن تعترف أن هذا الكون له خالق وله بادئ. لا يجوز أن يكون هذا الجمال، هذا الإبداع أتى صدفة. بس يا أحمد، هذه يعني بداية هو يا الموضوع. إما خالق يا إما أتى صدفة يعني؟ لا، ما هو شوف، أكيد الصدفة مش دقيقة بالمناسبة، مش دقيقة الصدفة، يعني ما ينفعش تمام تحط خالق قدام الصدفة، ما ينفعش تحط تمام خالق قدام الصدفة. تمام أنا إذن العلم ما إحنا بيقولش متفقين. خالق يا إما صدفة، ما بيقولش يا إما في خالق منشئ يا إما صدفة، ما بيقولش كده. تمام، إذن إحنا متفقين إنه موضوع الصدفة هذا مستبعد. لا اصلا المقاربه مش مظبوطه، او انت تضع خالق امام صدفه مش مظبوطه، الفكره دي مش مظبوطه. هو يا أحمد مش أنا اللي ازيك يا زياد؟ بأضع، مش أنا اللي بحط، يعني مش أنا اللي بحط هذه الافتراضات. هذه الأقوال أقوال كبار الملحدين، لا يعني كبار الملحدين ما علماء. بيقولوش ان هو الصدفه، ما بيقولوش الصدفه، الملحدين ما بيقولوش صدفه، ما طب بيقولوش صدفه. أمال بيقولوا إيه يا أحمد؟ الصدفة، الصدفة ديت ما يعني ما بتتقالش كده صدفة، لأن الصدفة أصلا كمان يعني تعبير ليه كذا معنى، ملهوش معنى واحد، ليه أكتر من معنى. فلما تقول لي صدفة لازم أسألك تقصد إيه من المعاني دي، تقصد إيه؟ يعني صدفة حاجة نسبية، اما الكون كونك انت موجود دلوقتي معانا وبتسمع وبتبصر وبتتكلم وبتفهم وعندك كذا، ده نتيجة مش صدفة، نتيجة قوانين وعملية تطورية استغرقت ملايين 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 السنين، مليارات السنين، طيب، عمال ما وصلنا للمستوى ده أنا من عندي اول ما مشكلة، من اول عندي امتى من مشكلة اول في ما هذا بدأ الطرح. الانفجار الكبير لحد النهارده. عندي مشكلة في هذا الطرح يا أحمد، اللي هو موضوع التطور هذا، تطور الإنسان البشري حسب ما يزعم وحسب ما توجد في الكتب اللي تتبنى منهج التطور، أن الإنسان أتى نتيجة تطور من بداية الانفجار الكوني العظيم حتى يومنا هذا، وحتى الانتهاء من هذا الكون وما زلنا نتطور. أنا عندي مشكلة فيه، لا أستطيع تقبل فكرة أنه أنا أصلي ذرة. لا، هذا الكلام غير صحيح. لا، هذا الكلام يعني لا. مش بمزاجك، هو مش بمزاجك، ما حدش حط قدامك اختيارات وقال لك اختار منها، والله اختار ده وده وده وده. لا، هو العلم ما العلم هو ماشي في طريقه، ما عنده طريقته وعنده ادلته وعنده كده، وانت عايز تبقى ماشي مع المنهج العلمي اهلا بيك، ما عاوز تمشي مع الخرافه انت حر، انت حر، لكن ما ينفعش تحط رجل على رجل كده والله العلم ده انا ناقي منه مش حاجات موضوع معينه تعجبني خرافة. وفي حاجات ما بلعهاش، مع انك ما بلعتها، مع انك ما لا بلعتها. يا أحمد، لا يا أحمد، الموضوع مش موضوع إن أنا أمشي مع خرافة، ولا إنه أنا أمشي الله يقوي. ولا أمشي يعني مع احنا في الأولين. لا، التطور ده كتير اتكلمنا، في التطور ده كتير، وقلنا هو مش مسألة اختيارية، قلنا مش مسألة اختيارية نختار والله اصدق التطور وما اصدقش، لا انت كده معناها لا ان انت يا تختار الجهل يا تختار العلم ببساطة. يعني لا يا أحمد، موضوع التطور هو التفسير الوحيد يعني القريب الذي يستطيع الإنسان أن يستسيغه فقط لا غير، لكنه ليس التفسير الوحيد. لا، هو فهمت مش كيف؟ مجرد تفسير، هو مش مجرد تفسير، هو مش مجرد لكنه تفسير، ليس حقيقة، لا يعني مش لا حقيقة. لا، هو علم الأحياء ببساطة، هو التطور هو علم تمام، الأحياء، يعني لا بلا أنا تطور مفيش علم أحياء. يعني أنت لما تيجي تقول لي التطور، يبقى أما تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم التطور ده مش مظبوط، يبقى أنت كده نسفت علم الأحياء من بالكامل، وبعد دلوقتي إحنا ما عندناش علم أحياء، إحنا كده أحياءلس، علم أحياءلس كده، ما عندناش علم أحياء. كده لا، إحنا ما عندناش هو علم برضو يا أحياء. أحمد، برضو يا أحمد، يعني حتى هذا العلم، أنا مش ضد العلم، لكن عندي مشكلة في فهم هذه الأمور. يعني بعض الكتب، مش بعض الكتب، كل الكتب تحكي إنه الإنسان
يتشارك مع السمكة في مش عارف إيش، في جينات وأصلنا واحد. هذا الكلام يا أخي ما بيدخلش عقلي. تيجي وانت تحكي لا لي لا الإنسان طالما انت بتشارك في البرنامج ده على طول، فانت عارف ان انا ما بدخلش في نقاش مع حد في تفاصيل نظريه التطور، واقعد أنا اقول له فاهم، صح ولا غلط. لا ما لا بدخلش اقول مش له روح عاوزين اتعلم نخش في نظريه هذا. التطور وبعدين تعالى، وبعد كده تعالى نتكلم بقى، يعني بعد ما كنت اتعلمت وعرفت يعني ايه التطور. انما تيجي انت تقول لي اصل الحته دي ما بتعجبنيش، اصل كده ده مش مظبوط، يعني مش مش حصل حاجه. بتعجبنيش، انا لا احنا كده بنهين العلم ونهين العلماء، بنهين العلماء. كلمة كلمة فقط أحمد لمحمد دقيقة يا أحمد دقيقة يا لجل، يا دقيقة بس محمد، حتى أوضح، كلمة يجب أن أوضح. وسأتركك تكمل. بالنسبة ما شاء للسمكة، الله. ألم تكن سمكة في رحم السيدة الوالدة؟ ألم تكن تعيش سمكة احنا مش عاوزين ندخل تعيش في في الماء التفاصيل ديت. وبعد ذلك ولدت واستنشقت الهواء؟ لماذا تستغرب من هذه النظرية؟ ما هو المشكلة ان هو مش فاهم اصلا لسه التطور، لسه بعد كل ديت يعني بعد كل الفترة دي لسه مش فاهم، وهو مطلوب منه ان هو يعرف التطور، لكن هو ما عرفش التطور. يعني هو محمد كان كنا من 3 4 شهور في حلقة زي كده، وقلنا ان المفروض محمد مان يطلع على نظرية التطور وما يقعدش يقول اصل دي مش عجباني وكده مش عجباني، عشان ده ما ينفعش. محمد لم يسعفه الوقت، ونحن نعذره في ذلك، وطبعا الناس كلها ما عندهاش الوقت، لكن بنقول له ما زال قدامك فرصة ان انت تتعرف على نظرية التطور فقط لا غير. مش هنقعد بقى شوف ناخد معاك في النقاش وانت يجب اصلا يا التوضيح. حاج محمد يعني هتاخدنا تفسحنا وتتعبنا وخلاص ولا ايه؟ شوف بص يا أحمد، يجب التفريق بين عدم القبول وأنا مش عجباني، وبين إنه أنا عقلي لا يستوعب هذا الطرح. هناك فرق بين يعني فرق شاسع. أنا مش إنه أنا ما بقبلها، لا، أنا عقلي لا يستطيع فهمها أو تقبلها. مش إنه أنا مش عاجبني، انت لا ما درستهاش يا حبيبي، انت ما درستهاش. يا عم، أنا درست. لا ما ومين قال لك؟ درستهاش، لا ما درستهاش يا محمد. احنا متعودين في البرنامج ده على الصدق مع بعض، على الصدق يا مع بعض عم والشفافيه يا الواضحه. عم حضرتك يا محمد يا ابن مان ما درستش نظريه التطور، الآن وانا مش بلومك على الموضوع ده، لان حضرتك ان احنا الآن مشغولين أنت وقتنا صعب جدا. لكن هل تيجي لكن تيجي تقول انا درست نظريه التطور؟ لا انت ما درستهاش. لو درست نظريه التطور مش هتيجي تقول لي مش هقدر، مش هتيجي دلوقتي تقول لي ابدا ان انت مش متفهم ان انا كنت والسمكه، وكان مش هتقول الكلام ده. ده الكلام ده بيدل ان انت ما درستهاش، بيدل ان انت يا والله رب العظيم وربنا ودقن النبي صلى الله عليه وسلم. يا راجل انت ما فتحت كتاب في النظريه دي، اقسم بدقن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا ناخد مداخله اخونا مزيان. اهلا بك يا صديقي. مزيان، اهلا تحياتي. بك مزيان، لا اهلا بك مزيان، مظبوط، مزيان، هيثم مزيان. مزيان يا هيثم، اهلا بك تحياتي مزيان للجميع. مزيان فعلا، وانت طب فعلا مزيان يا صديقي. حبيب قلبي، شكرا. اشتقنا لكم يا جماعة، صار لي زمان أنا بس كنت بتابعكم. المهم، بلا طول سيري، أنا عجبني موضوع الحلقة، الغموض. الغموض يا أخ أحمد وللجميع كمان، هو السبب الرئيسي اللي خلاني صراحة أشك بالدين وإيفنشلي أتركه. أنا أقول لك ليش. خليني أقول لكم بس شغلة صغيرة. لما كنت أنا طفل، وكل المسلمين كانوا، أول شيء بتتعلموا بالمدرسة القرآن، 5 سنوات 6 سنوات قرآن. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. طيب أنت مش فاهم شيء، بتيجي بعدين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الطفل بيجي ايش 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 القارعه؟ ايش الحاقه؟ يوم بقول لك يوم القيامه، اوف، قيامه مين؟ راح تقابل الله، راح تقابل ربك. مين الله؟ اوعك تسال، ممنوع تسال. ليش؟ كيف بدي اعرف الله؟ طلع على الشمس. يا عمي الله، طب ايش هو؟ ليس كمثله شيء. طيب شكله كيف؟ هو مين؟ ايش بده؟ طلع على القمر، طلع على الجبال. هيك هيك هذا التعليم كله، كله بهذه الطريقه. فلما تكبر وترجع تدرس النصوص مرة تانية، أكيد راح تشك. وهالغموض كمان باللغة نفسها، يعني لغة القرآن مثلا، لغة عظيمة، أنا بقول لك لغة القرآن جيدة ممتازة، ولكن يا أخي كوبي بيست من سجع الكهان، فيها سجع كهان، وسجع الكهان معروف عنه في الغموض متعمد فيه.
يعني مثلا بدي لك الحلفان، يعني إله الإسلام نازل يحلف، والشمس والقمر والنجم ومش عارف إيش. يا عمي والله مصدقينك، مش أنت إله الكوكب، ليش عم تحلف؟ إيش في؟ إيش بدك؟ ما فهمت إيش بدي. غموض بقلب غموض بقلب غموض. وبيجي بعدين حاطط نقرب نقر المسيحية واليهود بالقرآن، تارك المجوس، تارك الهندوس، تارك البوذيين اللي هن كانوا عندهم حضارات عمرها آلاف السنين. ليش مركز على هدول الاثنين؟ مش عارف. بيجي بعدين بيقول لك في احنا عندنا تشريعات. طب ايش التشريعات بالقرآن؟ اول شيء كيف تقاتل، قديش في غنائم، ايش السبايا، كيف تتجوزهم، لما تطلقهم كيف تعمل الارث، ايش في ايش في ايش في شرائع بالقرآن. شغله ثانيه لما يقول لك مثلا لا تهدي من احببت ان الله يهدي من شاء، بيعطيك دائما البوزيتيف والنيجاتيف او اليمين والشمال. وشغله ثانيه اللي هي تبعت ايش الايه اللي بتقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب فهمت. بعدين بيجي بقول لك وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما بتفهم ايش بده ولا بتفهم ايش فيه. يعني حتى نص القران نفسه، النص العظيم اللي بنقول عنه نص عظيم، لكن بقول لك نزل بقرآن عربي مبين. أول شيء مش عربي ولا مبين، مش مفروض يكون عندنا مفسرين، مفروض الإله ينزل شيء للبشرية كلها. يعني أنا برأيي لا بدنا كتاب ولا رسول ولا شيء، ينزل شغلة هيك مثلا جهاز أو شغلة تجي بتحط أصبعك فيها بتضوي مثلا زي أفلام الساينس فيكشن، بيجي كل الكوكب، لا بيحتاج يحكي عربي ولا صيني ولا برتغالي ولا أي شيء، بيجي بيطلع على هاي الشغلة بحط أصبعه عليها بتضوي بقول آمنت برب موسى. سيمبل، خلصت القصة. لف ودوران، كل شيء لف ودوران بالدين. وهذه شغلة يعني متعمدة أصلا، بتيجي على النصوص شو بسموها اللي هو الحديث والتراث، غموض أكتر وأكتر. يعني غموض متعمد، حتى الناس تضل انا مش فاهم. وكل ما تسال اي مسلم او شيخ او حدا بقول لك لحكمه يعلمها الخالق. طب ليش هو عامل هيك؟ بقول لك احنا ما بنعرف، احنا اللي حمير، احنا اللي بهايم، هو اللي احنا مش فاهمين، عقلنا لا يستوعب. سؤال للاخوه المؤمنين، ليش الاله ما بيفرجي نفسه؟ ليش احنا بقول لك ممنوع تسال ممنوع تشوف؟ ليش؟ ليش الاله ما بيفرجي نفسه؟ أنا صار لي على هذا الكوكب 48 سنة عايش، أوكي؟ لا شفته ولا سمعته، وأنا باعتقادي أنا عامل خير لهذا الكوكب أكثر من إله الإسلام مثلاً. وأتحدى وكل واحد منكم عامل خير ومسوي أشياء كويسة للكوكب، كل واحد منكم بدون استثناء، حتى لو أعطى مرة، لو مرة أعطى مثلاً دولار لفقير. ولكن هذا الإله لا شفناه ولا سمعناه، وتارك الناس تتعذب، وبيجي برمضان بقول لك انا بدي الاغنياء تصوم عشان يحسوا بجوع الفقراء. طب روح طعم الفقراء، نزلهم معجزه من السماء للفقراء طعميهم، في ملايين ملايين وملايين جوعانين، ملايين. يا خليك معنا صديقي، هنرجع لمحمد من تاني، وانا عارف معنا احمد سمير ومعنا كافر ومعنا سفيان برضو تحت الستيج، اهلا بكم. نرجع لمحمد لان الموضوع ده، البرنامج ده حوار يعني مع المسلمين مع المؤمنين، حوار الدين مع المؤمنين، مش عايزين نتكلم لوحدنا، عايزين نسمع محمد. محمد ايه رايك في مداخله المزيه لحد دلوقتي؟ يعني مداخله الاخ مزيان يعني بالنسبه لي عاديه، يعني ما فيش فيها شيء جديد. مش عموما مش بقولك طعمها ايه، اسمع قول لي النقط اللي قالها، تراها نقط قويه جدا، رد عليها. مش رايك؟ نعم الله بيننا لا شوف يا احمد مثلا عن موضوع الفقراء مثلا، هذا يعني من المسؤول عن فقر الناس؟ هل هو الاله او احنا البشر نفسنا؟ يعني بصراحه يعني خلينا نكون واضحين بالغموض. مثلا الكلام اللي قاله صديقنا زين على الغموض، ما فيش غموض يا احمد، ما فيش غموض. هو الموضوع مش موضوع غموض، هو الموضوع انه سوء فهم وسوء تقدير. الان ما الفائده؟ بدي اسالك انا يا اخ هيثم،
استاذ ما الفائده؟ كلام الاستاذ مزيان، كلام منطقي وواقعي ولازم جدا. الشهاده دي يا خالد، الشهاده دي قيمه جدا من الاستاذ فضل. تعال يا حاج فاطمه. كلهم حجاج كده. شوف، ما الفائده يعني اذا يعني تخيل انت الان انه ربنا سبحانه وتعالى اظهر نفسه لك انت يا اخ هيثم، ما الفائده؟ انت ايش حتستفيد؟ راح امن فيه على طول. طب يعني وانت لو امنت فيه او ما امنت فيه، هل سيفرق شيء عنده؟ لا طبعا. وده كلام يا محمد، انت بتعمل ايه؟ طبعا. لا هو مش انت عايز اشغل لك الانترو بتاعك يعني مثلا؟ لا مش عاوز اشغل الانترو يا احمد. ولا انت عاوز ايه؟ هذه تسجيل. هديك مثلا الغموض في القران والتناقض برضه في نفس الوقت. غموض وتناقض؟ ما هو التناقض لما يكون النص فيه غموض بيكون الباب مفتوح على مسرعيه للتناقضات. صحيح. سواء تناقض في مع نصوص تانية او تناقض في الفهم. هقول لك مع نفسه يعني مع نفسه. يعني مثلا ايه؟ مثلا يعني مثلا يقول لك ان كاد الشيطاني كان ضعيف، بس هو بينسى ان كاد في كلام تاني بيقوله مش ممكن يتفق مع الايه دي. لما مثلا يقول لك ايه، يقول للشيطان ايه، يقول للشيطان ايه بقى؟ واستفزز من استطعت منهم بخيلك بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غلب. فاضل بس الشيطان ينكحهم، بس ينكحهم. الوحيده اللي ما قالش يعملها ايه السلطه دي كلها؟ ده ايه ده؟ وفي الاخر يقول لك كياد الشيطان كان ضعيف. امال لو كاد الشيطان كان قويا كان عمل ايه؟ كان نكحنا يعني وجاب مننا عيال؟ غريبه جدا، ما تتفهمش كده الايات مع بعضها. كتير بقى في كده من في القرآن من كده. هل يا أحمد الآيتين في نفس السورة ولا في صور أخرى يعني؟ لا حتى يعني نفهم. الآية إن كاد الشيطان كان ضعيفة في سورة، واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجل وأجلب عليهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وكده، ديت في نفس السورة. في نفس السورة. لا مش في نفس السورة، ما أعتقدش. في سورة النساء. والله في سورة النساء. يعني الآيتين في سورة النساء، آية في ربع في آخر السورة، في لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، ده الربع قبل الأخير في سورة النساء. وإن كيد الشيطان كان ضعيفا في سورة النساء برضو في أولها، في الثلاث أرباع الأولانيين. بس إن لكيد كنا عظيم، النساء كنا عظيم يا حاج، كيد الرجل أعظم. خلينا نشوف موضوع كيد النساء ده، خلينا في كيد الشيطان دلوقتي. هل هو كيد الشيطان ضعيف أم لا كان قوي؟ كان عمل إيه بعد كده؟ والله يا أحمد حسب سياق الآية. أنا مش فاهم يعني مناسبة السؤال عن السورة. هو اتضح إن هم في سورة واحدة. لما جيت أنت، بس يعني أنا مش فاهم إيه مناسبة سياق الآية يا أحمد يختلف. أنا أفهم أحمد سمير. نعم. كفايه على استاذ محمد، ده انت مسكينه من اول الحلقه يعني. ما عندناش مسلم تاني، ما عندناش مسلم تاني. انا خايف اللي يلحق، خايف اللي يلحق ما الاقيش مسلم يطلع معانا. مساء الخير استاذ احمد. استاذ ماهر، احنا في انا خايف على ايمان محمد بنا اكتر من حرام عليك يا عم، انت من اول الحلقه ماسكه. ربنا يقوي ايمانه يا رب ويثبته علشان خاطر بس نلاقي حد نتحاور معاه. طيب امين يا رب. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله تمام يا حبيبي، اهلا بيك. اهلا بيك. انا عندي فكره ان وجود ربنا ده، وجود الله ده شيء اساسي لوعي اصلا انا اعيش. يعني ازاي الفكره العدميه اللي انا جاي من لا نهايه ورايح للا نهايه، جاي مولود جاي من حاجه انفينيتي رايح لما اموت روح حته انفينيتي، ازاي هاجي من انفينيتي؟ وازاي الوعي يعني حته الوعي ال 70 80 سنه ولا ال 60 سنه ولا ال 30 سنه الواحد هيعيشهم في الكوكب ده يعني. يعني وبعد كده يعني بعد الموت انفينيتي لا نهايه، ما هي دي برضو يعني فكره اللا نهايه والعدميه يا استاذ احمد هي الفكره اللي بتخليني لازم اقتنع بوجود يعني اله او قوه لازم احد يرجع لها تاني. يعني انا وجودي اصلا او وجود وعي اللي انا حاسس وجودي في الدنيا دي جاي من حته يعني ده احساس شخصي. يعني انت تقول بقى ايمان، ده ايمان شخصي ليا ان انا جاي منين؟
جاي من، يعني لازم اكون جاي من حته مكان، مش من انفينيتي، مش جاي من حاجه من لا نهايه. لا نهايه ازاي انا جيت منها وازاي انا رايح للا نهايه؟ يعني ازاي هبقى رايح لحته خلاص الابد الابدين؟ ازاي يعني فكره اللا نهايه دي فكره غير معقوله، مش قادر اتقبلها. عشان كده لازم اتقبل فكره ربنا في وجوده ليها. اما بقى اله الاديان، اله يعني كده، يعني انا شايف ان القران، انا كمسلم ان القران يعني شايف مدي صوره الى حد ما، حتى مش لازم افسر الصوره دي. يعني القران حمل اوجه، ابن عباس بيقول القران حمل اوجه، ليه احنا بناخد بقى الكلام بالظبط وبالحرف وهو ده كذا وهو ده كذا؟ لا، خد الكلام مجمل عام، مجمل عام جميل، الكلام شكله كويس جميل، بيريحك نفسيا خلاص تمام، ما بيريحكش نفسيا شوف حاجه ثانيه بتريحك، اسمع اغاني بس كده. اقول اللي انا شايفه ده في فكره اللا نهايه. وبعدين فكره معضله الضبط الدقيق، يعني الكون ده كله مظبوط ظبطه، يعني انت بتقول مش مظبوط؟ لا مظبوط يا استاذ احمد، الصدفه مظبوطه، مظبوطه جدا، يعني جايه من اول الانفجار العظيم، قيم مظبوطه، اي تغيير فيها اقل من واحد اس ماينس 50 او 100، يعني حاجه كده رقم خزعبلي. كانك حذفت كوره وواعد في مكان معين في نقطة معينة، وجاي بتقول لي سبحان الله الكورة اللي انت حدفتها في نفس الموقع بالضبط اللي هي فيه، بنفس السنت بالملي في المكان اللي هي فيه، لو حققت نتيجة ولو اتحركت يمين ولا شمالك هتبقى في مكان تاني بالضبط. لو حققت نتيجة، يعني لو الكرة دي لما تيجي تتحدف وتحقق نتيجة معينة، لا لما تحدف كرة عشوائيا في مكان، كأن حدفت كرة عشوائيا في ملعب، وبعدين انت جيت بقى تقول لي شوف حققت نتيجه في الموقع الفلاني. ايوه حققت النتيجه بتاعتها، بتاعها حققت النتيجه بتاعتها، الكره حدفتها عشوائيا كده اهو، فهي صدفه في مكان معين محدد. انت جاي مكان معين اللي هنزل نتيجه، ماسك لي حضرتك قلم وورقه وعمال تكتب والله الكره على بعد قد ايه، لو افترضنا ان هي في ملعب، على بعد قد ايه من العرض، وعلى بعد قد ايه مش عارف، وجايب لي الاحداثيات بصيغه، وتقول لي سبحان الله لو الكره دي في مكان تاني غير ده كان هتبقى الاحداثيات مختلفه. طب ما طبعا هتبقى مختلفه، لا كانت هتبقى هو ده المثل اللي انت بتقوله، ده مش ضبط دقيق، هو الوضع كده حضرتك علشان هو كده، لا عشان هو كده الكره اتحدفت نزلت في باسكت، يبقى انا لما نزلت في الباسكت احنا ده في الكره الارضيه ديت، احنا الكره الارضيه ديت ما هياش كده لوحدها في الكون، سبحان الله يعني كده وجات لوحدها كده في الكون وبقت فيها الحياه دي. الكره الارضيه دي واحده من بلايين مليارات الاجرام الثانيه، وفي مجرات لا عدد لا حصر لها، ونجوم لا حصر لها، وكواكب لا حصر لها، والحاجات دي كلها واحده من اللي انا شايف ان في ظروف خلت عليها الوضع بالشكل ده، خلت عليها الوضع ما تقوليش بقى سبحان الله لو الكره ديت في مكان تاني، سبحان الله لو الكره دي في مكان تاني ما كانش هيبقى فيها، ما طبعا ما كانش هيبقى فيها حياه. طب ما طبعا لان هي سبحان الله هي جت في المكان ده وهي دي لوحدها واحده من ايه بقى عكس ده؟ ايه بقى المشكله؟ ده مش دليل على الضبط الدقيق ولا دليل على ان في حاجه، لا ما هو ده، لا ده دليل ان في، لا ده دليل على العشوائيه في الحقيقه، في انسان موجود دلوقتي بقى بيفكر، هي عشان الوفره، كل علشان واحد في بلد، علشان بقى حاجه عظمه متسع يعني. جدا عشان يكون متسع جدا وفي فرص كتير لان هو يحصل فيه حاجات، لا فرص الحياه، فرص الحياه عشان تعمل فرصه خليه حيه واحده، عشان تعمل فرصه حياه بالصدفه الحياه خلايا الاول خليه، لو انه بالصدفه ده واحد اس ماينس 70 ولا 80، ده حاجه كده رقم جبار يا استاذ احمد. يكون في الوفره دي يسمح، بيكون بكده يسمح، لا الكون لا يسمح، الكون لا يسمح بالصدفه دي، لا يسمح بصدفه الحياه دي، ما تقطعنيش، يسمح يسمح، لا بالصدفه الحياه دي ما لا يسمح، لا يسمح والله، البروتينات تتكون في مكان معين، يسمح يكون واسع والزمن ممتد، الزمن ممتد والكون واسع، واسع جدا وزمن ممتد وسمح وحصل. 13 مليار سنه مش ممتد، 13 مليار سنه مش ممتد ليك بدايه، 13 مليار سنه دول بيلعبوا، اه طبعا في مقابل انت عايز تجرب، انت عايز تجرب، انت بتتكلم عايز تجرب تجارب، يعني مع كميه الوفرة، تجارب رهيبه، الوفرة والفرص كلها والوقت ده كله حصل مع الوفرة، احنا لو قلنا كل ثانية من الانفجار العظيم مش هيجيب الرقم بتاع ال، مين قال لك العلماء قالوا هيجيب، العلماء قالوا هيجيب وجاب، العلماء قالوا كده، ستيفن هوكينج لا ضبط غيره وغيره، قال كده ما كان عنده، لما ما تجيش انت تحط رجل على رجل وتقول لي اصل الكون مش هيجيب، علماء الفيزياء الكونية والناس المتخصصين قالوا يجيب، الضبط الدقيق اكبر معضلة، قالوا يجيب اكبر معضلة الضبط الدقيق،
اللي احنا عايشين عليه. انت بقى انت تقول لي انت ممكن تنكر ضبط دقيق ولا بتاع دقيق ده اللي انت بتقول ايه، ممكن تقول انا ما عنديش كون تاني اشوفه عشان اعرف ده مظبوط ولا لا. ضبط مش دقيق ولا نيل، ضبط مش دقيق ولا نيل، انت شايفه دقيق علشان هو ده الوضع اللي انت شايفه مثالي، بس الوضع ده مش مثالي ولا حاجه، الوضع ده مثالي عشان ده الوضع اللي انت فيه. زي الكره اللي حدثت عشوائيه في الموقف في المكان ده، وقعت في المكان ده، قالت لك والله الحفره دي مثلا جت الكره وقعت في مكان عملت زي حفره كده فيه مع الوقت وكده، قال لك المكان ده مثالي جدا. انا اشوف لولا لا هو عشان كان ممكن تبقى في مكان تاني. انا شغال في مجال الهندسه، هو وهم الضبط الدقيق. وانا بقول لك انا شغال في مجال الهندسه وبلاقي الموضوع يعني شغال ايه مهندس ديزاين، مهندس ديزاين. انا عندي مصنع إيه؟ مصنع بلاستيك، عندي إيه؟ مصنع بلاستيك، مصنع بلاستيك. انت بتصمم ايه انت؟ انا بصمم استنباط شغل. درست ايه يعني؟ درست ايه؟ انا درست انا مش درست الهندسه، انا درست حقوق اصلا، درست الاكاديميه حقوق، بس انا شغلي اصلا في مجال الهندسه واخد كورسات هندسه، يعني انا شغلي متفرغ للهندسه، دماغي بحب الهندسه. على كل حال على كل حال على كل حال على راسنا طبعا، لكن حبيبي حبيبي انت متخصص في برضه، لا انا ولا انت متخصصين في اللي احنا بنتكلم فيه، لكن احنا لما نرجع لا يا مجرد رايي مش ده رايي لما نرجع لما نرجع يا احمد المتخصصين بنلاقيهم بيقول لك لا والله ما ضبط دقيق ولا حاجه. انا بس عايز اجيب والله هجيب لك اللينك بتاع ستيفن هوكينج لما اللي هو ستيفن هوكينج قال والله الكون ده القصه بتاعته مش محتاجه اله خالص، مش محتاجه اله. هي مش محتاجه اله بالقصه اللي هي ولا اله ولا مفيش ضبط دقيق ولا ضبط بتاع تين وصلصال وكده، حتى لو تين وصلصال ايوه ما هي مش محتاجه ده، وحتى لو دي موجوده في القران موجوده رمزيه، يعني ايه المشكله لما ناخد القصه في القران؟ وانت اصلا احمد انت مسلم ولا ربوبي؟ انا يعني مسلم داخل على الربوبي الحته دي. حلو. محمد بقى بحب الصراحه، جالك اخ صراحه، جالك اخ جالك اخ كلكم اخواني هنا، يعني على اختلاف الايمان، يعني على اختلاف ازي توب ازي توب. بس يا احمد انا مش ربوبي. الناس ما هو الناس بتقول عليك كده في الداخل على لا هي كل الادله بتاعت الربوبيه ما هي ادله مظبوطه، يعني ايه المشكله في ادله الربوبيه؟ ده العالم كله بيتكلم في ادله الربوبيه يا استاذ احمد. يعني هناك مشكله في موضوع الربوبيه. طب ممكن نسمع كافر ونرجع لكم تاني بعد اذنكم انت احمد ومحمد؟ ممكن بس نستاذن بقى انا عشان عندي شغل. ليه بجد ليه كده؟ مصدقنا كل يوم اجي لك مش مشكله. ماشي خلاص ماشي بس نور على طول. تسلمها ولا ايه؟ خليك 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 شويه ماشي مش هنعطلك، لكن احنا موجودين دائما كل يوم هنا وبنرحب بيك في اي وقت حبيبي. حبيبي تنورنا يا غالي، نورتنا. مصر. نسمع من كافر بقى، صديقنا كافر كافر مغربي. الو يا الو مرحبا. يا مرحبا اهلا بك. مرحبا مرحبا انا استاذ احمد، مرحبا ضيوفك الكرام. انا اولا اريد ان اعقب على على عنوان الفيديو او العنوان الذي وضعته، هو أدلة الإيمان، يعني أدلة على الإيمان. لماذا هي غامضة مثلا؟ يعني لماذا هي غامضة؟ يعني مثلا حتى لما ربنا أنا عندي عمال يكلمنا مثلا الحروف المقطعة دي يقول لك طاسيم ميم، وأنا مال أنا طاسيم ميم بتعمل لك إيه أنا؟ طب عايز إيه يعني؟ عايز إيه؟ أنا عندي أنا عندي مشكل في هذه أدلة الإيمان. الأدلة والإيمان شيئان متناقضان، يعني لا يمكن أن تكون عندك أدلة على الإيمان كما لا يمكن أن تكون مؤمن بالعلم كما يقول البعض. البعض يقول لك أنا مؤمن بالعلم، كيف أنت مؤمن بالعلم إذا العلم يقاس، يعني يؤخذ بالتجربة وبالغيب. يؤمنون بالغيب بيقول لك الذين يؤمنون بالغيب هو ماشي. ولكن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، تصديق بالقلب، هذا هو الإيمان. إن أصبح علم يصبح معرفة، هذا يعني لا يعني شيئان متناقضان كما هذا أسماء الله الحسنى، يعني يقول لك الله يعني كل المعرفة وكل الحكمة وكل الرحمة ولكن شديد العقاب، وأول وآخر، الظاهر والباطن، يعني كيف تكون الأول في السباق وتكون الآخر في نفس الوقت، وكيف تكون أبيض وتكون أسود في نفس الوقت، يعني شيئان متناقضان، يعني هذا في المنطق يعني واضح جدا، يعني أشياء متناقضة. يعني أنا ما يلفت نظري في النقاشات مثلا
أغبى سؤال يطرحه المؤمنين، يقول لك من الذي خلقك؟ أغبى سؤال، من الذي خلقك؟ أنا لم أخلق. الحيوان المنوي يكون حي وهو موجود في خصير الرجل، والبويضة تكون حية. الحي يلقح الحي بالحي، يعني الحيوان المنوي يلقح البيضة الحية ويخرج الجنين. يعني أين هناك، أين الخلق؟ أين يعني الخلق هو أن تجد الشيء من العدم، هذا هو الخلق. وأحيانا يخلطون بين الخلق والصنعة، يقول لك تبارك الله أحسن الصانعين، ولا أحسن، ويخلط بين الصنعة، يعني الصنعة ليست هي الخلق. تبارك الله أحسن الخالقين وليس الصانعين. فهمتك. خلينا نسمع عمر. طيب شكرا لك كافر، اهلا بك يا عمر. خليك معنا هرجع لك تاني. فخلينا نرحب بعمر، عايز يقول حاجه. اهلا بك يا عمر. اهلا وسهلا فيكم جميعا. بالنسبه لتعليقي على كلام كافر مغرب، يعني انا مش فاهم هنا التناقض بالموضوع. الله بحكي لك الله رحيم والله شديد العقاب، من رحمه الله انه بخر لمن يشاء، بخر لعباده. ممكن واحد يلحد ويرجع يؤمن، واحد يعمل معصيه ويرجع يتوب، هاي من رحمته. طب انا هسألك سؤال بره عن اللي قاله اخونا كافر. ليه حاجات، في حاجات غامضه في القران؟ يعني هقول لك على ايه دلوقتي، لو قلت لي تفسيرها، هي مش المفروض ده كلام اي حد عربي يفهمه؟ يعني مثلا لما بيقول في ربنا، فقال لقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. يعني ايه الكلام ده؟ ما بعرفش. ما تعرفش؟ امال مش هو بلسان عربي مبين؟ اوكي لحظه هو مش لسان عربي مبين؟ استنى بس. تمام. طب انت عارف لسان عربي مبين؟ انت بتتكلم بلسان عربي مبين دلوقتي، واحنا نعم. كلنا كده بنفهم اللسان العربي المبين بربطه المعلم كده، كلنا مزيان لوجيك كافر محمد مان انا المشاهدين كل ده بنتكلم بلسان عربي مبين وبنفهم اي حاجه بلسان عربي مبين. ولو قلت لنا بهذا اللسان العربي مبين حطت لنا قانون هنمشي عليه، كلنا هنمشي عليه، هنعرف نمشي عليه عشان بلسان عربي مبين. فانا بقول لك كلام اهو من في القران بلسان عربي مبين، المفروض تفهمه لان مبين. وقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ايه بقى؟ طب اعلق على كلامك. فسر لي بخصوص لسان عربي مبين. انت عارف شو قصه هذا النص لسان عربي مبين؟ هذا قصه النص لسان عربي دلوقتي مبين. انت دلوقتي القران ده بلسان عربي مبين ولا مش بلسان عربي؟ نعم. طب انت عارف شو قصه هاي الايه لسان عربي مبين؟ انا مش عاوز اروح فصح وكلام ده، انا عايز اجابات كده يا اخويا واضحه الله يكرمك، علشان خاطر يعني عشان يا رجل اسمعني. في ناس هنا متخصصه في الفصح بنعرف نتفسح معاها، خلاص خدنا على الفصح بتاعتي. انا دلوقتي لسه متعرف جديد عليك اهو، فانت ريحنا قول لنا يعني بلسان عربي مبين. يعني ايه بلسان عربي مبين؟ يعني المفروض ان هو واضح صح ولا لا؟ نعم. لا لحظه في انت مش فاهم القصه. هاي الايه لسان عربي مبين نزلت لما كانوا كفار قريش يكذبوا النبي ويحكوا انه هذا القران. دلوقتي ماليش دعوه بكفار قريش، انا ماليش دعوه بكفار قريش. ما الله يرحمهم كلهم كفار قريش. انا دلوقتي مش من كفار قريش، انا دلوقتي من كفار 2022، ومعانا ناس كده ما شاء الله عليهم من كفار 2022، ودلوقتي لو ربنا بيقول ان الكتاب ده بلسان عربي مبين، وانا قرات لك انت راجل من المؤمنين بهذا الكتاب اللي هو بلسان عربي مبين، قرات لك كلام عربي مبين وبتقول لي انا مش فاهمه، يبقى ربنا غامض بقى زي ما احنا بنقول. يبقى احنا ما اخترعناش لما نقول ربنا غامض. لسان عربي مبين يعني لغه عربيه، يعني الكفار كانوا يحكوا ماشي ده لغه عربيه اهوت، وانت مش فاهمها. نعم. كاني قلت لك فرنساوي بالظبط. استاذ احمد، استاذ احمد، كريستوف لوكسمبورغ يقول لسان غربي. لوكسمبورغ يقول لسان غربي ليس عربي. خليه قاعد لوكسمبورغ ده، خليه قاعد على جنب عشان انا ما بين عمار، يعني مش بحبه قوي، مش مولع بالنظريات بتاعته. خليه قاعد شويه، انا خلينا مع عمر في موضوع الآية ديت دلوقتي. أنت ليه مش يعني أجيب لك آية تانية؟ طيب أجيب لك آية تانية مثلا فيها غموض القرآن. أنا راجل بزعم إن القرآن مليان آيات بالشكل ده، أجيب لك أنا من الحاجات دي مثلا؟ أقرأ لك آيات كده زي كده غامضة في القرآن ما حدش عارف يفسرها؟ ما تقرأ يا أحمد أنت، قول يا محمد أنت معناها الآية دي إيه؟ ما معنى الآية يعني بالنسبة لي واضح إنه يعني شاف نفسه على كرسي متهالك
مش الشخص أو مش سليمان اللي بيعرف نفسه، فاستغفر ربه حتى يطلب منه الطلب اللي إحنا قرأناه أو سمعناه في الآية. بس مش محتاجة فكاكة يا أحمد. ايه ده، احنا اسف، انا فاهم، مش حد فاهم منه حاجه اصلا، حد فاهم من كلام محمد يا حاجه؟ أحمد انت يا فسرت أحمد العسر، الماء بعد العسر بالماء، يعني انت دلوقتي كل اللي انت قلته لنا، ان انت بتقول لنا الكلام ده، مع الكلام ده مش اللي انت مش فاهمينه، ده معناه كلام احنا برضو مش فاهمين اللي انت بتقوله ده، مش فاهمين ايه اللي انت بتقوله ده، ايه اللي انت بتقوله ده، يعني هو عايز كلام ايه يعني برضه مش دلوقتي، انا عايز ايه فاهمينه. دلوقتي مننا، يعني نعمل ايه، يعني نعمل ايه احنا دلوقتي لما نسمع الايه دي مثلا، استفدنا ايه احنا دلوقتي؟ انت استفدت ايه؟ ما فهمناش حاجة أصلا، ما حدش فاهم حاجة. طب ممكن يعني انا ممكن التوضيح تبعي غير موفق، لكن هناك من يعني أنت فاهم أصلا موفق. أنت بتقول إيه؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه أصلا؟ هو مش بلسان عربي انا مبين. نعم بلسان عربي مبين، أه لكن أمال إيه طيب؟ الآية هذه يعني انا فهمتها انه النبي سليمان يعني وجد على كرسي الملك تبعه انه في شخص متهالك مريض فين لا المتهالك؟ ينبغي فين له ان المتهالك في يطلع. الآية أصلا؟ فين مين اللي قال يا متهالك؟ أنت عم خيالك وداك عند المتهالك كده يا بمزاجك، رحت احمد هناك خليته متهالك. يا احمد انا بحكي لك الفهم تبعي، انا هيك فهمتها، ما فهمتها فيش ليه كلمة متهالك؟ طب كنت متهالك تفهم فهمتها ليه، جبت منين متهالك في الموضوع؟ هو قال لك يا وقيل احمد. على كرسيه جسدا ثم أناب، ما قالش لا متهالك ولا حاجة، ولا قال الإنسان اللي ألقي على الكرسي متهالك، ولا يعني إيه أصلا جسد؟ جسد إيه؟ جسد مين؟ جسد فرخة، جسد إنسان، جسد فيل، تعبان، جسد إيه؟ ثم أناب، مين هو اللي أناب؟ مين اللي هو الجسد اللي أناب، ولا سليمان اللي أناب؟ وبعدين أناب ليه؟ وإيه اللي حصل لما ألقى على كرسيه جسد؟ إيه اللي خليه؟ في حاجة مش فاهم مفهومة في الموضوع، في غموض ابن كلب في الموضوع، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ هي القصة كاملة فيها غموض صحيح، لكن القصة بشكل عام مفهومة. مفهومة فين؟ بس فاهم أنا مفهومة فين؟ ما فيش واحد مسلم ما بيعرفش ايش المعنى من هذه القصة أو من هذه الآية. ما انت مش ما فاهم فيش إلا نفسك، أنت هو واحد انت مسلم ولا ايه؟ ولا يا انت محمد. انت مسلم وعمر مسلم، اهو يعني الرابط موجود في اللايف شات، يعني لو اي حد من اخواننا المسلمين عنده تفسير ولا فاهم للايه دي تيجي يقول لنا عليه، وربنا سبحانه وتعالى برضو موجود معانا، لو يحب يدخل على الرابط يدخل، من يدخل من غير رابط هو يعرف يعمل كل حاجه، ينورنا ويقول لنا برضو يعني هو كان يقصد ايه لما كان بيقول لقد فتنا سليمان ولقينا على كرسيه جسدا ثم اناب مثلا يعني. وبالمرة بقى يقول لنا سبحانه معنى حروف مقطعة كهعيص مثلا، كاف هاي عين صوت، طيب وبعدين اعمل ايه انا؟ طب انا ممكن فيفهم. احكي، ممكن احكي، اتفضل يا عمرو اتفضل. بس ما تقطع يعني، انت مشكلتك بتنفعل بسرعه، ما بتخليش الواحد يحكي. اسمعني لا انا ما بنفعلش والله، انا مش بنفعل، انا مش بنفعل والله، يعني وبقاطع، اه انا بقاطع، انا بقاطع احيانا يا واحيانا ما احمد. بقاطعش كده، تحس ان لا احيانا بقاطع واحيانا ما بقاطعش كده، هي ماشيه يا كده معايا. احمد، احمد بس دقيقه يعني، رجائي الخاص إيه، خلي مايكك مقفول وخلينا نسمع الاخ عمر حتى يكمل مداخلته. تعالى دير البرنامج مكان، ما قلت لك قبل كده تعالى انت دير البرنامج مكان، انا قلت لك انا بلاش، انا مش داعي ليا، انا وانت دير البرنامج. معلش عادي، أنا وأنت واحد، بس خليه يكمل مداخلته. ماشي يا عم. تفضل يا عمر. يا حاج عمر المايك معك، تفضل. افتح المايك، مايكك مقفول يا عمر. اوكي يا عمر، ما مش موجود. عمر النت، طلع رحلة. اه النت عنده عملها معاه. طب هو عموما المقطعة، الحروف المقطعة مثلا، لا، أنا بالنسبة لي لا أعلم ما معنى الحروف المقطعة، لكن هناك من أتى بأنها يعني إحدى الكلمات السريانية لها معنى خاص. أنا شخصيا لا أعلمها يعني هو بصراحة، قلب هذا لسان عربي. التفسير، لكن هذا التفسير إنه هذه الكلمات أصلها سرياني، أنا بالنسبة لي مقبول عندي. هو دلوقتي بيقول بلسان عربي مبين، وانا معاك في ان هو بلسان عربي، مش هنتكلم في حتة سرياليه ولا بتاع ولا سريانيه ولا بطيخ، هو بلسان عربي مبين وانا معاك في كده، انا الكتاب ده بلسان عربي مبين. ايه بقى معنى الكلمات دي؟ كاف هاي عين صوت، بنعمل بيها ايه يعني؟
لا أعلم والله يا أحمد، هذا هذه موضوع مشكلة بقى، هذه حكيم. مشكلة، لا هذه هذه مشكلة، مش مشكلة، هذه لحكمة يعلمها الخالق، نفس الجواب أنا ما لو سألت عنها يعلمها طبعا. الخالق يا مزيان يخليها بقى عنده يحتفظ بيها، منزلها نعمل بيها ايه احنا؟ هذا الجواب اللي بسمعه أنا، أنا سألت اي مليون مرة. يعني أنا مرة قرأت إحدى المقالات عن هذه الحروف المقطعة، مثلا كمثال كلمة طه أو طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذه كلمة سريانية معناها يا رجل، وهذا التفسير ليس حديث، هذا التفسير ابن عباس. فأعتقد أنه في كتب التفسير يوجد بعض التفسيرات لهذه الحروف المقطعة، عرفت كيف؟ بس أنا يعني لا أعلم هذه التفسيرات، يعني أنا مش مطلوب مني أن أنا أكون أفهم، ما هو أن أكون المفروض ان حامل هو القرآن. اصلا القران ده جاي عشان يجلي للناس ويبين لهم، ما هو قال كده، يبين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، عشان فالقران ده هدفه ان هو يبين، مش يلخبط دين ام الناس ويكلكع لهم حياتهم. ايه كاف هاي عين صلاح بيها ايه؟ انا مش فاهم. وبعدين ما يبينش ولا حاجه، هو مش عارف يبين حاجه، يعني في ايات غريبه جدا، يعني الايه يقول لك اليه في سوره فصلت، يقول لك اليه يرد علم الساعه وما تحمل من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد. ما تعرفش هو عايز يقول، تحس إن هو بيدور على عيل تايه، يعني تحس إن هو أو هو نفسه تايه، ما تعرفش هو عايز يوصل إيه ليه، يعني هو إيه الآية دي معناها إيه يا سيدي؟ إليه يرد علم الساعة مفهومة، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك من منا من شهيد. ايه علاقه الكلام ده ببعض؟ يعني ايه علاقه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك من منا من شهيد؟ انت كده يعني هو كده بيفسحنا فصح اكبر من الفصح اللي انت بتفسحها لنا في الحقيقه. يا أحمد، هذه الآية يعني المعنى المفهوم منها أن العلم المطلق هو عند الله، تمام؟ بس خلاص هو أنا بيقول هيك لك إليه فهمت. يرد علم الساعة، فهمنا إن هو إليه يرد علم الساعة. طيب عطف على كده بحرف الواو وقال لك وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، يعني زي ما هو يعلم علم الساعة في حاجات هو كمان خبير بيها هو، بس اللي هو إيه اللي هو يعني أي ثمرة في العالم تخرج من أكمامها أو أنثى بتحمل فهو بتاع بعلم. طيب شكرا. نعم بعد كده قال لك و برضه للعطف برضه، ويوم يناديهم مين هم دول؟ أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد؟ يعني مين الناس دي؟ في إيه؟ أنت نقلتنا نقلة عجيبة جدا، أنت بتتكلم عن إيه دلوقتي؟ إحنا دلوقتي كنا في العلم بتاعك والثمرات اللي بتخرج من أكمامها والأنثى اللي تحمل إلا بعلمك، إيه بقى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد؟ تحس إن طب حد جاب، ممكن، تحس إن هو كان طب بيدق يعني ممكن سياق الآية يعني اللي قبلها أو اللي بعدها توضح من هؤلاء الناس، من هم شركاء أو من المقصود بهم؟ يعني القرآن يجب أن يكون يتخذ بسياق، ليست بجزء مقتطع يا أحمد، وأنت بتعرف هيك كويس انا أكثر ما من اقتطعتش والله، مش مقتطع على حاجه والله، ما مقتطع. الايه طب ديت الآية كده اللي هي كانت قبلها، كده، هي السوره الآية اللي قبلها تفتح المصحف على سوره الشورى، سورة وده اول الشورى، ربع، اول ربع اسمه اليه يرد علم الساعه، اول الربع كده يعني كده. فهو ما استأنفش، هو دخل على طول كده قال لك اليه يرد علم الساعه، طب وبعدين خلاص سبحانك قال لك وما تخرج من ثمره من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، تمام كده. تمام. ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا مش مالهاش علاقه باللي انت بتقوله خالص، انت وديتنا في حته تانيه ماشي خالص. ماشي ماشي خلاص، أنا ليه؟ هقفل المايك وأفتح سورة الشورى وأشوف الموضوع اللي بتحكي فيه يا أحمد. اوكي ماشي. هاني كاتب لنا في اللايف شات ان هو الواو الاولى واو القسم، والثانيه واو العطف. والله تعالى فسر لنا الكلام ده هاني، يعني فسر اهو. طيب مين ستيوارت الغالي، اهلا بك يا غالي. صباح الخير للجميع، صباح الورد، محمد صباح وكل الأصدقاء. اهلا حبيبي الوجيك محمد، مان مازن كافر والكافر اللي قاعد يمكم. المشكلة هسه أنت قرأت لآية، هذا يقول لك القرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، أهلا وسهلا
على راسنا وعلى عيننا. تعال فهم هاي الآية لواحد مسلم بأندونيسيا، فهمها المسلم بباكستان، فهمها المسلم بأفغانستان، كيف؟ كيف تفسر له؟ كيف؟ فسرها الواحد أسود مسلم في أمريكا، كيف تفسرها هاي؟ كيف؟ هل هذا لسان عربي مبين؟ لا لا، ما لها أي تفسير. وكيف يفتهمها هذا الشخص اللي لغته مش لغة عربية؟ كيف فسرها للأفريقي اللي لغته بيقول لك محمد عباس، محمد عباس، كل يسموهم الطق، the طقطق people، شلون تفسرها هاي؟ شلون تيجي تقول له محمد يقول بالقرآن نزل بلسان عربي مبين؟ كيف؟ والله يا محمد أنا شايف الناس يعني كل كلمة عندهم طقطقة، كيف تفسرها؟ ها؟ كيف؟ يعني شيء غريبة غريبة لهاي الناس. هذا مسلم واللي قاعد في مكة مسلم، واللي قاعد في العراق مسلم، واللي قاعد في مصر مسلم، ها؟ اقرأ له هاي الآية، أنت كمسلم، أنا مثلا لساني عربي، دارس العربي، مولود بدولة عربية، كيف أفسر له هاي الكلام؟ ها؟ كيف؟ أقول له الله أكبر، محمد رسول الله، أبو طقطقة، يا أخي وين هذا وين؟ انتوا تجننوني، انتوا تجننوني، عندي ساعة 5:30 الصبح، انتوا تجننوني، ينعم ربكم على هالأشياء، منين تجيبوها؟ على رب البسكوت، عن ربكم بسكوت. والله يا لوجيك، والله يا لوجيك، أنا شايف ناس في أفريقيا، أنا كنت بشتغل، أوكي؟ شفت الناس اللي بتطقطق في الكلام، بتطقطق، كيف هذا مسلم؟ في مناطق فيها مسلمين، كيف تفسر له وتقرأ له القرآن في هاي الآية؟ أنا أفكر إنه هذا طلع على الأذان، بيأذن ساعة 5 الصبح، الأذان بالدول العربية 5 دقائق، هذولا لازم يصير 7 ساعات، 7 ساعات، يعني بيقول لك الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا شعب الطقطقة. تعال احكي، تعال اتكلم مع هذا الإنسان، مع هذا الإنسان بلسان عربي مبين، تعال. واللي بده يفسر القرآن يكتبه بلغتهم، القرآن هيك كبير، قرآنهم هيك يصير، لأن 3/4 لازم يكون طقطقات، لازم تكتب الله طقطقة، محمد طقطقة، النبي طقطقة، لأن ما يفتهمون. فكيف تفسروها أنتوا بطريقتكم اللي إحنا يعني اللغة اللي إحنا متعلميها عربي، مدى تفتهموها أنتوا بلسانكم العربي المبين، مدى تفتهمون هذه الآيات؟ أنت فسرها لأندونيسي اللي قاعد طريق طيارة 13-14 ساعة من مكة ولا من مدينة ولا من أي دولة عربية، فسرها. ما هاي المشكلة اللي عندكم، بس تريد شوية تفكير. هذا الكتاب إجا وهاي الآيات إجا لهذا الشعب، ما إجت لهاي الشعوب. هاي الشعوب حتى آمنة. الشعب العربي يا ستيوارت، حتى الشعب العربي نفسه يعني ما يفهمش في آيات، تحس إن هي كوكتيل، هو عامل سبحانه وتعالى كوكتيل وجايبه لك، ما يعني الآية كوكتيل، الآية مش تبيور، مش ما تعرفش تخ، يعني مثلا إيه يقول لك إيه، وقلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا.
هل في هل ده موضوع واحد؟ هل في واحدة هنا في الموضوع؟ يعني هل ده نص؟ طب انت فهمت منه ايه ده النص ده؟ هو اتكلم عن ايه ده؟ حد يفسر لي الموضوع. مزيان انت فهمت النص ده ايه؟ يا محمد اكو مثل بالانجليزي سوري دقيقة اقراه بعد اذنك ستيوارت على محمد مان اقراه عندي بس عندي كلمتين اكو انا عايز افهم مثل... هيفسروا ازاي برضه؟ اتفضل اكو مثل بالانجليزي بيقول لك too many chefs spoil the soup. اذا في عندك 20 واحد بده يطبخ شوربة ملوخية ما تطلع ملوخية حتطلع ملوخرية مش ملوخية تطلع ملوخرية فكل واحد جاب هذا وحطه 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 انت ما بتقدر تاكل هاي الاكله فمشكله القران هاي هي يعني الله ما عنده شويه لديك هنا مش ممكن يكون حد على فكره الايات دي كنت بقراها زمان والله بجد في يعني في وانا صغير كانت تعذبني ما تخلي الواحد يشك في الـ في الـ في موقف زي يعني ما بنيجي نمسك اي كتاب نقراه كتاب محترم بنلاقي فيه واحده في الموضوع بنلاقي وبعدين بنلاقي ان هو منظم في الافكار بتاعته اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج اقرا الايه على محمد مان ونشوفه هيفسرها لنا ازاي ولا ايه رايك يا محمد طب مش لما نلاقي ما لها سوره الاسراء الايه دي في سوره الاسراء هو دلوقتي بيقول لك واذ قلنا لك هو بيستأنف كلام كده جديد بيقول ايه محمد وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طين. إيه رأيك في النص ده؟ تعرف تفسره النص ده؟ تفسيره أنا لا أعلم يعني أنا لا أستطيع تفسيره بالمعنى الحرفي أو المطلق لكن أفهم المعنى المراد منه يعني بس أنا يعني أفهم القرآن بالمعنى المراد منه لكن كتفسير هو ده عايز يقول إيه يعني إيش المعنى المراد فقرة وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قلنا لك ان ربك احاط بالناس هو قال له كده وخلاص ان احنا قلنا لك ان ربنا احاط بالناس طب وبعدين قال لك وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس دي ملهاش علاقه خالص بالقبليها يعني لما جاي بيقول لك وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس الرؤيا التي اريناك انت شفتها انت الرؤيا اللي احنا اريناك هديت خليناها بس كانت علشان تبقى فتنه للناس طب ايه علاقه الموضوع ده الرؤيا اللي انت شفتها بالناس اصلا عشان تبقى فتنه ليهم دي حاجه بتعلق ما بينهم وما بينك انا وريتك رؤيا ازاي عشان تبقى فتنه للناس والشجره الملعونه في القران والشجره الملعونه في القران ايه علاقه ايه الشجره الملعونه اللي دخلت في الموضوع دي هي كمان في هنا دخلنا كمان شجره ملعونه في وسط النص اللي احنا مش فاهمينه اصلا بيقول لك ونخوفهم فين التخويف في ده اصلا فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا يعني لما بنخوفهم انهم عو ما بيبطلوش ما بيخافوش بيخافوا اكتر وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس طب إيه علاقة الكلام ده باللي أنت بتقوله أصلا قبل كده ده كله يعني إيه علاقة ده أصلا باللي أنت بقى قلته بقى قبل كده وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال شكرا يا عم الحق وأنت دلوقتي أنت لو جبت عيل صغير في تالتة ابتدائي مش هيقول الكلام ده أفكاره هتبقى مترددة أكتر من كده ده عامل زي يكون حد لسه متعلم الكلام أول إمبارح وجاي بيستعرض اللي هو إن هو بيعرف يتكلم كده الطفل لسه اتعلم الكلام كده عمال يجيب من هنا على من هنا من هنا علشان خاطر بيجرب الكلام هذا مؤشر على انه بعض الايات يمكن جمعت بطريقه عشوائيه الحفظه وكذا لانه في كتير ايات مزبوط هذا مش في اكثر من مثال بالقران انا ناسي بس في اكثر من مثال بتلاقي بتكلم على شيء وفجاه بنط على شيء ثاني وبيرجع له بعدين بشط عن الموضوع ف مجرد حشو يعني ما بعرف ما بفهم كتير قوي لا كتير مش شويه الايات اللي بالشكل ده كتير حتى الشخصيات لا يقدمها لنا لولا تفسير لما عرفنا مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذا من هو زكريا ما فيش. كل القصص بتاعته كده لما بيحكي قصة موسى وهارون يقول لك إن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري يعني إيه؟
وقضى زيد منها وقضى من يعني هو إيه؟ زيد يعني ايه قذفناها فين؟ حملنا اوزارا من زينه القوم في القوم فقذفناها فكذلك ايه اللي انت بتقول فين؟ انت عامل زي يكون حد بينقش في الهواء بالظبط. ان حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. لازم تفتح العهد القديم وتقرا علشان خاطر تبقى مسلم عشان تفهم بقول ايه، عشان تفهم اصل القصه دي في الكتاب، في الكتاب المقدس. زكريا مثلا بيقدم كانه كاهن، وكان دوره ان يذهب الى المحراب لان كانوا يعني الدور كانوا في كهنه كتير يستنوا دورهم للمحراب. وهنا يعني يقول لك أنه دعا ربه وقال له سأعطيك غلام، وعندما قال له لن تكلم الناس كان عقابا لزكريا، ألصق لسانه بأعلى فمه لأنه لم يصدق بوعد الله إليه إلهيم والرب يعني الوعد يعني أسكته ثلاثة أيام، كان عقابا وليس كما ذكر القرآن أنه قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة. هي بتتفهمش في القرآن، في القرآن ما تتفهمش، ما فيش تفهميها في القرآن، ما تقدرش، لا ما تفهمش، تفهميش إذا رجعت الكتاب المقدس. لوجيك، أنا ما بعرف مين زكريا، بس أنا بعرف، ممكن أعرف وين كان. أكيد كان بالميدل إيست زي كل الأنبياء اللي نزلت. ما بنعرف احنا مين، بس بنعرف وين اكيد. طب انا يعني بعيدا عن القران او الكتب السماويه، يعني خليني يعني نحكي في موضوع بعيدا عن هذه الكتب. هل هذه الكتب برغم انه يعني هناك ادعاء كثير، وانا كمان ادعي ايضا لا أستطيع فهم بعض النصوص، لكن بعيدا عن هذا كله، هل نتفق أنه هناك خالق لهذا الكون، خالق لهذا الإنسان؟ أما ليه يا ستيور أنت بتعمل لي بتهزل لي فراسك؟ عن الغموض محمد، ما هو برضو عندك الطرح، عندكم في غموض برضو يعني. لا طرحه مش فيه مش غموض، احنا واضحين جدا. وستيوارت بيتكلم زي محمد. يا محمد مان حبيبي، هالمليارات المجرات اللي بالعالم، المليارات مش مليارات بليارات، هل كلها خلقها باسبوع؟ شنو كوبي بيست؟ لا هو كوبي بيست، كان عنده فوتوشوب وقاعد على الكمبيوتر يعمل لك ستار، بعدين يكبره شويه ويقول له حط هنا. شو هاي المجرات كلها؟ يعني هو اللي يعمل هذا كله يا ستيوارت، يعني هل حيكون عاجز انه يعمله في اسبوع او يعمله في يوم؟ هو ليش موجود حتى مش عاجز؟ هو اصلا كونه يخلقه في اسبوع ولا ست ايام ديت حاجه دليل على انه اصلا مش موجود اصلا، ناقص عقل، دليل انه والله ناقص عقل. هو نفسه بيقول لك ما عنديش، انا لا يحدوني الزمان ولا المكان، ما تحتاج سبعة ايام انت ولك فحسبتم انما خلقناهم عبثا، يعني هو بينزه نفسه عن العبث. طب ما ده عبث ان انت تخلق حاجه في 6 ايام وانت تقدر تعملها، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يعني يمكن كان سكران ومحشش. لا يا حد يعني لا يعني يا محمد مان، كل شيء يحتاج الى وقت. يعني محمد مان، انت شايف واحد سكران ومحشش يمشي بالشارع يحكي مع الاشجار؟ فاعتقد انت مسويني تارجت يا احمد، انت مسويني تارجت. ما يا اخي الحلوه يعني بعد احيانا انا بطلع بالليل بروح على النادي وبقعد مع الاصدقاء، بطلع برا بتشوف سكرانين بيطلع السماء وبيتكلم مع نفسه. هذا الله عم يخلقنا نجمه. فالمشكله انه العلم اتطور الى شكل انه هسه ما في مستحيل، المستحيل ضاع، كلمه المستحيل لا توجد.
احنا في قرن 21 وسنة 2022، فالعلم متطور إلى درجة إنه البشرية تخلق أشياء بدون الله، بدون الله. مثل خلقوا إذن على الفارة يا محمد مان، إذن على فارة، هو مو هاي خلقة الله؟ يعني مو خلقة الله، وين خلقة الله؟ يعني عم يعملوا spare parts للبشر من دون الله. لو 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 ما في الحكومات اللي وقفت والكنائس والفاتيكان، كان هلا خلقوا بشر exactly مثلي ومثلك exactly. بس المشكلة إنه الحكومات العالمية مسيطرة على البشر بطريقة الدين، ما يريدون العالم خلاص ما في ديانة. ليش؟ ليش؟ لأن 100% من هاي الشيوخ ورجال الدين الكذابين ما عندهم أكل يأكلون، بعد أكل ما بقى لهذول الناس. لازم هذا الشيخ اللي مزوج 3 و4 وعنده 20 طفل لازم يتحرك من الكرسي اللي قاعد عليه يلقي له شغل، otherwise عائلته تموت من الجوع. فيقولوا لك خلي هذا، خليه يلعب بأخلاق الناس. He's all right. بس نعم ستيوارت، لو رجعنا لموضوع الحلقة، مش بس في غموض يعني في القرآن، كمان تلاحظ ايه ان الـ ان الكاتب القرآن ده او اللي كان بيتوجه ليه الأسئلة ويجاوب عليها بآيات كان شخص جاهد جدا. يعني شخص بالضبط جاهد. يا احمد يعني مثلا لما كان بيتسأل عن حاجة إجاباته تدل على ان هو معلوماته على قده خالص. يعني او مثلا يقول لك ايه مثلا، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يعني يا محمد شكرا، هاي الأشياء يعني شكرا شكرا. يعني انت دلوقتي انا لو رحت سالت اي واحد قاعد، امي لا يعرف يقرا ولا يكتب، قاعد على المصطبه وغلبان في مخه يعني مسكين ما يعرفش حاجه عن الدنيا، مش هيقول اجابه اجهل من كده. ما دي يعني المعلومات اللي اتقالت هنا في السؤال ده يعني معلومات اللي انت كمان سجلتها في القران. يعني انت سجلتها في القران، سالت وجاوبت اجابه الهزيله دي وسجلتها في القران. في مثال آخر أخ أحمد ممكن أطرحه بسرعة، اللي هو الغموض بالنسبة للعلم المسبق للإله. بقولك هو عالم بالغيب بيعرف كل شيء وبتنبأ مثلا لأنه باللوح المحفوظ. طيب أنا معاك، في مثال للآية حطيتها اللي بتقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أوكي، وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. طيب ممتاز، راحوا حاربوا انفشخوا، شو اللي صار؟ نزلت آية تانية بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. غير كلامه، الآن علم. كيف يعني الآن علم؟ هذا إيش كان مكتوب باللوح المحفوظ؟ ايش السياق؟ هذا كلام محمد، كلام محمد كان يقول ايات تناسبه فقط لا غير. هذا 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 ممكن حدا مؤمن يرد علي على هذا المثال لو سمحتوا؟ ما بعرف، تفضل يا محمد. هو انت شايف محمد مان شيخ الاسلام ابن تيميه وتقول له تفضل ايه؟ ما عشان انت المسلم الوحيد حبيبي محمد، انت المسلم الوحيد هون صحيح. المسلمين بقيت المسلمين بيعمروش هنا بيخلعوا، انت 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 صنديد، انت محارب صنديد. المسلمين يجوا هنا دينين وتلاقيهم ماشي على طول. لا انا هادي شويه، بيقعد يصبر هادي صمد. انا مش موجود عشان امشي، ومش موجود عشان انا اعمل تشويش، لا انا موجود عشان افهم وياكم يعني، وتفهموا معايا ونفهم مع بعض ونتحاور. بس انا مش ابن باز ولا مفتي ديار المحمديه كلها. بس هذا كلام عربي مبين اللي قلت لك اياه، المثال كانت ايه واضحه جدا، السادس ابتدائي بفهم ايش معناتها.
يعني انا مش عم بتحداك يا اخوي محمد مان، انا بتمنى بتمنى توضح لي كيف كيف انت مقتنع بهذا الكلام. لو انت توضح لي ومصدق فيه انا مستعد اصدق، انا مش جاي اتحدى حدا هون. والله حبيبي مازن، لو ابن باز نفسه كان هسه معنا على اللايف شات ما يقدر يجاوب. ابن باز ابن تيمية ما يقدر يجاوب. لا لا يجاوب والله. وانا طفل صغير كنت باخد بالي من وانا بحفظ خسائر الصور، كنت باخد بالي من الكلام ده فيه حاجه غلط، ان الفكره ان الكلام مش مظبوط، ان انا بسمع كلام من الناس وافهم اعقل من كده. يعني مثلا سوره الهمزة لما جيت احفظها، طب انت عاوز ايه يعني؟ مش فاهم. ويل لكل همزه لمزه والذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلد كلا لينبذن في الحطم وما ادراك ما الحطم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصده في عمد ممدد. لما كنت احفظ الحكايه كنت صغير، لسه صغير يعني 5 سنين 6 سنين 7 سنين بقى. انا مش انا بفهم برضك، الطفل ده بيفهم برضه، بيفهم ايه مطلوب بالظبط كده. لما نيجي نحفظ مثلا قطتي صغيره واسمها نميره شعرها مش عارف ايه وهي ليك فاهم ان النص ده يعني بيتغنى في جمال قطتي بشكل فلان. لكن لما اجي انا احفظ ويل لكل هم وده عربي فصيح وده عربي فصيح برضه، لكن انا وانا طفل احفظ ويل لكل همزه اللمزه وانا اعمل له ايه؟ انا همزه اللمزه ده اعمل له ايه؟ مالي الذي جمع بالي معدد الهمزه اللمزه ده بيجمع مالي وعدده. ما هتعرفش دي بقى ايه علاقه الهمزه اللمزه ده بجمع المال؟ يعني انت هو همزه ولمزه لا يا إيه بالمال بقى؟ يعني هل ان هو عشان هو بيجمع ماله ويعدده عشان كده هو همزه اللمزه؟ يعني هو ايوه عشان كده، ايوه عشان كده. لا مش كده خالص، ملهاش علاقه الغمز والهمز بجمع المال. فالهمزه اللمزه ده لما جاي فسر لي مين هم دين ام الهمزه اللمزه، قال لك الذي جمع مالا وعدده، بعتك بعيد خالص في حته ثانيه غير الهمزه اللمزه غيرها. يحسبوا ان ماله اخلده، شوف بيقول لك يحسبوا ان ماله اخلده، كان هو ما بيحسبش ان ماله اخلده ولا حاجه، هو بيجمع ماله ويعدده اه، لكن ما بيحسبش ان ماله اخلده. مفيش حد عاقل بيحسب ان ماله اخلده اطلاقا يعني. يعني ما يحسبش صحيح. ان ماله ما هوش كل الناس عارف انها هتموت، كل الناس تعرف انها هتموت. ما كانش في ساعتها ايلون ماسك بيحلم بالخلود ويحسب التطور، ما كانش في كده، كان شعار كل الناس عارفه ان ماله مش هيبقى له ولا اخلده. كلا لينبذن في الحطم، هو اصلا يعني يقول لك كلا لا بقى لينبذن في الحطمه، ما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، التي تطلع على الافئده. النار الله الموقده دي بتطلع على الافئده، تخيل النار الله الموقده بتطلع على الافئده انها عليهم مقصده في عمد ممدد. مش يعني تعبان اللي قال الكلام ده، تعبان لازم كان يروح للدكتور بجد والله، لازم كان يتعالج، بس هو ما تعالجش بصراحه. المشكلة يا محمد، هذه الكتب كتبت للناس ما كانت تعرف، يعني معظمها ما كانت تعرف القراءة وما كانت تعرف الكتابة، ويعني والعقل كان عندهم ليميتد محدد. هل كان في هذا الزمان يعني هذا ربك ما كتب آية ولا أي شيء قال في المستقبل بيجي بيجي عندك قناة مزيان ولا ما عندك؟ مش لهذا الموضوع، انا ميوزيشن، انا عندي قناه بحط فيها موسيقى مش اكثر بس انا مش قناه يوتيوب مالهاش علاقه بالموضوع. لا اوكي تفضل ستيوارت، اسف للمقاطعه. لا ما معلش يا احمد، المشكله هاي الناس ما كان عندها فهم، وحتى ربك نفسه اللي يعرف المستقبل والماضي والحاضر وكل ثانيه هو في يعني يعرف، ليش ما كتب شيء وقال انه في المستقبل حتكون طيارة، حتكون سيارة، حتكون كل شيء؟ ليش؟ حتكون ناس تطلع في مراكب فضائية، ليش؟ ليش؟ يعني هو نفس اللي الإله اللي احنا نعبده، احنا مو احنا، انتوا بتعبدوه، ما كان يعرف المستقبل. حتى الناس اللي كانت كتبت هاي الكتب ما كانت تعرف المستقبل، ما كان يعرف يوم الثاني شو بيصير. يعني كلهم كتبوا على الحياة اللي كانت عندهم موجودة، خوفوا الناس لأن الناس ما كان عندها أي إيمان بأي شيء، الناس كانت عايشة يوم بيوم يوم بيوم. فشلون تخوف هاي الناس؟ خوفوهم بالنار بالجنة بالجحيم، بخوفهم. شوف المثل اللي فات ده مثلا ستيوارت،
يقول لك جمع بين وعدد يحسب ان ملأ اخر، هل ده يستاهل ان هو ينبث في الحطمه؟ نار الله المقاده التي تقرب في ده. يعني لو دلوقتي هو بيتناقش يعني انت دلوقتي بتناقش واحد جمع بين وعدده، هل هو الكلمه دي تستدعي كل التهديدات والغضب اللي ربنا سبحانه وتعالى متورط فيه ده؟ هو يعني شلون يا احمد اي محمد محمد السؤال الكومن سنس. انت تزوجت عندك طفل، هل انت تربي هذا الطفل على خوف ولا تربيه على اشياء حلوه؟ فالله يقول خلق البشر وخوفهم بالنار وبهذا ليش تخوفني؟ ليش تخلقني وليش تخوفني؟ ليش لا تخلقني؟ خلاص لا تخلقني، اخلق لك شيء ألف واحد يحبوك وحطهم مكان خلاص يعبدوك 24 ساعة، بس لا تخلقني أنا مكان عنده الملائكة يعبدوه 24 ساعة. خلاص يا لوجيك، بعد لا يخلق ناس، عندك ملائكة وعندك شيطان، أنت خلقت الملائكة وخلقت الشيطان. الشيطان قال اسجد لآدم، قال له أنا ما أسجد لآدم. يشوف الحلوة وين، لو آدم سجد للشيطان شو كانت تصير الحالة؟ لو آدم عصى كلمة أبوه وسجد للشيطان، المشهد هو كله جوار أبو. نعم أنت تقصد الشيطان مش آدم، لأنه آدم ملوش أبو يعني. لا أنا ما قلت، أنا قلت لو آدم عصى كلمة أبوه تجي منه، هذا صاحب هاي الخيمة الزرقاء. أنت قصدك عن سكاي دادي اللي هو إيه دادي المسيحيين، دادي اللي قاعد على العرش. أيوة أنت أبو آدم. عن المسيحيين يعني. خلينا طب بعد إذنك ستيوارت، خلينا ناخد اسمع إجابة محمد على السؤال ده. يعني هل العقوبة تتناسب مع الذنب؟ يعني هل الواحد مثلا يكدس المال انت تقول له لازم انت هتتحرق في النار وتتبهدل ويطلع دينك؟ ما هو يا احمد ما تكدسش المال وتطلع دين ام الناس وعلى اساس انه انت معاك مال، يعني المال له نفوذ يعني. هو دلوقتي بيجمع مال، هو بيجمع المال وجمع المال وعدده، ده مين هو مش اللي كان انا يعني مثلا لما انا اجمع مال مثلا يتلمز على النبي يا احمد. أنا دلوقتي لو جاء لا، هو بيقول ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعددا. هو دلوقتي مش القرآن ده لينا دلوقتي؟ القرآن ده مش احنا مخاطبين؟ يعني أنا مثلا لما كنت طفل بحفظ السورة دي، مش المفروض أنا استفيد منها حاجة؟ إيه اللي هستفيده منها؟ إن حد يجمع مالا ويعدد يطلع دين أمه مثلا عشان هو يروح يتعذب في النار مثلا؟ ده اللي أنا هستفيد منه؟ لا يا أحمد، اجمع مال وعد براحتك، لكن ما تطلعش دين ام الناس من حالها. هو كده ما جابش تفاصيل، هو بيقول لك ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. ده هو ده منطقي؟ هو ده منطقي يعني. انا دلوقتي سيبك من اللي حصل في الايه، العبره بعموم اللفظ ده بخصوص السبب. يعني الايه دي السوره دي معموله عشان انا استفيد منها حاجه. انا لما اجي احفظ السوره دي وانا صغير وانا طفل كده بحاول استفيد منها، ايه اللي هستفيد؟ ان اللي جمع مال هبقى عدواني جدا عنيف. اذا كان ربنا سبحانه بيعلمني مجرد ما الراجل جمع مال وعدده عايز يحطه في الحطمه، وما ادراك ما الحطمه، النار عنده غل كبير. يقول نار الله المقاده التي تطلع على الافئده، يعني النار دي بتحفر كده في جسمك وتدخل لغايه لحد قلبك، تحرق كبدك، التي تطلع على الافئده، تحرق قلبك من جوه، تطلع على الافئده، انها عليهم مقصده في عمد ممدده. طب ليه كل ده؟ علشان جمع مال وعدده؟ لا ده انت كده مش مظبوط، انت كده تعبان والله بجد. يعني فيلم رعب خصوصا بالنسبة لطفل. انا كان بيخوفني القرآن من الحاجات. طفل بيخاف على الخوف. عادي اسمعك يا عم، تكت ليه؟ اسكت ايه؟ ارد عليك في ايه؟ انا حكيت لك اللي انا فاهمه. ارد عليك مظبوط، عقابه العقوبه مش منطقيه برضو يا عم. يا عمي هو حر يعمل اللي هو عاوزه، انا مالي وماله، انا علي امن وبس، اما اعارض لا. انا اعارضك هنا اعارض ربنا لا يا حاج، اقرا ايه؟
طيب ممتاز، انت بتآمن وبس، هل سألت حالك ليش بتآمن؟ آه طبعا، وعندي ايش الإجابة. الجواب؟ تفضل. يجب علي الإيمان، أنا حكيت في بداية لا لا، لا عفوا الحلقة. عفوا، بتقول لي يجب، ليش يجب علي الإيمان؟ عم بقول لك ايش اللي لأن هذا بيخليك. الكون يا حبيبي، إنه هذا الكون، وأنا كشخص، أنا كإنسان، لابد من وجود خالق إلي. بعيدا عن موضوع الأديان والكلام هذا، أنت مش موافق على لابد. الأديان ما فيش مشكلة، لكن لابد إنه يكون هناك خالق. انسى طيب ايش الموضوع. لا، كيف بتعرف انه لابد؟ كيف بتعرف انه ما هو لابد؟ طب يعني انت فسر لي المنطق هذا بهذا الكون، بهذا الجمال، فسر لي يعني كيف اجى، كيف يا انت فهم الجواب. حركات الذرات واللي بتلف حول النواة والبتاعة مع زي ما بقول عادل إمام. بس تتمنى انا مش ومنى عارف، كثيرة انا ما وضع عنديش، أصبح فهمينه هذا لا انا ما عنديش جواب يعني يا رجل. شو بيقولوا اسمع، محدد. أقول لك على حاجة، انا ما أقول لك بعرف، على انا حاجة. عم بسأل. يعني احنا تعرف دلوقتي بنجيب التايم لك نصوص وكلام، تايم تايم لما ربنا يقول كلام غامض وكلام غلط، وده موضوع حلقتنا النهاردة، تقول لي انا ماليش دعوة يقول اللي هو عايز يقوله. طب ما هم لا يقول كلام غلط يا عم الحاج، ده بالضبط. معناه الكلام مش مظبوط. لا، ما فيش حاجة اسمها غلط، في حاجة غلط اسمها غلط. يعني مثلا كل هقول لك على مثل تاني، يعني مثلا هو جبت يقول لك لك ايه، آية، أنا ما هقول رديت لك على ايات أحمد كتير، محمد. على ايات كتير. لا ايات كتير، يعني انت لما هتروح مننا فين؟ ما يعني مثلا ايه، لما يجي يقول لك ايه، نعم أنا يقول لك موجود. ايه، يقول لك قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، هو ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمنا الحاجات اللي حرمها. واضح الكلام كده ولا لا؟ واضح. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال لك ايه بقى؟ الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان. يعني الا تشركوا به شيئا، مش هنشرك احنا، مفهوم. وبالوالدين احسان، انت كمان حرمت علينا ان بالوالدين احسان؟ مش انت حطيت له علينا اللي انت حرمته علينا، ولا حطيت له علينا الحاجات اللي انت بتطلبها مننا؟ يعني وبالوالدين إحسانا، يعني يجب أن تحسن إلى والديك، انا عارف ان هي معناها كده، بس وهذا انت بتقول محرم لي من تعالى الإسلام. تعالى اقول لك الحاجات اللي حرام، اللي انا حرمتها عليك. الا تشركوا أيوة به شيئا، ماشي، وبالوالدين احسانا، أيوة ولا تقتلوا اولادكم من املاق ونحن نرزقهم واياكم، ولا تقربوا الفواحش ما بطن. حط الوالدين احسانا مع الحاجات المحرمه، حطها مع قتل الاطفال من الاملاق، وحطها مع الشرك، وحطها كل الحاجات دي. ما ينفعش، ما كانش المفروض يقول كده. كان يقول قل يا تعالى عم واتلوا ما حرم بالوالدين ربكم عليكم، احسانا انك الا تشركوا به شيئا، والا تعقوا اباءكم وامهاتكم، وان كذا وكذا، لانه حياة له ما حرم عليه. لكن ما تقوليش قل تعالى وما حرم ربكم عليكم، وتحط فيها في وسط الحاجات اللي انت حرمت عليه الاحسان الى الوالدين. تبقى انت غبي حافظ مش فاهم. وهو الناس اللي سبقتني يا أحمد من أهل اللغة وأهل الجزيرة، هذول اللي نزل بلسانهم، يعني أنا وإنت والموجودين حنكون فككين أكتر منهم في هذا الكلام. عشان هم غلابة. لا طبعا طبعا يا إحنا محمد، ما فرق بيه هم طبعا. عدونا طه سين ميم وألف لام ميم صاد والله وكاف عين صاد، والله عدونا أول مرة حاجتنا. أعرف إن أنا فكيك، أول مرة أعرف إن أنا فكيك أكثر من الناس هذيك، ما انتش فاكيك أكثر يا عم الحاج. من أبو الايمان سفيان. ده، الايمان ده الانحياز التاكيدي بيعمل المعجزات. يعني الناس الانحياز التاكيدي فشخ الامه. ليه؟ لان هم الناس بيقول لك مش ممكن ربنا يكون غلطان، اكيد صح. هتحلق له حاجه، هيقول له حاجه. هو سبحانه وتعالى اقحم البلد، هو عايز يقول المحرمات بتاعته، يسرد لنا قائمه من المحرمات، حطينا فيها الاحسان الى الوالدين من غصب العدل. فاحنا نعمل ايه؟ نقول لك والله هو قصده ان هو ينهى عن العقوق، ماشي شكرا، بس هو ما مش مظبوط. الايه دي مش مظبوطه، معلش الايه دي مش مظبوطه. وهلا احنا ب 2022 عندنا ادوات، يعني حتى لو انا العربي تبعي ركيك او خفيف او وات ايفر، في عندي ادوات متوفره اوكي عشان افهم اللغه العربيه. فاخي محمد مان، نعم نحن نفهم، هلا احنا عندنا ادوات معرفي اكثر من الادوات المتوفره لابن الطبري وابن كثير وكذا وكذا وكذا. يس ممكن انا اناقشك واقول لك انا يس انا ممكن اعرف اللغه العربيه اكثر من الصحابه اللي كانوا مع الرسول، لانه عندي الادوات متوفره مش اكثر. بعدين هو بينسى الحاجات اللي قالها قبل كده. يعني يقول لك فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان، فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان، مش هيسال عن ذنبه انس ولا جان.
خلاص كده. ومن الآيات الثانية يقول لك ويوم نسألهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طب أنت قلت مش هيسأل عن ذنب إنس ولا جن. وبرضه ولا يكتمون الله حديثا، يقول لك ان هم في يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول قال لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. يعني لما يجوا يعرضوا على ربنا مش هيخروا، هيقولوا كل حاجه. لكن في ايات تانية بيقول سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، وهيقولوا له يا رب ده مش احنا ده هم، وقال الذين حق عليه، وهيقعدوا يجادلوه والكلام ده. هم هيقعدوا يجادلوه ولا هيخروا ويقولوا كل اللي هم ولا يكتمونه حديثا. فهو بينسى هو قال ايه كمان، هو بينسى هو قال ايه، عنده الزهايمر. مظبوط. ما بهمش كلام الرسول، هذا كلام النبي، يعني يقول الايات عشان تناسب اللي كان بده يعمله، وهذه واضحه وضوح الشمس. الزواج والنكاح والقتال والخمس لله ورسوله، الخمس 20% الخمس. This is too fucking much bro. I'm sorry. ليه هو 10 يا مازن، هو 10% لله و 10% لمحمد. يعني اذا انت تنطي 10% لاي واحد، هذا هو شخص، مش يعني شيء انت ما بتعطيها للهوى. انت قلت الخمس لله ورسوله، لله يعني الله حطيته على كرسي مثل ما انا. محتاج غنائم، هو محتاج مصاري، هو محتاج اكل شرب نوم، شو محتاج؟ او ذبائح، محتاج ذبائح كمان. يا ابراهيم اذبح ابنك. راح اذبحه، لا استنى حبعت لك كبش، والله انت فظيع. محتاج ذبح، محتاج طواف، محتاج رمي جمرات، محتاج ناس تمجده كل يوم وتقول له انت فظيع وانت عظيم، وانا ما بعرفك ولا شفتك، وانا بشهد زور، بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذه شهادة زور. لما تروح تشهد بالمحكمة اوكي، لازم تكون شفت او سمعت او تذوقت او حسيت حواسك الخمسة، هذه الشهادة. كله غموض، بقلب غموض. نفسي افهم، اموت وافهم. رح نموت وما نفتهم يا مازن، ما نفتهم، لان غموض الله، هذا غموضه يخلي الناس يعني تترك الاديان بسهولة. بس شوية تفكر تترك الدين، بس هي بس مجرد تقرأ هذا الكتاب من دون ما تحطه تبوسه وتحطه على رأسك، ولازم تتحمم وتاخد شاور وانت ما نك نايم مع مرتك السابقة الليلة الماضية وحتى تقرأ، فطبعا تخاف من هذا الكتاب. يا عمي هو كلها كلمات مخربطة، اللي كاتبها ما كان يعرف بيحط شو في شو. كمثال أنا عم بكتب كتاب وطلعت بدي أروح أشرب قهوة، أجا محمد كتب شوية تحته وطلع محمد، وإجيت أنت كملت، وإجيت لوجيك كتبت، فشلون تطلع هاي يعني من عند الله؟ شلون يعني شلون تطلع من هاي من عند الله؟ وعندك مثلا عندنا الشيخ المحترم جبرائيل الوحي نازل طالع، هو كان انترنت الله توك كمان المشكله هو النص. يعني لو جينا كلام القران والنصوص المقدسه عموما، حتى لما جيت اقرا العهد القديم او كده، هو النص غامض، النص مش مريح، النص ما تعرفش تفهم منه حاجه. يعني انا مثلا لو جيت اقرا لكم من القران، مثلا نقرا مثلا سوره النحل من اولها مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. شفتوا هنا قفز كم مرة، يعني قفز في الفكرة كم مرة، لحد دلوقتي احنا لسه بادئين نقرأ السورة. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها برضو، خلقها شكرا يا عم الحاج، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم. يا عم خلاص عارفين بقى خلاص، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. طب يعني ماشي مظبوط. وين الوز والبط تبع أوروبا؟ وين الفيلة تبعت الهند؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. كده رماها في خدك الفكرة الكبيرة دي في وسط الكلام ده كده رماها، ولو شاء هداكم أجمعين ما هدتناش ليه؟ طب تهدينا يا عم الحاج، فرمها لك كده وخلاص وهيكمل عادي. هو لك ولو شاء هداكم أجمعين كأنها حاجة يعني ثانوية كده، مش محتاجة شرح يعني، ولا محتاجة نقاش، ولا محتاجة نقف عندها ويقول لنا ليه بقى ما هدتناش وكلام. لا، ولو شاء هداكم أجمعين، وبعدين لك إيه بقى؟ هو الذي بعديه على طول، ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية على إيه؟ إن في ذلك لآيات على إيه طيب؟ يعني إن في ذلك لآيات على إيه لقوم يتفكرون؟ على إيه يعني؟ على إيه؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، إن برضو في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. وهو الذي سخر البحر هو قالناش ولا مره ازاي في الكلام ده في ايه، ما قالناش. هو عادي يقول لنا على حاجات ظواهر كل الناس عارفاها وعمال يقول لنا فيها ايات وخلاص، ومره يقول لنا قوم يعقلون، ومره يقول لنا يتذكرون وقوم يتفكرون. وهو حريص جدا فقط بس على ان كل اخر كل كلمه يبقى النون نون نون عشان تبقى ماشيه مع القافيه، بس هو ده اللي هو حريص عليه. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه، والله احنا بناكل منه نحل من طريين ولحما ناشفا احيانا، وتستخرجوا منه حليه تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. طب ماشي أساطير الأولين، طب ايه بقى ايه الرد عليهم؟ ما سابك ما لكش الرد عليهم، قال لك ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. يا عم فند كلامهم يا عم، يا عم الحاج هم بيقولوا اساطير الاولين فند كلامهم، مشيش مش مركز هو ماشي كده عمال كيفما اتفق عمال لا يلوي على شيء ماشي. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بصراحة لو عيل في ابتدائي بيكتب كان هيكتب كلام أحسن من ده، كان هيكتب كلام أحسن من ده بصراحة، ويقول ونقرأ الكلام ده وده كلام يجيب الهم والله. طب إيه هو السقف يا أحمد اللي خر عليهم؟ سقف مخروب. طب ايه هو يعني السماء ولا ايه؟ قد مكر الذين من قبلهم فخر عليهم السقف من فوق. مش فاهمة. فخر عليهم السقف من فوق. على فكرة يا ستيوارت انا المرة الجاية اعمل لك ال الكرتون بتاعك عامل لك فيه سقف بيخر وانت تبص تقول يا ربك ورب السقف. صحيح. تريد منطق يا احمد، الديانه تريد منطق، ناس تفكر بمنطق وعقل وعقل مش بكلام وإيمان على الفراغ. نعم منطق، بس منطق. فكر بكل كلمة أنت تقرأها في هاي الكتب، فكر شنو معنى توخر يعني الله قاعد هناك يعني إحنا يوم ما شفنا لوجيك ثابت الصورة كلها وركزت مع السقف ده برضو هي وخر السقف. أي سقف؟ وخر السقف يعني مثلا انت تطلع برا خلاص
قد مكر الذين من قبلهم. فأتى الله باليوم القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم. والله والله لو جيك والله لو جيك يعني هذا اللسان العربي المبين واضحة واضحة 100%. لوجيك لوجيك جابت هاي الكلمة 100%. يعني هسا أنا من أطلع برا لازم أخذ معي مظلة مشان الله ما يخر علي. لا نفسي أرضك ترى. والله يا لوجيك هو قاعد فوق وعنده فخذة حلوة يعني فخذة الله بيضة هيك يعني حلوة كتير. يمكن يوم بده إذا بطنه يعني مش ما أكل شيء في الليلة من قبلها فواحد يخاف ما. واحد يخاف بعدين. يا ستوارت ستوارت الأديان الأديان هي أكبر عملية غسيل دماغ صارت بتاريخ البشرية. فأنت عم تحكي عن المنطق. المنطق is blocked ممنوع من أنت وصغير. أنت وصغير مزروع فيك الإيمان بالقوة، مزروع فيك الخوف، مزروع فيك ممنوع تسأل، ممنوع تستفسر من أنت وصغير. وهذا وهذا بيشكل يعني مشكلة مان. المنطق خلاص بلوكت. أنا ممنوع أسأل، ممنوع أفكر. يعني عم تخرم في إربة مخرومة. إيش عم تنفخ في إربة مخرومة؟ يعني صعب. اللي كتب لنا في اللايف شات تحترموا مشاعر المسلمين. يعني أنا معروف عني الحكاية دي، بقى الكلمة دي بتغزني. إذا قلت كلمة أنا معروف عني جدا أن أنا ما بحترمش أي حد يجي يعمل لي دموع التمسيح ويقول لي مشاعري ومش عارف إيه. لو أنت حريص على مشاعرك بلاش تتفرج علينا والله. حط مشاعرك في البترينة واحفظ بيها في الثلاجة في الفريزر عشان مشاعرك ما كده. أما تيجي هنا عندي في قناتي لغاية عندي وتقول لي احترم مشاعري واحترم مشاعرك، طب ما أنت مشاعرك مرهفة كده، إيه اللي جابك هنا؟ والله الناس اللي هي عندها استعداد تناقش الفكر بالفكر وتحط فكرتهم القويه قدام افكارنا احنا والفكره القويه هي اللي تغلب، لكن خايفه الناس اللي خايفه على افكارها اللي تتخدش تحطها في باترينا. ما حدش يجي هنا يقول لي مشاعر المسلمين ابدا اطلاقا يعني اطلاقا، وما حدش زايد علينا في احترام الناس. انا بحترم الناس جدا ونقدس الانسان، لكن الافكار والله لا، الافكار يجب اخضاعها للفحص والنقد بكل انواعه. ما حدش يجي يقول لي كده عشان ما لعنش رب رب اللي خلفه ربه من الاخر يعني. وانا انا اقول لستيوارد يتصرف معاه. لا حكايه ستيوارد قوي تحترم. اللي عنده فكره يطرحها، اذا حدا مؤمن عنده فكره يطرحها. يذبحوا الناس ويولعوا فيهم ويرجموهم وكلام ده، ويقول لك ارتبوا احترموا مشاعر المسلمين. يا اخي احترموا مشاعر المسلمين يا اخي. المسلمين اتكلم على نفسك انت، قول مشاعر تتجاهل كمشي بالنيابه عن المسلمين. والله المسلمين بيحبونا وبنحبهم وبنناقشهم وكل ده. يجي واحد ارهابي يقول لك احترم مشاعر المسلمين، لا انت احترم نفسك واحتفظ بكرامتك كده وما تجيش هنا طالما انت مشاعرك بتخدشها النقد وان افكارك اضعف من نيه تواجه وتواجه وتصمد، يبقى انت تحطها في الباترينا زي ما قلنا. اكزاكتلي. بالذات احنا الحرقان ما حدش يقول له احترم مشاعر المسلمين خالص يعني، عشان خاطر يعني نفضل حبايب كده. حبيبي احنا يجينا مسلمين نحترمهم كبشر كانسان ونناقش معهم. احنا ما دنسبهم، احنا دنناقش الفكرة. انت لو احترم تعالوا ادخل معنا على الشات، احترم عقولنا، فسرنا الآيات اللي يتكلم عليها احمد بالطريقة منطقية، واحنا نشهد لك بالله وبعبد الله رسوله واحمد رسول الله ولوجيك رسولة الله وذاتس إت. أنا هذا السؤال سألته من قس في الكنيسة، قلت له الله هل هو ذكر ولا أنثى؟ قال لي ليش تسأل هذا السؤال؟ قلت له نص العالم إناث، مش ممكن إنه هذا ربك هو أنثى؟ ما يقدر يجاوب، ما يقدر يجاوب، نعلت ربك قس هذا وصديقي. قال لي انت ليش تسأل هيك أسئلة؟ قلت له يا أخي هذا سؤال، ليش هذا ربكم انتم سوي ذكر وحاط عضو الذكري على ظهري؟ نو شيله، يمكن هذا أنثى.
يمكن. فما ما ما عنده جواب، ما عنده جواب منطقي، بس يقول لي هاي مو أسئلة. يعني ليش مو أسئلة؟ أنا عندي عقل عم بفكر، أنت تقول الله هذا ذكر، ليش مو أنثى؟ أنا أسألك سؤال بسيط، سؤال بسيط. هل بقول لك لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، بقول لك القرآن ممنوع تسأل. بقول لك مو هاي المشكلة يا مازن، هاي المشكلة. ليش الله حط الأنثى على صفحة؟ ليش إحنا كبشر حطينا الله كشخص كرجل، والأنبياء كلهم رجال؟ ليش ما في نبي نبية أنثى؟ ليش المسيح رجل، إبراهيم رجل، محمد رجل، ما بعرف مين رجل؟ ليش 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 ما في نبية جوزفين، نبية ما أدري منه، نبية حسين حسونة؟ ليش ليش بس كل رجل 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 رجل؟ لأن الديانة هي ذكورية، ذكورية بس. لو العالم كله إناث كان الله صار أنثى، والأنبياء صارت أنثى، والكتاب كان أنثى، بس لأن ماجوريتي رجال، واللي كتبوا هاي الكتب كلهم كانوا رجال. هذا غير صحيح يا ستيوارت. يا لا حبيبي قل لي، إنه مثل ما في أنبياء ذكور، هناك مريم أنثى، هناك زوجة فرعون أنثى، هناك أم موسى أنثى. هاي مو نبية. لا مش مشكلتي إنه مش نبية، أنا مشكلتي إنه الأنثى لها دور في هذا يعني. وهأس يعني بس طبعا يا محمد مان، قبل الموضوع قبل مش ذكوري، هذا يروج إنه ذكوري، لكن هو الموضوع مش ذكوري. قبل 5-6 آلاف سنة مشكلة مع الأنثى بـ 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 بالمرة، أنا ما عنديش مشكلة مع الأنثى. مش في حديث يا محمد بيقول صلح الكثير من الرجال ولم تصلح من النساء إلا أربعة: فاطمة بنت محمد، خديجة بنت خويلد، آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. يعني يعني أربعة فقط في ملايير نساء، والرجال كثيرون منهم صلحوا. أليس هذا ذكورية؟ يا حتى ناخذ فتوى في من واحد من اهل العلم في الشيطان، هل هو يبيض ام يلد؟ فخلينا نشوف واحد من اخ سلفي داعيه حيقول لنا بيبيض ولا بيولد. الشيطان بيبيض ولا بيولد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها، فبها باض الشيطان وفرخ. يعني الشيطان بيبيض، الشيطان بيعمل زي الفراخ الفرخ كده بيطلع بيض، ما بيولدش. يعني الشيطان معلومة كده قلت أقولها لكم كده على الماشي. جزاك الله خير على المعلومة حسن. والله والله هاي معلومة الشيطان في الآخر طلع جاجة يلا عن أم الفكاكة. وانتو عارفين بيبيض ازاي؟ ايه؟ وانتو عارفين بيبيض ازاي؟ مش عاوزين نعرف يعني. انت عارف يا احمد، مش عاوزين نعرف هو ازاي اصلا. والله ابو الفجوات كان عامل فيديو عن الموضوع ده، لو عارفين ابو الفجوات، شيخ ابو الفجوات. والله يا احمد شيطاني بيض، معلومه يا ستيوارت لو تعرف ازاي يبيض ازاي. هو يبيع من هو يبيض من خشمه هون يا لوجيك. لا 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 هو المشكله انه لو ببيض حيطلع انثى، فهمت كيف؟ لا انت مش عارف الحكايه، محذوف يا بيض كلام الحكايه. انت تعال في هذا القرن 21 قول لطفل عمره ابو الفجوات يحكيها لهم، نجيبها من كلام ابو الفجوات رضي الله عنه. جيب يا جيب
رضي الله عنهم كلهم وارضاهم. مين ابو المتفجرات هذا؟ مش عارفين الشيخ ابو الفجوات؟ ابو المتفجرات ولا ابو الفجوات؟ فجوات، فجوات الشيخ ابو فجوات متقي، عارف بالله ابو فجوات قران يمشي قاهر لحد متقي عزه الله. لا ما اعرفوش. المهم ان ابو الفجوات كان عمل فيديو عن الشيطان، وجاء فيه الاحاديث اللي بتقول ان هو طبعا كان يعني بيبيد، وقال الطريقه بتاعت التكاثر بتاعته ان هو كان ان الله خلق له يعني ذكر وانثى في نفس الوقت، فهو يضع هذه في يعني هو هيرموفرودايت والاخرى في فخذ اخرى. اه خلق له في يعني فخذ اليمنى ذكر، وفي الفخذ اليسرى عضو انثوي يعني، فكان يضع هذا في هذا ويتكاثر بهذه الطريقه العظيمه. هو ما قال هذا فهذا، وين هذا، شو هذا فهذا، غير يفسرنا هذا بهذا. كده انت عاوز الحلقه تبقى زي ماستوب. كده انت عاوز الحلقه تبقى زي 18 يا ولد. ويبيض 70 بيضه كل يوم، يخرج منها 70 شيطان وشيطان. يعني العالم كله شيطان، 70 بيضه وتفقد 70 شيطان كل يوم 70. واو. كل يوم. كل يوم 70 ويحط هذا فهذا. انا ما افتهم، انا ما افتهمت يا لوجيك هذا بهذا، انا ما بفتهم عربي. I need specific descriptions. هنا على ربكم على هذا بهذا. على رب البيضة. على ربكم. ورب البسكويت والبيضة وهذا بهذا. يعني هذا بقول لحبيبتي هي 5 سنين، بقول لها الشيطان ببيض، بتقول لي كيف يبيض جراندات، بقول لها يحط هذا بهذا، تضحك علي. راح تصيح على ابوها وتقول له داد جراندات از جوينج كريزي، واتس ذس اند ذس. تعال فسر لواحد تقول له ديفل، he puts this in this, what is this and what's this, يعني مضحكه مضحكه، شيوخ صايرين مضحكه. عن جد يا لو جيت عن جد، يعني تعال يعني التفكير اللي كثير ناس لاحقي هذا التفكير، انه في قرن 21 سنه 2022 الاطفال يفتهمون اكثر من واحد بقرن الأنبياء. بقرن الأنبياء الأطفال هسه يعرفون أكثر من الأنبياء اللي كانوا قبل 3000 سنة. هو تعال قل له هذا فهذا، يقول لك what's هذا فهذا. يريد بالضبط، يريد explanation، ما بياخذها okay this goes this when and this where. يسأل. أنا والله العظيم يعني أنا بقول والله العظيم، لأن أنا ملقبن مثل ببغاء. حفيدتي سألت أبوها، إحنا كنا قاعدين، داد أنا منين أجيت؟ يعني تعالي طفلة 5 سنين تريد تعرف. فأبوها أخذها انطاها الجواب بطريقة حتى تفتهم، ما قالها روحي لا تسألي نو. فبنتي شوية زعلت، قالت له لا تقول، قال لا خلي تفتهم مني انا كأب، من تسأل غير ينطيها الجواب الغلط. فهاي طفلة عمرها 5 سنين تريد تعرف. انا من كنت اسأل امي مام انا منين جاي، تقول لي احنا طلعنا انا وابوك برا لقيناك على المزبلة. مزبلة عند ربك ورب المزبلة. والله العظيم كانت تقول لي احنا لقيناك على المزبلة، فيعني قهرنا جبناك على البيت، عند ربك ورب المزبلة. صدق كذب مزبلة، يعني شفت عقلهم. ولو اهلي كانوا يعني علمانيين، ناس علمانيين، بس عايشين بمحيط
يعني المحيط كان مسيطر عليهم بالمزبلة. السقف خر عليكم. السقف خر عليهم. السقف خر على الكل. سيريسلي لوجيك. سيريسلي لوجيك. السقف مخري على كلنا. عن جد يعني رجع المزبلة. الآن ربكم رب المزبلة. مزبلة. بس المحيط يعني الانفايرمنت اللي كانوا هاي الناس عايشه بيها، ولو هم علمانيين يعني واذكياء يعرفون كيف انا خلقت، بس ما كان يقدر يعني يجاوبوا على هذا السؤال. ليش؟ لان تطلع مثلا كل ما انا امي وابويا تزوجوا وامي وابويا عملوا شيء في الفراش، ما كان في شيطان، فانا جيت. لا، طلعنا انا وابوك ندور وشفناك على المزبله وجبناك، كنت تبكي جبناك. اه، ان عن ربك ورب المزبله. يعني مسكين يا ستيوارت. عن جد، عن جد يعني هاي اي ريمبر هاي الشغله فيري فيري ويل. فانا يعني الى ما كبرت شويه وفهمت يا مزبله يا يعني فرخه يا هذا ما... هذا فهذا واجيت على هذا. استوى انت مش عارفه بفجوات؟ مش عارفه بفجوات؟ ده استنى هوريكم حاجه في اللي عارفه بفجوات يكتب لنا في اللايف شات. في ناس كانت بتحب الشيخ ابو الفجوات. ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. وبصل الجمعه اليوم يا اخوانا عن خطوره المراه. هذا كان الغجريب العجيب. المراه خطر على الفرد وخطر على المجتمع. كان العرب قديما في الجاهليه يأيدون البنات، كانوا يقتلونهن، وكان في هذا راحه لهن. اما نحن فسوف نطلع دين امهاتهن، سوف نمنعهن تاره من التعليم، وتاره من الخروج محمد. من المنزل، وتاره من وضع العقوق، سوف نعقدهن في عيشتهن. المرأة هي السبب الأساسي والرئيسي والوحيد للتحرش بالنساء، وهي سبب الوباء والغلاء وكفر أبو العلاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت في أمتي فتنة أشد على الرجال من النساء. أكثر أهل النار وقائدة الكفار والفجار، ناقصات عقل ودين، ولا يأكلن التين. أقول قول هذا أستغفر الله. لا تقتلوا أولادكم. أحمد الفجوات ده كان لما كنت بعمل فيديوهات على تيك توك. أحسن حاجة اللحية اللي بتروح دي. لا بس يعني مثل ما نقول يعني سيريسلي فكروا شوية بليز. التفكير مش عيب، التفكير مش عيب، النقد مش عيب، النقد مش عيب. يعني don't feel shame that you criticizing something. ليش تريد تتعلم؟ اتعلم. بس انا بقول لك ليش ستيوارت، عفوا ستيوارت حبيبي، لانه اللي لما يسأل المؤمن، لما يسأل سؤال هو داخله عارف في شك وعارف في انه الاشياء مش 100% يعني. فهو لما يسأل ويستفسر ويستعمل عقله عارف انه راح يوصل ل ديد اند، لحيط ما في جواب. فهو عارف هذا الكلام. فهو ايش بده براسه؟ بده جواب تاني. طيب اذا انت كل اللي قلت لي اياه والدين هذا كذب، ايش الحل؟ بزق عقله، بخاف ممكن يفقد السيطرة، يعني ممكن يفقد عقله الواحد. يعني بده جواب تاني. إذا أنت عم بتقول لي الدين هذا كله كذب، طيب إيش الجواب؟ ما في جواب. فهو أسهل له يضل متمسك بالدين والإيمان الأعمى، بقول لك إذا في الله حنروح على الجنة، إذا ما في يلا ما في. عرفت كيف؟ تقريبا يعني. المشكلة الكبيرة
أنا ما أريد أروح لا جنة الإسلام ولا جنة المسيحيين، أنا أريد أروح جهنم، فهلا الله يقبل هاي ولا ما يقبلها؟ ده عايز الطلب، ده عايز الطلب، هاي هو لا. عايز يوديك النار أصلا، هو خلقك وهو بيقول لك ويقول لك أنا ولو شاء لهداكم أجمعين، هو لك ولو شاء ولو شاء لهداكم أجمعين، بس هو طالب. أفرقكم على النقاش ما بيني أنا وما بيني أنا وأبو الفجوات. والله أنا أروح حتى لو دخلوا جحر أرنب لدخلتموه، أخرجه الطبراني. الطبراني أخرج الأرنب؟ لا يا ابن الحلال، أخرجه يعني رواه. الأرنب كان عطشان. لا قصدي نقل الحديث، روى الحديث يعني نقل الحديث من شخص إلى آخر رواه. والأرنب إيه اللي حصل؟ يا أخي الأرنب استعارة، يعني الأرنب مش بتاع الطبراني. لا الطبراني ما عندوش أرنب، أما الاستعارة من مين الطبراني الأرنب؟ يا ابني دقني هاي، دقني هاي يا ابني. كفرت أبو الفجوات. كفر أبو الفجوات. لا أنا إلى هسه عم بفكر يا أحمد عن جد، هذا في هذا، كيف هذا في هذا؟ لازم أحطه قاموس. مشكلة مشكلة صارت عندي، مشكلة طول اليوم. اليوم عندي أربعة، يوم أربعة الساعة 7:30 الصبح، يعني من صباح الخير لازم هسه أفكر هذا في هذا شو. لازم يعني تريد لتفكير عميق كتاب وعن 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 حتى عملها يعني قصة، هذا في هذا ما اللي الدين صار مضحكة، يعني سيريسلي الدين صار مضحكة. كل ما يعني تفسر وتقرأ بهاي الكتب أكثر، يعني الإنسان بيفتهم أنه كلها خرافات بخرافات بخرافات. أنت ولدت يوم، أنت تموت يوم، بيقول لك الله رحيم تعال روح شوف مستشفى الأطفال، الله غفور تعال روح شوف مستشفى الأطفال، طفل عمره سنتين عنده سرطان الدم، هل هذا غفور رحيم؟ لا غفور ولا رحيم ولا بطيخ ولا أرنب ولا بسكوتة ولا هذا بهذا. هذا دي مشكلة، عبدالك مشكلة هذا في هذا، مش هاي تخلص انت من المدد. لا انا صار عندي هاي يعني موجو اكتبها على اسمي بكل ما اطلع this and this. هاي المشاكل صرنا مضحكة للعالم، يعني seriously بكل جد. انا بحترم يعني دولنا بالتاريخ الحضارات، بس صرنا مضحكة. ليش؟ هل ما عدنا عقل؟ عدنا عقل يا أخي، والله لوجيك عدنا عقل، والله عدنا عقل، عدنا ناس فهمانة أذكياء، بس انطيهم المجال، انطيهم الحرية للتفكير، انطيهم الحرية للتعبير، انطيهم الحرية للاختراعات. الأمريكي ما عنده عقل أكثر مني ومن أحمد ومن أي واحد. الألماني الإنجليزي ما هو عقل كبير وأنا عقلي صغير. هذول الناس عندهم الحرية، حرية السؤال، حرية التفكير، حرية لكيف بسمه expressing themselves. إحنا ما عندنا، إحنا هاي محدودة. لا تسأل هذا حرام هذا حلال، انت غلط انت طفل، لا ما عندنا هاي الحريه. انا لقيت لك النص بتاع الحديث اهوت، عشان ايه؟ عشان في تفصيل لهذا في هذا عشان ترتاح. حط اوكي. الامام مجاهد بيقول لنا ايه؟ حط 18 يا احمد. تفسير الإمام مجاهد بيقول إن كافية وجود النسب منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فبض خمس بيضات.
قال هذا أصل يتقال بعض أهل العلم إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا، فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم 10 بيضات. 70 شيطانا وشيطانا. Oh my God. يا أخي أحبهم للنكاح بهذا التراث. مش بحبوا النكاح. كده واضح الأمور كده ستيوارت ولا لسه عندك مشكلة دلوقتي؟ وضحت الأمور بشكل السماء، بس نكحوا دماغنا يعني. نكحين دماغنا. والله. أنا هسه افتهمت وهسه بقولها للمدام بس تفيق من النوم. هذا فهذا فخذ الأيمن على فخذ الأيسر. يا حرفيا يا سوزان، هو حرفيا حرفيا بيعمل كده فعلا سوزان. Absolutely. Oh my God. أنا ما كنت بدي أقولها، سوزان قالتها أحسن مني. يب واضحة وضوح الشمس يعني. والله سوزان برافو سوزان، you have guts to say that. أنا كان بدي أقولها بس احتراما للجميع. بس يا أحمد الحلوة، مثلا أنت قاعد في مكان عم بتشوف مثلا شخص حط إجر فوق إجر، إجر فوق إجر، ما بيقعدوا هيك بيحطوا إجر فوق إجر؟ يعني هسه بقول له حبيبي لا تحط اجرك فوق اجرك، لا تخلف لنا شيطان. يعني تحط هذا في هذا. اختراع يعني رهيب. هعرض لكم فيديو لابو الفجوات اول ما راح ايطاليا سيليا مارينا من سنه. الفيديو راح البحر بقى وشاف الفتن، فعمل لايف على تيك توك. ايه يا ابو الفجوات في زمن الفتن، المرأة هنا يا إخوان تنزل إلى البحر مثل الرجال تماما، تلبس كما ينزل أبو الفجوات هكذا صلت ملط، تلبس بكيني قطعتان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن، حتى الأطفال يدربون الأطفال البنات ينزلوا للبحر هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. ايه يا ابو الفجوات، الا ليت شعري ماذا ترك النساء للرجال في هذه البلاد، ليت شعري. ايه يا ابو الفجوات العجيب، لا تجد احد يتحرش باحد او ينظر الى احد نظره هكذا ولا هكذا، كل واحد في حاله. عجيب، المراه شبه عاريه يدوبك تغطي فقط العوره المغلظه، ولا أحد ينظر إليها ولا أحد يتحرش بها. لو كانت في بلادنا لأكلوها أكلا بعيونهم، لكن هنا الأمور الناس تعيش في سلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا أبو الفجوات، فتنة يا أبو الفجوات، فتنة فتنة يا أبو الفجوات. نساء جميلات وصبية وفتيات يعني يلعبون ويتنططون، زينة الحياة الدنيا. يعني في بلادنا فقط الرجل الذكر والذكور فقط الذين يستطيعون أن ينطوا في البحر ويلعبون، أما هنا النساء وكأن لهن الحق في الحياة وفي مثل الرجال تماما. آه يا أبو الفجوات. أبو الفجوات عاوز يدفن النساء، عاوز يدفن النساء. كلام جميل وكلام معقول. أبو الفجوات لو مش عاجبه إيطاليا إما يروح أفغانستان. اللي موديس هي مارينا مش فاهم ده بيشكو إنه ما فيش تحرش يعني. تحرش ولا أي شيء يا لوجيك، هذا بهذا مشكلة. مشكلة. طب إيه يا محمد؟ محمد مان زيجد السقف خرع عليه. سكت لي يا شاس، انت عايش يا ابن الحلال. قول يا احمد عاوز ايه اللي انت عاوز. فسرنا هذا بهذا. هذا بهذا والله. شوف يعني اللي يعني اجاوبك عليه افسر لك. عايز تفسير
شو يسموه كلاسيكي او بيولوجي او باي حاجه. يا الله سوزان فسرت وخلص خلاص. سوزان فسرت بطريقه الصحيحه. سوزان خلصت الموضوع. سوزان سدت الموضوع يا فسرتها بلسان عربي مبين مبين. ممكن تعليق احمد على هذا الفيديو اللي حطيته؟ على فكره هذه شغله بتلاحظ انه في كتير هجره طبعا من العالم الاسلامي لاوروبا لبلاد الكفر صح والدعاره. ففي مشكله مان، هم هذول لما بيتركوا هاي البلدان وبروحوا على الغرب بدهم الغرب يفهمهم لا احنا مسلمين واحنا كده واحنا عنا عاداتنا وتقاليدنا، بدهم يفرضوها باسم الحريه على المكان الجديد اللي هم عايشين فيه، وهذه مشكله كبيره. عرفت كيف؟ اذا بدك انت تعيش بدك تعيش بالاسلام والتراث والهذا، ارجع خليك بعالمك الاسلامي يا اخي. ليه تروح على الغرب وتقعد تنتقد بربهم وتستعمل الحريه وتقول لهم لا حريه الانسان حريه المعتقد، انا ديني بيحتم علي انكح كل الناس، انا ديني بينكح بيحتم علي اسال كل الناس، واذا رايت منكر لازم اغيره. ايش المنكر ايش الكذا؟ يعني ليش بتروحوا على الغرب وبتفرضوا حالكم اوكي باسم الحريه وبتقولوا احنا لا بدنا نعيش كمسلمين؟ ببنوا لك جامع، ببنوا لك كنيسه، ببنوا لك اللي بدك اياه، ولكن بالعالم الاسلامي ممنوع الا الجامع. ليش؟ ليش؟ غير صحيح. لا طيب، هل المفروض ان اوروبا تروح الناس اللي بتفكر بالطريقه دي؟ والله انا اتمنى يا احمد، انا اتمنى انه الناس هذه كلها العرب اللي بتروح على اوروبا ترجع بلادها ونشوف اوروبا كيف بدها تصير. انا اتمنى العرب والمسلمين، في مسلمين اللي بيفكروا بالطريقه دي، مش كل المسلمين بيفكروا بالطريقه دي. اكيد لا، انا اتمنى كل المسلمين يطلعوا من اوروبا كمان. انا اتمنى كمسلم، انا اتمنى كلهم يطلعوا من اوروبا. ليه 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 ليه؟ لانه اوروبا لا تستحق المسلمين انه يعيشوا فيها. لا اوروبا ليه ما تستحقش المسلمين يعيشوا؟ انت ايه اللي وحش في الاوروبيين يعني؟ مش بيعجبك. شوف يا احمد اسمع، اذا انت كنت انسان محترم وفي نفسك ويعني في حالك وبتنعرف ان انت عربي مسلم منبوذ في اوروبا، مين اي شخص عربي يا احمد في اوروبا؟ لا مش صحيح. انا عايش صحيح في اوروبا والناس دي عايشه في اوروبا اللي موجوده دي بكلام. نعم انا عايش بنيوزيلندا وعندي اهلي عايشين بامريكا كمان، يا فمستحيل هذا الكلام. لا مش صحيح. اللي عندها الدين متوسط زيك أخوي محمد مان، يعني أنت متقبل للآخر بتعيش وكذا، جارك مسيحي يهودي مش مشكلة، هدول الناس are okay. بس في ناس كيف تبني؟ أنا بتعامل مع الإيطاليين يوميا، بتعامل معه محمد مان. أنا يوميا ولا شفت أي مظهر من مظاهر النفس اللي أنت بتتكلم عليه. أعتقد يعني عشان هيبقى ظلم بصراحة، ده هيبقى ظلم بصراحة، هيبقى ظلم لو قلنا كده. انت غلط يا محمد مان، سوري على هاي الكلمه، انت غلط. انت لا غلط. وليش وانا دائما لا انا بشوف العكس والله يا محمد، انا بشوف احترام. بشوف نكران للجميل، انا بشوف يعني نكران للجميل. يعني انا بيزعلني لما واحد يجي يقول لي مسلم، يجي يقول لي مثلا ما يعرفش ان انا ملحد ويكلمني، وبعد ما نقعد نكون مثلا في المدرسه بندرس مع بعض والاستاذه متفانيه في ان هي تفهمنا والمدرسة بتاعتنا عندها كانسر أساسا، ومع كل ده بتقعد أربع ساعات تشرح لنا بكل الطرق، تمثل وتشرح وتبقى ناقص تعمل كل حاجة علشان تفهمنا الفكرة، واحد واحد ترجع له اللي هو إجابات وتصححها له، تخليه يقرأ وتسمع قراءته تشوف مظبوطة ولا لا. 4 ساعات وعندها كانسر، ست كبيرة وعندها كانسر، بتعمل كل ده. يزعلني بعد كده إن الطالب مصري زي يقول لي احنا مسلمين زي بعض، يزعق.
بالظبط. يزعلني يكلمني يقول لي انت مش عايز حاجه يا اخويا، احنا مسلمين زي بعض، ومش يزعلني كده، لا احنا مش مسلمين زي بعض، احنا انا مش مسلم، بس انا مش عايز اقول له كده برضه ازعل، لا احنا ما ينفعش تقول لي احنا مش مسلمين زي بعض، ده يضايقني الكلام ده. يا ومين الدوله اي دوله اسلاميه استقبلت يعني برضه يجي واحد يعني مثلا حد مسلم مثلا يقول لي والله يتكلم كلام سلبي على الناس دي، بيحصل بيحصل، بسمع كلام كتير سلبي، بسمع كلام كتير سلبي على الناس دي، وكان يعني يعني وكان هم يعني احنا اللي عندنا مشاعر مش كويسه ناحيتهم مش العكس، وانت يا محمد عايش في فلسطين بعيد عن اوروبا وعندك فكره خاطئه ومشاعر سلبيه ناحيه الناس دي على الفاضي. أنا أتفق معك أحمد، أنا أتفق مع محمد مان، أنت خطأ في هاي الكلام خطأ، لأن ماشي احنا لكن هذه قناعة يا حبيبي محمد مان، قناعة مش مضبوطة يا ابني. دقيقة يا أحمد، أولا هذه القناعة ليست مبنية من فراغ، هذه مبنية بسبب يعني ما نتابعه باستمرار في وسائل التواصل باستمرار، يعني ما فيش حاجة تدعم الكلام اللي أنت بتحكيه يا أحمد إلا أنت وستيوارت مازن. لا 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 أنت خطأ محمد مان، سوري. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ يا أخي تعال شوف المشاكل اللي تجي من وراء هاي الناس. عندك ناس، أنا خلي أقول لك شغلة، يجونا لاجئين، أستراليا تأخذ لاجئين من كل العالم بدون استثناء، مسلم مسيحي لا ديني اي واحد. ومازن يعرف مازن نيوزيلند، يعني نيوزيلند مازن جاري اوكي، ياخذون ناس من كل العالم باستثناء العرقيه، اسود ابيض صيني ديني لا ديني مسلم مسيحي نو ما عندهم هاي. بعدين اول ما يوصلون في المطار، اول ما ينزلون من المطار اكو شخص مسؤول ابن أخت مدامتي من هذه الأشخاص، يشتغل مع هاي الأشخاص، ينزل من أول ما يطلعهم من دائرة الهجرة الشخص هذا واقف معهم، يأخذهم على الهوتيل اللي يسكنون فيه 3 شهور، يأخذهم على شو يسموها الشؤون الاجتماعية سنترال لينكس، يأخذ كل أشياءهم هو يسويها، يحطهم بالهوتيل 3 شهور، يأخذهم مكنات حتى يلاقوهم شغل أو يدرسوهم الإنجليزي، والإنجليزي هي 12 أسبوع 12 weeks ببلاش، يقول لك حتى يختلطون مع المجتمع، حتى ما يروح على السوق ما يعرف يطلب خبز، ما يعرف يشتغل بيض، ما يقدر يشتغل لحم. أوكي؟ يدربوهم على يدربهم على كل شيء يا أحمد. فمحمد مان لا تقول لي أنا أنصحهم يرجعوا، يدربوهم على وبعدين إيه اللي يجبرهم إن هم يجي لهم ناس غريبه بتتكلمش اللغه بتاعتهم، ان هم ياخدوهم يعلموهم اللغه بتاعتهم ويدربوهم على حاجه يشتغلوها، وبعدين يتكفلوا بيهم، وبعدين يديلهم ضمان اجتماعي او فلوس بعد كده عشان يقدروا لحد ما يلاقوا شغل، ويأهلوهم ان هم يشتغلوا. يعني ايه اللي يجبرهم ان هم يعملوا لك كل الكلام ده؟ ليه مظبوط. ممكن ازيد كمان، ستيوارت بنيوزيلندا لما صارت مشكله افغانستان ريسنتلي، افغانستان جابوا هلا، احنا بنيوزيلندا عندنا كثير من الافغان اللاجئين. وانا بشتغل بجامعه، بيجوا لعنا على الجامعه بتعلموا انجليزي لسيمستر كامل ببلاش، اوكي، والجامعه بتوفر لهم كل الخدمات انكلودينج فاينانشال اسيستنس، ندفع لهم اذا محتاجين اكل، محتاجين يدفعوا رنت، هذه مش من الدوله، من الجامعه، الدوله عندها معونه اخرى، ولكن الجامعة عندها بادجت للرفيوجيز، بيجونا من أفغانستان وفي منا من العراق ومن كتير بلدان. فهذول يعني نيوزيلندا عم تعمل هيك ليش؟ لوجه الله، صح ولا لا؟ لا ليش البلدان الإسلامية المجاورة ما أخذت ولا واحد أفغاني، ولا واحد أفغاني؟ السعودية لو رحت السعودية أنت تشتغل حدش هيعلمك اللغه ولا يعلمك التاهيل ولا حاجه، هيرحلوك لو ورقك مش مظبوط اصلا. هنا بتيجي انت ورقك مش مظبوط وحالتك حاله وداخل اصلا الحدود بطريقه غير قانونيه وحالتك حاله، وبيساعدوك كل المساعده، كل انواع المساعده. وبعدين لو هم عنصريين كده، يعني لو هم عنصريين او واخدين موقف المسلمين، ليه بيتجوزوا مسلمين؟
يعني ليه تلاقي إيطاليين هنا مثلا متجوزين مسلمات وإيطاليات متجوزة مسلمين؟ ليه؟ لما هم أنا لما هم بي... شفت لما الكلام هذا يا أحمد. إيه؟ أنا الكلام هذا اللي بتحكيه ما شفتوش. أنا بشوفه كل يوم، أنا بشوف كل يوم، أنا بتعامل كل يوم مع مسلمات متجوزين إيطاليين وإيطاليين متجوزين مسلمات. يا أحمد يا محمد ما أنا ده كتاب كوميونتي اللي أنا عايش فيه، ده المجتمع اللي أنا عايش فيه، المجتمع اللي يا محمد ما أنت بتاعي مكون من كده، مكون من الناس بالشكل ده. أنت ده تقرأ، أنت ده تقرأ أو أنت بتقول ما شفتوش، أنا بقول لك ده 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 الوسط اللي أنا عايش فيه. دي 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 دول دول صحابي اللي بتكلم عنهم، دول صحابي دلوقتي. اكزاكتلي بكلمك عن صحابي دلوقتي، عن الواقع اللي انا عايش فيه. فانت ده تشوف يا محمد مان، انت ده تشوف او تسمع ناس والله ما أو, او 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 فيديوهات يا محمد مان، ماكو واحد يروح على بلده غريبه اول شهر شهرين ثلاثه ما يصير عنده مشاكل. يصير عندك مشاكل ليش؟ لأن الجو تغير عليك، الانفايرمنت اللي انت عايش بيها تتغير شوية. أول شيء اللغة، بعدين انت ببلدك ما انك شايف واحدة تمشي بالشارع لابسة شورت وبس لابسة ستيان، فأنت تشوفها عجيبة لأن هاي طبيعة هاي الناس. أنا البارحة أجي بالسيارة، بالسيارة واحدة بالشارع غيرت القميص، شلحت التي شورت وحط التيشيرت تاني، يعني الستانة كل واحد يشوفها، ما حد وقف وباو عليها وصار يصفر وتعدى عليها. ما فيش كلام ده، ما فيش شيء أخويا، ما كويش شيء. كل واحد في حاله. تقول لك أنا كل واحد لحاله. أنا كنت عم باكل شيء نزل شيء على القميص بتاعي، اشتريت قميص تاني أغيره بنفس المحل. ما في حدا يجي يطلع علي وخمسين واحد بغض النظر عن لبس الست اللي معديه او البنت اللي معديه، بغض النظر عن لبسها ما حدش بيبص لها، بغض النظر عن لبسها، لابسه للبسه للبسه المحجبه ان شاء الله مش لابسه عريان، ان شاء الله ماشي عريان، ما حدش بيبص لها، ما حد يباوع عليها خالص. عدنا بالدول ولا يتحرش بحد ولا يبص لها حتى بصه مش كويسه، ما فيش الكلام ده. ولا في الجيم تلاقيهم البنات لابسين لبس يعني لو مقل ودل كأنهم مش لابسين اصلا، وكل واحد في حاله، متشابه بالظبط والبنات مفيش حد، وما فيش حد يعني الموضوع ده شغله اطلاقا، ولا حد شغله غير نفسه خالص يعني. بالضبط. طيب يا احمد يعني دقيقه، انا حنسحب لانه عيني هذا بهذا يعني، ما هذا بهذا صار عندك. والقهوة اللي شربتها ما عملت عمايل معك؟ لا لا ما فيش الكلام ده، في مشكلة احنا عندنا، في عندنا مشكلة في الهوس صراحة، احنا عندنا هوس. ده اسمه هوس يا محمد بجد والله، ده اسمه هوس ان احنا نفكر في الجنس بشكل اول حاجة نفكر فيها الجنس، مجرد نشوف جسمه قدامنا يبقى جنس، ده هوس. لما 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 تعيش في وسط الناس مظبوطين مش بتتخلص من الهوس ده، ولا هذا في هذا ولا هذا مش في هذا والله. لا مش هذا في هذا. تفضل يا محسن. تفضل يا محسن. استاذ محسن اهلا. تحيه للجميع طبعا، تحيه المساء للسيدات والساده والافاضل والكل. طبعا واني استمع لكم تقولون يعني الاسلام سيتلاشى و تحاولون كأنما نحاول أن نقلل من خطر هذه العقيدة وخطورتها، يعني صور. وقبل أن أأتي إليكم كنت أشاهد فيديوهات في ساحة الحرية في لندن، الحوارات يعني كثير من الأوروبيين والأوروبيات يأتون ليأخذوا الكتب ويأخذوا هذا ويتحولون للإسلام، ثم يحولها إلى صف، يعني صف يوم الأحد، يعني مو عدد واحد واثنين، عشرات، ويوم الأحد تأتي بالأخوة والأخوات وتتلقى دروس وكتب توزع، فهم نشطون جدا في أوروبا. ومحاولة أسلمت أوروبا هذه ظاهرة موجودة، وبحجج تصور يعني ما أعرف، نشطين في الجهل وتوزيع هذا السم بلاش، يعني بالمناسبة يعني الكتب بدون ثمن، تأخذ الكتاب بلاش، يبدو أن هناك منظمات تدعم طباعة هذه الكتب.
وماكو ردود، يعني ماكو ردود يعني، وضعف الحجج أمامهم. هذه واحدة من الإشكالات. الإشكالية الثانية من نتحدث مع أصدقائنا المسلمين، العنصرية، العنصرية يعني أوكي، أوروبا عنصرية، بنت عنصرية، هل هذا يبرر؟ هل هذا يبرر الشريعة الهمجية البربرية التي لدي؟ بس هي مش عنصرية يا رب، ما حرام نقول عليها عنصرية. نسبة معينة يا أحمد، نسبة لو في معينة عنصرية ممكن بس هي يعني احنا الشعوب العربية بالعنصرية. أنا برفض أن حد يرفض الشعب المصري بالعنصرية، بس هل ما عندناش عنصرية في مجتمعنا؟ يعني لا، عندنا وبشوفها كتير في العرب. صح. في بشوفها كتير جدا، بس ما اقدرش اوصف المجتمع المصري ان هو مجتمع عنصري، عشان في كم واحد مجنون عنصري، ما اقدرش. وبنفس الطريقه بالعدل برضه ما ينفعش نوصف المجتمع الاوروبي بكده، مع ان هم نسبه العنصريه عندهم اقل من عندنا بصراحه، مع التجربه يعني، مش منحاز ليهم انا ولا منحاز لحد. يعني انا جاوبت لاحد الاصدقاء، قلت له اوكي، هل سؤال انت تقول هم عنصريون، اوكي، هل هناك قانون في أوروبا والدول الأوروبية المتحضرة لا يجرم العنصرية؟ نعم، هناك قانون يجرم العنصرية. هل عندنا بالدول العربية الناطق باللغة العربية قانون يجرم العنصرية؟ ماكو هذا القانون. بما أنهم يجرمون العنصرية قانونيا، قل لي شقد نسبتها بالمجتمع؟ 10%، 12%، شو البرلمان يحكي لك شقد عددهم؟ وهذه الشعبوية موجودة في كل المجتمعات، ولكن يتم نقدها ويتم مناقشتها. نحن كل شيء نضعه تحت الطاولة دائما تحت السجادة، ولا تناقش هذه التابوات يعني لدينا. فإذا لدينا نحن إشكالية. شيء آخر الغريب يا أخي، لماذا نتعاطف مع الطغاة والمستبدين في العالم؟ لماذا نتعاطف مع بوتين؟ يعني أنا مو منحاز، يعني مو معنى أنا منحاز للغرب بطريقة عمياء. بلد مثل الكويت طبلة صدام بنص الليل، وأرعب الناس وأرعب البشر وأرعب الطبيعة وقام بالإجرام. نفس الشيء، لا يجوز، هذا مبدأ إنساني، لا يجوز أحد يأتي لدولة مستقلة ويقوم بفعل الأفاعيل فيها. لماذا تتعاطفون دائما مع الشيء الخطأ؟ لماذا ما تقفون مع حرية أي بلد يتعرض للاحتلال؟ يعني الازدواج المعايير، وهذا هذا التشوش. الشيء الآخر اللي لاحظته طبعاً، يعني ما يعني دائماً ثمة سرد يحاول أن تبيض القبيح أو تجميل القبيح. يعني إحنا ننتقد طبعاً، نقول هذا كلام عسى أن ينفع. شفتهم يتناقشون أحمد في هذا الميدان، يعني يقومون بفكرة التدليس، يعني يقولون للأوروبيين، يخاطبونهم بلغتهم، يقولون لهم المعاهد، صور المعاهد لا يقتل، المعاهد لا يقتل، يعني احنا نحترم الآخر ولا يقتل. ولا انا جاوبت وبعثت رسالة بالمناسبة لأحدهم، قلت له ولكنه لو قتل فلن يقتل، لو قام بالقتل، هذا اللي انت تقول، لو قتل المعاهد لا يقتل بمقابله المسلم، دم المسلم ودم المعاهد لا يتكافئان، لا يقتل، الحديث الصحيح لا يقتل مسلم بكافر، ومن هو غير معاهد فيخير بين الإسلام أو القتل أو دفع الجزية عن يد وهو صاغر. إذا كان من أهل الكتاب، كل ما قامت به داعش هم ينكرون داعش، يقولون داعش لا تمثل الإسلام. كتبت له، قلت له داعش هي خلافة إسلامية على منهاج النبوة، ولم تطبق أي حكم بدون تأصيله شرعيا وبالنصوص وبالأحاديث النبوية. اثنين، يقولون للأوروبيين النساء، ما يعني الإسلام أمرنا أن لا نقطع شجرة. شوف الذكاء، حب البيئة والطبيعة هنا في أوروبا. أمرنا ديننا لا نقتل، لا نقطع شجرة ولا نقتل امرأة، عرفت شلون؟ وطبعا يقدمون الجانب الإيجابي ونوع من الخداع، خداع الخطا. فكتبت له، قلت له بمعنى النساء تعتبر من الغنائم فلا تقتل وتباع في أسواق النخاسة، والمرأة المحاربة تقتل.
بل هناك آية سورة الحشر آية 5 رخصة حرق وقطع أشجار النخيل، ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وهي آية الحشر آية 5 حرق، يعني هناك رخصة حرق وقطع أشجار النخيل. والقرآن تحدث عن جهاد الطلب وجهاد الدفع، تقاتلونهم أو يسلمون وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار. بعدين ينكرون فكرة شاتم الرسول يقتل، يعني ينكرون يعني عين عينك علنا وفيديوهات مسجلة. لماذا تنكر نصوص من يشتم الرسول؟ انظر صار المسلول على شاتم الرسول. ومن لا يؤدي الصلاة ولا يدفع الزكاة لا يخلى سبيله ويقتل سواء كان مسلما أو مشركا بنص القرآن. انظر سورة التوبة آية 5، وفي القرآن ورد واضربوهن فإن أطعنكم وملكات اليمين والتسري بالعدل. فالعقلية الدوغمائية وعدم التسامح مع الآخر المختلف كما قلناها، إنما المشركون نجس وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وعدم المودة حتى للأب أو الإبن أو الأخ أو العشيرة وفق العقيدة الإسلامية. فمحمد هنا ضيق الأفق، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك، يعني ما عنده فكر، مو إنسان منفتح مثل بوذا وسقراط. إحنا نكرر ونعيد هذا الكلام، يعني عسى ولعل أحد يسمع أو يفكر بما نقوله. يعني إحنا نداول هذا الكلام مو كقطيعة أو كشيء، بس مجرد للتذكير. يعني الشريعة الهمجية الوحشية من تمثيل بالإنسان الحي. أنتم ليش تروحوا لبعض الأصدقاء اللادينيين؟ ليش تروحوا لحديث ضعيف لمقارفة بعض المسيحيين؟ ليش ما تروحوا لنص القرآن التمثيل بالإنسان الحي؟ طب خلينا الموضوع ده لهاني، لهاني صدقني هاني ورحب به. عسري على سرع محمد نقطتين، عسري عسري السرد الزائف عن الكون إضافة إلى السرد السرد الزائف عن الكون والحياة. أخذ نقطة عايز أخذ نقطة تحديدا بتاعة تقطيع الأجساد ديت وناقش فيها الأخ هاني، عمري ما كلمته في الموضوع ده، اللي هو تشويه الإنسان على أساس كعقوبة اللي هي تتكلم على 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 اللي هي يصلبوا يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلف او ينفوا. تمام. طب طيب يعني هي انت قلتها عقوبه، تمام. من هقول لحضرتك العقوبه على قد يعني لازم تكافئ حجم الجرم، وقطع الطريق جرم في حق المجتمع وفيها إرهاب وفيها نوع من العنف. يعني واحد مسك قطع الطريق، أنا بعتبر بصراحة اللي عملوه داعش إن هم يقطعوا الطرق ويغتصبوا الغنائم والكلام الفارغ اللي حصل ده وتذبيح الناس في ليبيا وكده، ده قطع طريق. فدول ما تقوليش إن دول عايز تبقى رحيم عليهم يا أبو حميد، يعني ده معلش ده أنا عايز أبقى رحيم عليهم، عايز أبقى رحيم عليهم. أنا أقول لأ، أنا عايز أبقى رحيم عليهم ما أقطعهمش. انا مش عاوز اقطع حد خالص، انا اطلاقا مهما عمل مش عاوز اقطع في الناس، انا مش عاوز اقطع، مش عاوز تقطيع حتى يبقى مطروح للنقاش، مش عاوز اتناقش فيها المساله دي حتى خالص. البشر الانسان يقطع. مرفوض. ما انا سالتك، مش انت بتقول لي مش معقول حب رحيم بيهم، بتكلمني عن نفسي، لا حب رحيم بيهم مش هقطع حد. انا حد انا استاذ هاني، انا معاك انت ده انت. انا شايف ان دي رادع لكل من يريد ان يبقى داعش. ما هو الفرق بين داعش، ما هو ده منطق داعش الرادع بقى بالطريقه دي، ما هو ده داعش الرادع. ما في حدود للرادع والعقوبه، في حدود للعقوبه. ازاي يعني واحد في حدود للعقوبه؟ ما قطعش الناس، انا ما قطعش الناس، ما قطعش بني ادم. انا لو هو قطع ناس، لو هو قطع ناس انا كده بقيت مجرم. انا دلوقتي لما انا اقطع بني ادم، المجتمع ليه حق، المجتمع ليه حق، والمجتمع ملوش حق ان احنا نقطع الناس عشان المجتمع. العين بالعين، العين بالعين والسن بالسن، ده عدل. العين بالعين والسن بالسن. الراجل ده قطع طريقه وبهدل الناس وقطع فيهم، ما عملش فيه زي ما عمل في الناس. لا ما عملش، لا ما قطعش حد. انا ما قطع، ما انا قطع، ما مش عقوب، مش منطقي ولا مقبول ولا عقلاني. لا انا شايفه عدل، شايفه منتهى الوحشيه. عدل، عدل. هو عمل كده، لا مش عدل، دي وحشيه، دي وحشيه، ده تجرد من الانسانيه. والدوله لما تعمل كده ما بقتش دوله، دي بقت مجموعه من. هذا الكلام كارثه، كارثه، هذا الكلام كارثه اخلاقيه. طبعا كارثه اخلاقيه. يبقى انت لغيت العدل،
يبقى لا انت مش حد خالص ده انت الولد اللي بيقول لك كارثه انت عايش هي دي مشكله عايش في امريكا يعني عايش في امريكا على ربنا بقى سبحانه وتعالى ونتحول لناس متوحشه عشان خاطر ربنا ما يقدرش نقول له انت قلت حاجه غلط فنبقى سفاحين سفاحين نقطع في الناس لا مش رأي الشخص ده رأي اي حد للدوله ما ينفعش تقعد تقطع في الناس لا 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 ده حق الدوله وحق المجتمع العقاب من جنس خالص ده العقاب من جنس الجريمة أنا شايف إنه ده عدالة مطلقة العقاب من جنس الجريمة ده تفسيري وما عنديش أي مشكلة إن واحد مسك ناس زي ما عملوا في ليبيا وراحوا دبحوهم على سطح البحر عشان يكون مسيحي مزبوط. البعيد الكلب المجرم ده هو ما هي دي أحكام داعش طب ما أنت ليه بقى زعلان من داعش هو ما هو عملها غلط لأنه مجرم يستاهل يتعاقب بيها لا انت ما بس ما تحطهاش ليه في سندوتش ان انت هتحارب داعش ده انت كده داعش اصلا لا كده داعش انت بتفرق بتقول بين القانون ممكن يدخل ان انا اقطع لا ما انت لا ما انت فرقت ايه عن داعش انت عاوز تحاربهم ليه بقى طيب ايه مشكلتك مع داعش طيب دلوقتي ايه مشكلتك مع داعش مشكلتي انهم مجرمين عشان بيقطعوا الناس عشان بيحطوا قوانين تقطع الناس ده يعني هم يقطعوهم هم ده منطقهم انما دي حد الحرابه اللي بيطبقوه ده في تقطيع الناس طب وبعدين عايز تعقدهم بايه احطهم في واجيب لهم تلفزيون في السجن ويروقوا مثلا انت عايز تعمل زيهم اهو انت عاوز تعمل زيهم هعاقبهم يا احمد انا مش بادئ بكده هم اللي عملوا كده وده عقاب من جنس العمل لا ما تحطهاش ليه في سندوتش عقاب داعش انت دلوقتي بقيت داعش لما تقول ان احنا نقدر نعاقب البشر عقوبات بدنيه زي كده نقطع في جسمهم مش البشر نقطع في جسم البشر مش البشر انا بتكلم على مجرم فعل نفس الشيء في ناس تانية العقاب من جنس الجريمة في عدالة انا ما عنديش اي مشكلة وعايش في امريكا وبقول لك في الديث بنالتي اللي هي جريمة اسمها عقوبة القتل موجودة ما عنديش اي مشكلة معها العين بالعين والسن بالسن واحد سرق ولا بتاع ماشي ما عنديش مشكله فده ده رد محسن استاذ محسن عليك انا كنت عايز ارد على الحته الثانيه اللي كان استاذ هو ده انا قطعت استاذ محسن وقلت النقطه دي ليك عشان عمري ما سالتك في الموضوع ده فقلت ان هنرجع ثاني بقى الاستاذ محسن شوف رده على الكلام ده يعني بس انا اقول يعني فكره تاريخ التعذيب بالعالم يعني وتاريخ السجون يقول لنا يعني الطريقه الصحيحه عندنا احنا انا لا يعنيني النصوص سواء كانت الانجيل او التوراه او حتى النص البشري نحن لدينا كبشر يعني تراكم المعرفه الانسانيه ولدينا تطور العلوم الطب النفسي او ولاده العياده بالبدايه القرن التاسع عشر وبعد مجيء التحليل النفسي فصارت عندنا معرفه جديده يعني معرفه علميه تعتمد على الواقع وعلى الدراسة يعني مو إحنا مو نرجم بالغيب يعني مو كل واحد يقول قول وناخذ القول على عواهنه فتعذيب بتعذيب يعني هذا معناها لا يوجد فرق بينك وبين الشخص اللي قام بالفعل القبيح أو الشرير أو المؤذي للمجتمع ويعني الحس الإنساني بس أكمل أستاذ هاني بس أكمل الله يخليك والحس الإنساني السوي السليم لا يقبل بكارثة لأنه سيتحول المجتمع إلى مشرحة أو قصابين سوق للقصابين والإنسان اللي يغتصب يا أستاذ هاني الجزاء من جنس العمل يغتصبه يعني كل واحد يعمل حاجة منكرة نعملها فيه لا كارثة هذه مغتصب طبعا. على حسب لو مغتصب المنطق بتاعك بقى أن أنا بعرف حاجة يغتصب مغتصب لا المغتصب قطع طريق بيقام عليه الحد بتاع قطع الطريق ما يغتصبش يعني واحد اغتصب واحد اسمه ما يغتصبش حد قطع الطريق ليه ليه ليه, 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 ليه انت بتقول قطع ايده ورجله من خلاف ليه انت بتقول نطبق هاي القاعده مثل ما قال مهاتما غاندي دلوقتي مش بتقول ان الجزاء من جنس العمل العالم اعمى بدون عيوب الجزاء من جنس العمل طالما لو في العادي لكن لو فيها نص خلاص يعني انت دلوقتي انكرت علينا ان احنا نقول لك ان ما ينفعش نقطع في اجساد الناس عشان دي جريمه كبيره ان تقطع في اجساد الناس وحاجه مش في حق انا ما بقطعش في اجساد الناس ده مجرم انت بتتكلم على واحد هو ده بيتكلم في كده والاغتصاب ممنوع برضو لو حد اغتصب دلوقتي لو حد اغتصبني انا دلوقتي اغتصبه قد يمكنني من ان اغتصبه في ناس بتتكلم على انه المغزى يتخصي يعني في ناس كان فاكر الاغتصاب دلوقتي مش هو انت بتقول الجزاء من جنس عمل يبقى انا اغتصبه بقى عندنا لا اللي بيغتصب بيخش في حد الحرابه معنى ما اغتصبش زي ما انت بتقول مش الجزاء لا من حد الحرابة لا لان فيها نص ده حد يخش تحت حد الحرابة حد نص ايه نص ايه نص ايه ده انت بتتكلم في
دلوقتي في دولة محترمة في العالم يا هاني، دولة محترمة في العالم بتعاقب الناس عقوبات بدنية، دولة واحدة بس محترمة. فين؟ زي ايه؟ في عقوبات إيه؟ حتى انت انت هنا لو انت المساجين اللي دولة واحدة بتقطع عون صبع واحد اديني دولة بتحكم بان احنا نحلق شعر واحد على سبيل العقوبة. دولة محترمة لك نحلق شعر واحد على سبيل العقوبة. اقول لك بس اعضائه طب يعني التعذيب ممنوع بالمناسبة يعني. طب استناني بس خلينا نرد، ولا انتوا عايزين تتكلموا احنا نسكت؟ ما نتكلم مع بعض. ايه دولة واحدة حدي امريكا العقوبات بدنية يا اخوة امريكا. قلت لي امريكا بقول لك امريكا امريكا تسمع بقى هنا فلنفرض ان في مسجون في سجن وبدا يضرب ويعمل ويهيج، هيمسكوه يحطوه في الاحتياطي لو برضه بيتخش وبيتضرب بالقانون بيتضرب فيزيكال؟ ها لا، في قانون بيقضي بان احنا نضرب شخص معين. اقول لك مسجون وبيقل ادبه ومش هسجنوه تاني، هو مسجون وحاطه قانون بيقضي بان احنا نعاقب بالعقوبات البدنيه فقط. القانون بيسمح في حاله انك تقبض على واحد وفي ريزيستنس انك تستعمل القوه. ما بتكلمش على القانون بيسمح بايه وانت بتتعامل مع القانون بيسمح ليك ان انت تدافع عن نفسك باستخدام القوه. بكلمك كعقوبه بدنيه يا هاني. ما بقول لك واحد بيقاوم. الله يكرمك يا عم. واحد بيقاوم يا احمد، واحد بيقاوم القبض عليه، ليك الحق تستعمل. ما بتكلمش في الحاله دي، انا بتكلم على هل في عقوبه في القانون بتقول ان احنا في اي دوله محترمه ان احنا نعاقب الناس عقوبات بدنيه، نجلدهم او نقطع في اعضائهم؟ ما فيش الكلام ده يعني خالص غير عند داعش بس. لحظه داعش بس. طب خلينا دلوقتي انت المفروض درست الاسلام او عرفت عن الاسلام. انا دلوقتي مش بتكلم عن الاسلام، انا دلوقتي بتكلم بصفه عامه. بصفه عامه الاسلام بيقول الاسلام بيقول ان احنا نقطع دين ام الناس ونقتلهم واي حد مش عاجبنا نشرحه وكل الحاجات دي. انا مع عارف الاسلام في الكلام ده كله. والله هتلاقي مش الناس ما في. لا ماشي، بس مش الناس المجرمين من الناس بقى يعني. ما جابوش الكلام ده من فراغ عشان نكون صراحه يعني. لما جم حطوا القوائل احكام بقى المتعسفه الجائره دي جايبين ادله من كتاب والسنه. معلش يعني. تمام. انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على مجرم نمره واحد، واحد اذنب وعمل جرم ويعني قتل اغتصب بلوى زرقاء يعني. مش واحد، مش هاني واحمد الناس اللي المفروض يعني ما لهمش في كده. وعشان تطبق الحد اصلا الموضوع مش سهل. الموضوع مش هاني كده تعالى امسك قطع الاجرام ده يا هاني. استناني بس. ما هو عشان توصل نجلد الناس او كده دي جريمه. دي جريمه. لا طب استناني كده فقه العقاب يا احمد استنى. مفيش كده فقه العقاب اصلا في العالم المتحضر النهائي يا جدع. اسمعني طيب يا جدع اسمعني. عشان اصلا يقام حد، عشان يجلد واحد، عشان تتقطع رقبته واحد، الكلام مش 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 قاضي واحد بيحكم. بتوصل ل 13 قاضي بيقعدوا يبصوا على القضيه، 13 بني ادم عشان كلهم يتفقوا عشان ده يتحط عشان يتقطع رقبته. مش موجود الكلام اللي بتقوله ده في امريكا يا باشا. مش موجود. انا بتكلم بصفه عامه بقى. انت قلت لي بصفه عامه. لا عشان انت بتقولي في دول متحضره ما بتعملش كده، لان ببساطه شديده اصلا ده بينتهك حقوق الانسان وادبيته. يعني لما بياخدوه بيحطوه في كرسي كهرباء لما دماغه تشيط، ايه ده بيزغزغوه؟ ما ايه يعني انت بتقول ايه؟ لما بيحطوه في كرسي كهرباء لما لو اخذه بيشيط بيطلع دخان مخه بينفجر. ايه ده حماده ده؟ لا لا لا, لا هذا ما في بعد هذا يا هاني. انت خطا. ازاي بلاش بجيبه وبديله السيانايد غاز بتاع. هقول لك على حاجه. انا اصلا ضد عقوبه الاعدام عموما انت، لكن انا 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 شايف لكن الاعدام مختلف عن اللي انت بتتكلم فيه ده، عن التعذيب وعن بتر الاعضاء. لما هما بيقولوا انا مش مع عقوبه الاعدام ولا دماغه تشيت ولا ما تشتش، بس هو دماغه ما بتشتش. هم بيقتلوه وهي قتل والهدف منه مش التعذيب، الهدف منه قتل عشان يكون واضحين. انا بتكلم مثلا عن احكام، والمساله دي خلي بالك ممنوعه هنا في اوروبا مثلا وفي كتير من الولايات الامريكيه اللي حضرتك عايش فيها. مش كل الولايات بتطبق الاعدام، بعض الولايات. وانا عارف والولايه اللي عايش حاجه مش كويسه يعني. هي حاجه مش كويسه نفرح بيها، لكن ده برضه مازال ادنى فيها. بس انا من العقوبات البدنيه ده مازال ادنى من العقوبات. انا شايفها لازمه لي العداله. الولايات اللي انت بتتكلم عليها التي لا تسمح بهذا، معدلات القتل فيها بالهبل. لما بيجي عندنا هنا، مش عايز اقول انا فين في الولايه بتاعتي، بس في الولايه بتاعتي جنبينا ثلاث ولايات تانيين مجاوره، تبص على الاحصائيات طالعه في السماء. يجوا عندنا هنا زي الجزمه عشان يموت واحد، يخاف يخش بالسلاح هنا. ليه؟ عشان هنا عارف لو عدى الحته دي وعمل جريمه قتل اهي. انا شايفه رضع ممتاز جدا.
انا عايش هنا عيالي مش خايف عليهم، لو عديت الحته الثانيه في الولايه الثانيه ديتي طلقه ب 25 سنت دي اخرتي. فده انا شايفه يعني كويس المجتمع. طبعا احنا بالمناسبه احنا مرجعيتنا ليس سياسه الدول، هذا لا تبرر جريمه بجريمه بالمناسبه. وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، الرخصه بنص القران رخصه التعذيب، هذه جريمه وهذه ايه بربريه همجيه. على اي اساس اقول هذا الكلام؟ التعذيب نوع احدث الدراسات عن الانسان، والاوراق العلميه يعني بالمناسبه في جامعه روتردام وصل بعض العلماء باوراق وبحوث جديده تقول بالنص بمعناه الاساس ليس العقوبه وانما تاهيل المجرم او الجانح ومنع تكرار الجريمه. الولايه اللي جنبي قالت نفس الكلام بتاعك، الولايه بتاعك اللي جنبيه لحظه، الولايه اللي جنبي قال استاذي يعتبر حل الحياه، عارف اللي قلته، القتل والبرو لايف فضيحه للحياه. بس دعني صديقي، صديقي هذه الحاله، هذه الشرائع تؤبد مصائب الارض وفيها نوع من الوحشيه والهمجيه. وبالتالي هذه الاعتقادات الدينية تبرر القتل وتخلق لنا سيك مانز دريم، تخلق لنا رجل مريض، رجل مريض يقبل بأن يشاهد التعذيب. هو أنا هذا العضو، وهذا فعله محمد، وهذا فعلته داعش. محمد ناخذ فاصل قصير جدا وبعد كده ناخذ مداخله. هذه دليل على مرض وبعيده عن اي استقامه اخلاقيه. فاصل قصير جدا، فاصل قصير، واعملوا لنا لايك يا جماعه، واعملوا لنا لايك. هناخد فاصل قصير ونهدى كده وناخذ مداخله مهندس ماهر وبقيه الاصدقاء. شكرا لكم على المشاهده وعلى اللايكات الجميله. اهلا بشمهندس. اهلا وسهلا، تحياتي لكم. يا مرحبا، انت وصلت الحلقه والحوار محتدم. هو العقل الرزين وهو الصوت الصوت الهادئ. فتفضل استاذ ماهر، كلنا اذان لك يا شيخ. تفضل. طبعا امتلأ الاسلام بتفاصيل كثيره عبر الزمن، اصبح جزء من هذا الشرع. يعني قتال الممتنعي الزكاة عندما اتخذ هذا القرار أبو بكر، ماذا اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام في الممتنعين عن الزكاة والحادثة الشهيرة حادثة ثعلبة؟ امتنع ثعلبة عن دفع الزكاة، فقام الرسول بعدم أخذها منه مرة ثانية وحرمه من أجر دفع الزكاة. إذن لم يتخذ ضده أي موقف عسكري، أي موقف عنيف، فقط هو حرم من بركة دفع الزكاة، وجاء لاحقا إلى أبو بكر وإلى عمر وحاول أن يدفعها ورفضوا جميعا أخذها منه. إذن لدينا حالتين، حالة اتخذها الرسول ربما كنبي أو يعني قائد للمجتمع، ولدينا حالة أخرى اتخذها أبو بكر كقائد للمجتمع بأن قاتل. فأيهما الشرع؟ بالنسبة للقتل في الإسلام تقريبا أو في القرآن لا يكاد يعني نجد القتل يعني الحل الوحيد، يعني إن جزاء الذين يشاقون الله ورسوله يعيثون في الأرض، أو يعني ما أعرف الآية يعيثون في الأرض فسادا، جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفخ في الأرض. إذن أنت عندك حلول، هذه متروكة للحاكم. اولا هل هذا حكم ام هذا توصيف؟ يعني هل هو يوصف حال الذين يعيثون في يسعون في الارض فسادا، ام هو ينزل بهم حكم في هذه الايه؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، هل يجب ان تجرى عليهم كل هذه، ان يقتلوا ثم يصلبوا ثم تقطع ايديهم ثم ينفوا في الارض؟ اكيد لا، هناك خيارات.
هناك خيارات. أن يختار النفي بكل هذه العقوبات الشديدة هذا غير منطقي برضو. يعني أما النفي أو واحدة من الآية واضحة. يعني واضحة. أنا إما كذا أو كذا. يعني اليوم أنا لو كنت حاكم سواء كنت شرعي. الحاكم يخير في أمور متشابهة مش يخير في حاجة فرق بينها وبين. يعني تقطع يد رجل من خلاف ليس كأن تمشي. ربما لها علاقة في يعني الوضع. يعني اليوم أنا لو كنت أنا حاكم وجابوا لي هذا الداعش اللي قتل 16 واحد في المسدس والداعش اللي حط بني آدم وأحرقه شو حعمل فيه؟ هطبق عليه قانون الدولة. طبعاً قانون الدولة وهنا أعطاك خيارات لقانون الدولة. هذه قوانين وحشية. ربما تراها وحشية ربما، لكن مثلا اليوم عندنا حادثة الأسر، أسرى بدر، عندما أخذ المسلمون أسرى ما كانوا يعرفوا شو يعملوا في الأسرة، جلسوا يتشاوروا، هذا قال نقتلهم وهذا قال نعمل فيهم وهذا قال كذا. وماذا فعل الرسول؟ من يستطيع أن يفتدي نفسه فليفتدي، وطبق عقوبة اجتماعية لم تكن مطبقة من قبل وربما لم تطبق حتى القرن العشرين، يعني وهي العقوبة الاجتماعية، أن من يجيد القراءة والكتابة يعلم، من لا يجيد القراءة والكتابة. وجاء القرآن يعني يمنع الرسول حتى من الاحتفاظ بهم وأطلق صراحة لم يقتلهم، كما تفسر الآية أن ما كان الرسول أنه ليكون له قتلى أسرى حتى يدخن في الأرض، نجد أنه أطلق سراحهم. إذن ليس كما نقلت إلينا، نقل هذا التفسير إلينا بقصد لاحق، ربما في العصر العباسي، ربما في العصر الأموي، ربما في العصر الراشدي، ربما في الفاطمي، لا نعرف، لأن القرآن اللاحق، الآيات اللاحقة، وإذا وضعت الحرب أوزارها فأما منهم بعد أو خلاف أو فداء، يعني عندما تنتهي المعركة لدى الحاكم خيارين، إما الأسرة يفتدون أنفسهم أو يطلق سراحهم، لا خيار ثالث، لا يوجد قتل. فأنا أتوقع أن كثير من الظروف السياسية ابتداء من الردة ثم حادثة السقيفة ثم معركة صفين ثم الأمويين والعباسيين والفاطميين والعباسيين وغير ذلك، كل هذه أفرزت شرائع ابتكرت وألصقت في هذا الشرع وأصبحت يعني كم هائل من التفاصيل الذي يعني دخلت في هذا الدين وتستعمل حسب الحاجة. يعني اليوم وانا عم اقول انه مثلا داعش كانت كل ما يعني هاي قال ابن تيميه وشو اسمه وطبقوا الشرع، قال ابن تيميه وطبقوا الشرع. اليوم انا لو طبقت شرع ابن تيميه وفتاوي ابن تيميه فان احمد بن حنبل يجب ان يستتاب او يقتل بفتواه زياره القبور، وان عمر بن الخطاب حسب ابن تيميه يجب ان يستتاب او يقتل بتبركه بالعباس. فحسب أنا أرى أن يعني أي دين به عنف وأي دين به رحمة وأي دين به مسامحة وأي دين به قتال وأي دين به سلام، لكن حسب الظروف التي نحن بها نستخدم ما نشاء. تحياتي. طيب. أستاذ ماهر، يعني نقطتين، أنا يعني دائما صوتك هادي وصوت وعقل رزين وبنسمع لك، أنا بحكم على الأمور بنتائجها، ما بحكمش على الأمور بالشكل الظاهر. أبويا الله يرحمه كان بيمسكنا بمغزى بالحزام والتعارف. النتيجة أنا حتى ما بناقش بعد بقول لهم أدي النتيجة، أن أنا الحمد لله طلعت فأدي النتيجة، فأنا أحكم على ما فعله صح ولا غلط بالنتيجة بتاعته. مقاطعة بس، اقرأ تعليق الأستاذة فاطمة، يمكن هاي. يمكن يمكن اختصرت نص النشوب الجملة. ما شفتش. أقول ما هو شائع ويراد فرضه، إن هي بتقول عن تنقل عن الأستاذ ماهر أو تلخص ما قاله فانس ماهر. ما هو شائع ويراد فرضه هو إسلام العباسيين وإسلام الفقهاء لا صورة إسلام محمد في مكة. أوكي تمام. فأنا بحكم على الأمور بنتائجها. اللي أنا شايفه بإن في الحتة اللي أنا فيها، في المنطقة اللي أنا فيها، في الولاية اللي أنا فيها، الإحصائيات دي يعني ما فيهاش كذب، حجم الجريمة والجرائم، بنتكلم في الجريمة مش واحد بيتخانق مع واحد، بنتكلم جرائم قتل، وبعدين القتل أنت بتشوف يعني حاجات بشعة، يعني أنت بتموت عائلة كاملة بشخص يعولها، حجم جرائم القتل
مقارنة بولايتين جنبي حاجة، يعني احنا مثلا يعني نتكلم 100 هنا مقابل حاجات 4000 و5000 الناحية التانية. اسف حسب الدولة. هناك دول معدل الجريمة فيها صفر ولا تتقبل محكمة عادية، يعني هنا حسب يعني لا ما فيش دولة ما فيهاش. هولندا تقريبا ما اعتقدش صفر، لا فيها يعني نبتعد عن يعني احنا نتكلم قريب من الصفر، يعني لا ليس كفي ولايتك ولا اي ولاية في اخرى في العالم يعني نتكلم مثلا عن دولتين كالامارات والسعودية وباكستان جميعها اسلامية وجميعها كذا. تقريبا في السعوديه لا يوجد جريمه منظمه، يعني تلاقي شقاوه، واحد سرق سياره، واحد كذا، واحد في السعوديه. في السعوديه لا يوجد جريمه منظمه. في بس لا 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 يوجد منظمه، لا يوجد فيها. تأكد في الامارات يوجد جريمه منظمه ماليه، يعني في قرصنه حسابات او يعني النوع. في باكستان تجد كل انواع الجرائم، هذا مجتمع اسلامي وهذا مجتمع اسلامي وهذا مجتمع اسلامي، حسب القانون، حسب الثقافه، حسب سيف الدوله، يعني حسب. يعني مصر مثلا في فتره الملك والخديوي والكذا، هل كان في ما فيها الان؟ اكيد لا، ما اختلف الشعب، هو اختلف الحكم، اختلف الثقافه. نعم. فالمهم يعني كان الاستاذ استاذ احمد، مش كده اللي هو قبل استاذ ماهر، كان بيتكلم الاخ استاذ احمد، كان مش عايز اغلط في اسمه، كان بيتكلم عن تقديم الاسلام في الدول الغربيه. فبعد اذن حضرتك اتكلم. الكلام ده قلناه امبارح وهعيده تاني. كلام استاذ محسن، تعال على كلام استاذ محسن. اسف محسن. انا بقول لك انا مش عايز اغلط في اسمه، اسف. تقديم الإسلام، لو هم يعني تحكم عنهم بيكذبوا ما بيكذبوش، لو اللي بيقولوه ملوش دليل من القرآن مثلا أو من السنة، طالما بيقول احنا مثلا نقطع شجرة وادي الحديث، طالما بنقول التسامح وادي الحديث أو هذه الآية، يبقى ما بيكذبوش. أما إنك تستخدم تطبيق خاطئ للحكم عن النظرية، فأنا مش عايز أوصفه وصف بايخ، ولكن كنت اديت مثال في حديث مع أحمد قبل كده. لو أنا مدرس وعندي نظرية زي فيثاغورس مثلا، وجيت عندي فصل فيه 100 طالب واديتهم امتحان في نظرية فيثاغورس وحطيت لهم امتحان وكلهم سقطوا، خلاص يبقى فيثاغورس ده شيء وحش، ده مش نظرية، دي بايظة، ده يعني منطق معكوف. لا تحكم على النظرية بالتطبيق، العكس هو الصحيح. تمام. فكون حضرتك اللي انت بتشير، ويمكن الاستاذ ماهر برضو اتكلم عن النقطة دي، كونك انك تاخد امثلة وتطبيقات خاطئة لهذا الدين الجميل وتحاول تعممها عن نظرية، اعتقد ده يعني اوصفه بانه يعني منطق معقوف. مش بختلفش معك في تجاوزات، في فتاوى تجنن الواحد. استاذ ماهر كان لسه بيتكلم على السياسة وتدخل السياسة والعباسي، ماشي متفق، بس ده كله تطبيق، هذا ليس الإسلام. الإسلام نظرية، الإسلام دين للفرد. ليه انت خدت داعش ما خدتش أستاذ ماهر؟ ليه انت خدت داعش ما خدتش هاني؟ مش بقولك ان احنا الاثنين متطابقين، حتى احنا هاني حالة خاصة من الدين، أستاذ ماهر حالة خاصة من الدين، محمد حالة خاصة من الدين، تمام؟ واحنا الثلاثة اذا اجتمعنا في شيء ان احنا ناس مسالمة، يعني بنعيش، ما احنا بنتكلم معاك وبناخد وبندي يا بيه، ما عندناش يعني مش لا يمكن اكون انا مثلا داعش، الحمد لله رب العالمين. بقولك دول عالم مجرمين، بقولك انا يستاهلوا الذبح، هم يستاهلوا الذبح. ليه انت سبت واحد زي هاني وهم الاغلبية على فكرة؟ احنا بنتكلم ثلث سكان الارض اللي عايشين في سلام مع جيرانهم، جيراني من فوقي ومن تحتي ومن فوق، ناس ما هوش مسلمين وفي منهم الملحدين، ولا عندي اي مشكله، وبنتزاور وبهدايا لبعض وعيالهم وعيالي بيت، ما فيش الكلام ده. فاذا ما تصفه وما انت خدت حاجه زي ايه ميكروسكوب ورحت مكبر حته دم على جلد واحد وقلت له الراجل ده عنده ما اعرف ايه، يا عم الحاج ما هو جسد كله هو ماشي وبخير. انا بقول لك ليش اخ هاني واخ ماهر، أنا اللي سمعته كلامكم جميل، بس أنا اللي فهمته من كلامكم مجرد تأويل. الدين مش محتاج لتأويل، أنا بدي دين واضح. يعني مثلا قطع الأيدي وقطع الأرجل، هذا التشهير بالجثث، هذه ظاهرة قديمة.
الإنسان تطور ما عاد في عنده وحشية بهذا الشكل. وإذا بدك تقول لي هذا سياق وما سياق، الإله لازم يكون عارف المستقبل، لازم ينزل شغلة يعني صالح لكل مكان وزمان. طيب. يعني أنا سمعت منك تأويل، هو مجرد تأويل زي تأويل ابن كثير وفلان وعلان. شكرا. تمام. طب حضرتك بتقول ان الانسان تطور ومثل هذه الافعال بقت شيء غريب على الانسان، كلامي مظبوط؟ امال الجرائم اللي بتحصل دي ايه بيه؟ يا الجرائم لها اسباب، واحنا لما بتحصل يبقى اذا الانسان في تطور ما زال عنيفا وما زال بيروح يذبح وبيقول لك ليش يبقى لازم يعقب من نفس ليش لانه معظمها بتحصل من الفقر والحاجة. الجرائم معظمها بتحصل من الفقر. مش شرط حتى الدول الإسلامية بالنسبة للعقوبات البدنية تخلت عنها بعد دول قليلة يعني. حتى السعودية نفسها يعني بدأت يعني تقل جدا او تكتن عدم نسبه. مش دائما مظبوط، مش دائما بيطبقوا حد قطع اليد. وانا عشت بالسعوديه فتره طويله جدا، اوكي، مش دائما بيطبقوا حد الشرع. شبه اجماع في العالم الاسلامي على عدم تطبيق العقوبات البدنيه على 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 اقل على اقل الفقهاء ومعظم الفقهاء. لو تسمح لي استاذ هاني، تفضل يا بيه. الخطر دائما مقوله يقولها انا، الخطر ليس في الكأس، بل في السم الذي فيه. الخطر الكأس أنا أقصد الفقهاء ورجال الدين وكل من يمارس دعاية دوغمائية للأديان، هذه أعتبرها الكأس، وهذه الكأس بريئة، هذه الكأس ضعية. أما الخطر الأساسي هو السم الذي فيه، والسم هي النصوص، هذه نصوص مسؤولة وتحرض على إماتة الحس الإنساني. تريدون عرض الدنيا بس طيب. بس خلينا نكمل هاني بعدين من حقك. تفضل أستاذ. تفضل. تريدون عرض الدنيا. محمد نفسه قد تعرض إلى اللوم لأنه قبل بالفداء، هذا لا أمر بالقتل، اشتهت فأصرع أسرع. الأساس هو يعني يلومه، هنا يلام، انه يقول له انت تريد عرض الحياه الدنيا مال واخره، لا طبق الشريعه. مشركتموهم وقصروهم كل مصر، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله. صور شوف التوبه خمسه، التوبه اقامه الصلاه والزكاه، والا فانت لا يخلى سبيلك بل تقتل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ورفع أمره لولي الأمر ليستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. هذه شريعة القتل الهمجية. هذا هاني مش بينتمي لهذه الطريقة في التفسير الحديث. أنت أنت بتناقش هاني، لكن بدنا نقول له رواية سلفية كاملة أو الطريقة السلفية، فهو لا يتبنى هذه الطريقة. يعني هو من باب الإنصاف إحنا ينفعش إن إحنا نواجهه بالأحاديث، وهذه الأحاديث التي حتى هاني يستطيع أن يضعف هذه الأحاديث بدون أن لا مش هضعف حديث، مش هخش في آيات قرآنية. جبت آيات وجبت أحاديث يا أستاذ محسن، أنت جبت آيات وجبت أحاديث واستدلت كأنني شيخ سلفي بيتكلم. إذا أصبحت اللغة العربية لحظة شوي، ممكن نقرأ الآية؟ ممكن نقرأ الآية؟ تفضل بشمهندس. يعني واضح، شوف، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض، ذلك خزيا لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني لا أعتقد هذه الآية تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تأويل، واضحة جدا. يعني كيف بنيت عليها أحكام ثقيلة لا أدري. يعني أولا هناك العفو
هناك المغفرة، هناك نفي، فيها تقطيع وفيها تقتيل وفيها تصرف. نعم نعم. هل هذا الكلام موجه، هل هذا الكلام موجه الى يعني هل هذه، هل هذه الآية تابعة من اجل كتبنا على بني اسرائيل؟ هل هي توصيف ام هي حكم؟ ايوه هي 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 مرتبطه، هل هي توصيف ام هي حكم؟ هي مرتبطه بالابلي من اجل بالضبط. ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اذا ويسعون في الارض بني اسرائيل. لا نتكلم عن الإسلام، عن التوراة. لا يعني هو هو بيقول إن النداء اللي ربنا كتبه على بني إسرائيل وهو لازم لهذه الأمة أيضا، هو ده معنى الآية. هو لازم هنا لهذه هنا الأمة أيضا. يعطيك عم يعطيك أيوه. النفي وأعطيك المغفرة. يعطينا مثال ببني إسرائيل. يعطينا مثال ببني إسرائيل. يعطيك ويعطيك يضيف على القتل في بني، يضيف النفي ويضيف المغفرة. ويضيف المغفرة الذين تابوا قبل أن تقول عليهم، وده مش منطقي برضو يعني بنغفر نعم. يعني يتوب قبل ما نقدر عليه، يعني العبرة بقدرة توبته قبل ما تقدر السلطة عليه. يعني أقصد، أقصد هنا لديك لستة من الخيارات تستطيع أن تختار منها حسب جريمة. أنا أقول لك لو أتينا اليوم الخيار المتمثل في الصلب مثلا غير مقبول، غير مقبول، غير مقبول نعم، لكن هل هناك، هل أليس هناك جرائم كارثية يجب أن يعني يتلقى صاحبها عقوبة كبيرة؟ يعني اليوم لو أتينا في داعش سبى أختي وأختك وبنتي وبنتك وقضى منها وطرا وباعها ب 300 دولار، إيش تعمل فيه؟ إيش تعمل فيه؟ الدبح يعني يقاضى بالقانون والقانون لا يسمح بالعقوبات البدنية. اللي يمس، اللي يمس، اللي يمس شعرا من عيالي وزوجتي أذبحه. أنا بقولها لك أهو يعني، بس ما تقولش ما تسنش قانون بالكلام ده. انت معلش يا احمد عندي سؤال. انت تبحوا انت، تبحوا انت يعني المتحرشين، المتحرشين في الاطفال دي عواطف، دي عواطف. وانا لما تيجي تتخبى عندي، لما تيجي تتخبى عندي من الحكومه مش هبلغ عنك. لا يا سيدي، اليس اليس بس انت كده حطيت نفسك في صف المجرمين. لا اليس هناك، تيجي بالقانون عاوز تذبح، لما تيجي بالقانون عاوز تذبح هي المشكله. انا قاعد في بيتي وامن، ودخل كلب هنا، مش كلب المعركة يعني، واحد حيوان داخل هنا عشان يؤذي عيالي ومراتي، هموته هنا والقانون يبرأني. ايوه ده كلام، هموته هنا. المتحرشين على في الاطفال الا يعقمون؟ الا في كثير من الدول احنا بنتكلم عن العقوبات البدنيه كتشريعات قضائيه، والقتل مش عقوبه بدنيه، نرفضها طبعا. استاذ احمد، استاذ احمد، المتحرشين في الاطفال في كثير من الدول، لا لحظه، المتحرشين بالاطفال الا يتم تعقيمهم؟ قطعوا لهم البتاع بطريقه، قطعوا لهم البتاع تعذيب دائم، أليس هذا التعذيب؟ هو 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 لا يجوز. ما فيش فيش قانون بيخص بالإخصاء في الحالات دي. ما يوجد، يوجد كثير من الدول حسب معلوماتي، يوجد كثير من الدول. تفضلي لوجيك، تفضلي تفضلي. أنا سؤالي لهاني وللمهندس ماهر، هل تنكرون حديث قتل و قطع أيدي وأرجل وسم الأعين العرينيين من قبل رسول الإسلام؟ إيه؟ ما سمعتش لا هي نزلت فيه العرينيين. نعم. العرينيين. نعم. لا أنا الحديث جميعه حقيقة باستثناء المتواتر لا أثق فيه، ولكنه في صحيح البخاري أستشهد فيه أحيانا في سياق ليس الأحكام، ليس الأحكام يعني زي ما أستشهد في بيت شعر، لكن ماشي. أنه أقيم عليه حكم أنا أرى ماشي. أن هذا لا يجوز يعني. أحسن يريد أن نعم. وقتل النضر بن الحارث نفس القصص، نفس القصص، نفس القصص. أنا 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 تكلمنا لوجيك يا لوجيك، لوجيك 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 تكلمنا في قبل. لا فخليني بس أنا تكلمت في الموضوع قبل وأعيده. تكلمنا في قبل عن موضوع بني قريظة وقتل بني قريظة وقصة بني قريظة. ليس لدينا أي نص يتحدث عن بني قريظة أو النص العهدة النبوية أو عهد المدينة الذي كتبه الرسول بينه وبين أهل المدينة مشركيها ويهودها، وكانت معظمها يهود. لا يوجد كلمة تذكر قوم اسمهم بني قريظة. أنا شغلني هذا الموضوع وكنت أبحث في موضوع مهم، وبحثت وحاولت تطبيق هذه القصة على جغرافيا المدينة المنورة، فوجدت أنها يستحيل تطبيقها، يستحيل تطبيق هذه القصة على جغرافيا المدينة المنورة. ثانيا أننا نعلم أن أي حادثة تخص قتل اليهود
في التاريخ مسجلة إن شاء الله شخصين، تمام؟ قلعة مسعدة وغيرها وغيراتها كلياتها مسجلة. لماذا لم تسجل الأدبيات العبرية هذه الحادثة العظيمة لو كانت قد وقعت؟ فكثير حقيقة ما سيق لتبرير أحداث لاحقة في 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 التوسع الدولة، كثير ما جرى وأضيفت أحداث ونسبت وإلى آخره، وقال فلان وقال فلان وقال، وأصبحت قصة. يعني عندما أنظر إلى بعض الأحاديث الصحيحة أقول كيف وضع هذا الحديث في الصحيح، كيف يقال أن الرسول مات مقطوع الوتين عندما قال أنا أوان انقطاع أبهري، ولدي آية في القرآن تقول إن تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وقطعنا منه الوتين. إذن هذا الحديث يقول أن القرآن وضع فيه الرسول آيات من عنده، وقام الإله الذي توعده بأنه إن أضاف آية إلى القرآن فإنه سيقطع سيميته مقطوع الوتين. فكيف يعني إن كان هذا الحديث صحيح في القرآن خطأ؟ لدينا كثير حقيقة يجب تنقيته، وأنا أرى أنه يجب أن يعني ينقيه المجتمع وليس الدولة، ثقافة المجتمع هي التي ستنقي. يعني الأستاذ أحمد أعلن إلحاده، تمام، وانتهى من القصة، لكن هو رفض كل هذا، رفض كل هذا، السنة والقرآن والأديان الأخرى، لكن هناك من يرفض السنة وهناك من يرفض الأحاد. وهنا أعتقد أن ثقافة المجتمع القادمة ستنقي الأحاديث بشكل كبير. الاطلاع الذي يمتلكه أي شخص فينا يفوق انطلاع أئمة الحديث الأربعة وأئمة الإسلام الأربعة. هذا حاصل الآن. نعم نعم، هذا يعني يحصل الآن في السعودية، يحصل الآن. كنت من كم يوم في ندوة. القرآن نفسه. أنا هذا بالمستقبل. كنت من كم يوم في ندوة عن الحقوق النساء وكذا، فأنا قلت أن النساء لم يعودوا بحاجة للنضال من أجل حقوقهم، لأن الحياة أصبحت المرأة تستطيع أن تقوم في كل عمل يقوم به الرجل. المرأة انحسر دورها عندما بدأت المدينة ومدينة الدولة والمعارك والقتال وإلى آخره، فانحسر دور المرأة. اليوم في العصر الحديث لم تعد المرأة تحتاج إلى جهاد، سيأتي يعني ستأخذ حقوقها بدون أن تجاهد، وأعتقد أن التصحيح سيأتي بدون 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 جهاد. حتى صحيح. الإرث والتعدد وكل. نعم 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 نعم. ربنا يدينا طول العمر. ابن اسحاق اللي روى قصة بني قريظة دي اصلا سافر العراق، وممكن يكون في ايام الدولة العباسية، وممكن يكون قصة لها العباسيين لهم رجل في القصة دي، الله اعلم. ابن اسحاق ما هوش يعني حتى 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 يعني ما هوش ثقة، او حتى في ناس كتير بتكذبه يعني عموما. حتى الأوزاعي صاحب حديث المفارق لدينه تارك الجماعة، تمام، لما تشوف سياق كتابة هذا الحديث وأين روي واللحظة التي روي بها، تجد أن الأوزاعي وضع هذا الحديث لينقذ رقبته وليعطي العباسيين سيفا يقضوا على ما بقي من بني أمية. عد إلى سياق الحديث، يطول تطول القصة، لكن عد إلى سياق الحديث ووضع الأوزاعي وكيف جاء وقد كفن نفسه أو أوصى لأنه يعلم أنه سيموت، فرمى هذا الحديث وأنقذ نفسه. أستاذ ماهر، يعني أنا عايز أفصل وإحنا بنتكلم على الحديث بين حاجتين، المتن والسلاسل اللي العنعنة. اتفق معاك ان ما اعرفش، اعتقد انت قلتها مره، بس احنا يعني خلال تاريخ الاسلام والفقه الاسلامي حطوا مجهود كبير في تحقيق علم الرجال والتحقيق في مين الكذاب، وضربوا الاسانيد يا هاني برضو كانت السلسله يعني كانت بتضرب كلها، ما بختلفش السلسله المضروبه بالكامل كده كتير بس محفوظه يعني كمان تمام. بس كانت في يعني المفروض في تأصيل لعلم اسمه علم الرجال، وهاني ده راجل كذاب، وماهر ده راجل صادق، واحمد ده راجل في كلام، وحاجات زي كده. ولكن وده من خلال دراسة أكاديمية في علم الحديث، اللي كان فيه كلام إن هو لم يحقق بنفس الوزن المتن متون الأحاديث.
فودي ودي ومن الناحية دي أنا ممكن يعني أتفق معك إن إحنا المتون فيها يعني والدليل على والدليل على رواية أستاذ هاني كلهم مفيش حد بتكلم لم يتكلم فيه مش حد لم يتكلم فيه خلينا نفترض يعني الرواية يعني سيدي اللي اعتمدوا عليه في الرواية بتاعت بني قريظة وغيره كله نقلوا منها وكل قصص السيرة يعني في ناس كتير من المحدثين بيقولوا عليه كذاب ابن كلب يعني بيقولوا عليه كده يعني كذاب ابن هناك من ضعف وهناك مش ضعفوه لا ده شتموه كمان قال لك كذاب ومعك مش بالمناسبة حتى حفص الرواية بتاعت حفص عن عاصم بيقولوا عليه برضو كذاب وضاع وياخدوا عنه القرآن لأن جاب من ضحية تانية مصدقا له ده اللي هي الأحاد اللي كان بيتكلم فيها الأستاذ ماهر كده يعني بس يعني هم هو بيتكلم كله يعني لما واحد كذاب كان عندي 11 سنة لما حفظت كلامي بس كلام صدق مش كلام كذب يعني خدت بالك كان عندي 11 سنة لما حفظت كتاب طبقات المدلسين كان عندي 11 سنة بحفظت كتاب طبقات المدلسين مكتوب فيه كل الناس اسماء كل المدلسين مكتوب فيه كل اسماء الناس اللي نعرفهم من السلف حتى احمد بن حنبل بس انا بس من وجهه نظر مين بس من وجهه نظر مين من وجهه نظر لا ده من المحدثين ده كتاب متين جدا ده مات من علم كان هو فعلا علم الموضوع يقول لك من المتون اللفظ كان متن متين جدا والعلماء اللي بيروا عنهم لما بيقولوا ده في الطبقه الفلانيه ده بخل بيجيبوا بيقولوا عن الزهري وسفيان الثوري وحتى الالفاظ المحدثين في وصف الرجال يعني يقول لك مش عارف فلان لو قال على عليه حسن مش معنى انه حسن انه حلو ده معناه انه سيء يعني حاجات زي كده فحتى الالفاظ اللي بيستعملوها تختلف من شخص لاخر فالموضوع فيه يعني فيه كلام تمام لكن انا برضو مهما كان نعم هو علم رائع يعني ما بذل في هذا العلم ومحاولة أنا بقول لحضرتك اتحط فيه اتحط فيه شغل حلو قوي ولكن المتون يعني المتون لا وليس مسابقة في التاريخ مكان رائع سيدي الفاضل لأن أنت تقعد تتصنف الناس بناء على أحكام كده مفرطة في يعني أحكام مطلقة إيه صدوق دي إيه اللي صادق إيه اللي ضابط يعني إيه تم الضبط يعني إيه ضابط يعني وده ودي الحاجات يعني يا أستاذ ماهر يعني مش مهندس ماهر يعني ده يعني يعني إنسان تم الضبط دي ده ولا إنسان ضابط ده ضابط إزاي طب أنت اللي عرفك إنه هو ضابط يعني انت ما بتعرف اذا جدك تسلط جدك صادق او لا بيتكلم عن الحفظ قوه الحفظ بتاعته قوه الذاكره بتاعته اثني على النساء لا اثني على النساء اثني على الاسلوب يعني اليوم انا جبت معلومه قلت والله ملك رمسيس عن كذا من فين جبتها اقول لك من الفيسبوك تضحك انت اقول لك جبتها من صديق مثلا مختص في الآداب تاخذ فيها مطلب اقول لك جبتها من احمد فخري يعني مبدا التوثيق مبدا مبدا التوثق يعني ممكن المبدا مبدا التوثق ما قاموا به عمل يستحق الثناء ومجهود واسلوب لم يكن له كيف نصدق بملائكه وجن كيف يا استاذ ماهر لا مش انا بحكي كيف نصدق رجل الامم كلها مش مهندس ماهر هل سمعيه وبصريه شلون اصدقها اني الامم كلها تعاملت مع 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 النقل الشفاهي بطرق متفاوته ووجدوه عبء عليهم يعني حتى الكنيسه وجدت الحاجات المنقوله شفاهه من الاناجيل عبء عليهم وتخلصوا منها وحطوا نسخه بعد كده مكتوبه المسلمين حاولوا ان هم يعملوا اليه معينه عشان يفرزوا بيها النقل الشفاهي ده تمام لم يفلحوا لم يدرسوا يعني مثلا في انجيل الجحماري في مصر هو اقدم من كل الاناجيل ومع ذلك استبعد تمام هذا كتابنا وهذا المتفقين عليه وكل شيء غيره غلط سواء ان قبله ولا بعده ولا ان شاء الله كاتبه المسيح نفسه اقصد ان لدينا منهج لدينا لحظه في تاريخنا اللي هي اللحظه العباسيه عام 200 وحولها اللي كتبت فيها كان في اسلوب تم ابتكاره لتدقيق ما يعني نقي عن الرسول وعن النقال وعن الرواة وعن كذا وكان شيء مبهر وفي مجلدات يعني بأمر من الحاكم اللي امر بكتابة السيرة ماشي. خليني بس أكمل الفكرة اللي عايز أقولها للأستاذ ماهر فأتفق مع حضرتك المتون لم تأخذ نصيبها من التحقيق كما
حققت السلاسل بغض النظر اذا كنت في اختلافات، تمام؟ ودي اعتقد مدخل لكلام حضرتك. كنت لما كنت يعني احكي لحضرتك قصه بعد اذنك، كنت في الفصل الدراسي او مع شيخي استاذ الحديث، وهو راجل محترم يعني وعزه، فكان عندي فكره لمشروع. ليه؟ لان مشروع بالنسبه للحديث بالذات، وخصوصا يقول لك فلان ضعف الحديث وفلان حسنه وفلان ضع يعني ما اعرفش، يقول لك ده موضوع، وتلاقي التضارب، هذا التضارب الشديد بين المحدثين المختلفين. وكمان حتى بس مش عايز اغير الموضوع. المهم، فكان المشروع اللي انا مش فاهم ليه ما حصلش، واعتقد هيحصل قريب ان شاء الله، ان المفروض يكون هناك نظام رقمي لقوه وضعف الحديث، وهذه المعايير توضع، تمام، بناء مش فقط على السلاسل، ولكن السلاسل وتحقيق المتون واشياء كثيره، مع الاخذ في الاعتبار كل محدث او جامع للحديث، مع الاخذ في الاعتبار المذهب اللي بيقوي ويضعف الحديث. الشيعة ما بياخدوش من السنة، والسنة حتى بينهم بين بعض في خلاف، يعني حتى المذاهب الأربعة ده بيضعف وبياخدش بيه، وهذا يقول لك حسن. يا أخي يعني مثال مسألة يعني ده أنا، لأن من الأمانة العلمية لازم نتكلم، يعني مسألة زي ومسألة جوهرية جدا في عصرنا الحالي زي مسألة الربا. لا أخجل أن أتكلم عنها. يعني كان الحديث اللي مبني عليه موضوع الفائدة حار، تحريم الفائدة، هو حديث وحيد بيقول لك كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف، ولكن لما تناقشت مع شيخي، مش عايز أقول اسمه، هو رجل محترم وقاضي، قال لي ولكن اجتمعت الأمة على قبوله. أنا صرخت في الفصل، قلت له يعني إيه؟ يعني ايه اجتمعت الأمة؟ من اين اتى الاجماع ضد، يعني ربنا سبحانه وتعالى ساب حاجه كده، قال لك انما البيع مثل الربا، وسابها لك شيء لم يعرف لسببه هو يعلم، فتح الموضوع شويه. تيجوا انتوا تقول الاجماع يضيقها وتخنق الناس وتعملها، يا مولانا على اي اساس؟ اجماع ايه؟ لو اجتمعت الجن والانس على مش عارف ايه ما ينفعنيش. فكان نقاش كبير فوق عليه. اعتقد في هناك حاجه ملحه، حتى العامي اللي في الشارع لما اجي اقول له قال رسول الله كذا كذا كذا، يقول لي الحديث ده قوته كام؟ اقول له 3.5 4 5 10، يبقى عارف. خدت بالك؟ مره تانية مع اخذ في الاعتبار بقى الناس دي. نعم يا شيخ استاذي، 3 جيجا لايت. لا يعني مش شرط رقم، بس المفروض يكون في نوع من التصنيف لقوه وضعف الحديث، مش فقط بالنظر للسلاسل، ولكن ايضا بالمتون ومن قواه ومن ضعفه، مع اخذ في الاعتبار برضو الفرق، مش الفرقه، المذاهب كذلك، وسياق التاريخ وسياق التاريخ ظروف كل ده حتى بس الكلام ده مش هاني اللي يعمله. استاذ هاني الربا موجود في الإسلام وموجود في عدة آيات، يعني حطيت آيات الربا 1 2 3، تمام، واضح أنه يعني في توجيه أنه هذا يعني كذا كذا إلى آخره، تمام. لكن ما هي عقوبة الربا في الإسلام؟ لا يوجد عقوبة في الآخرة. اليهودية الربا يقتل، في المسيحية الربا يقتل، في الإسلام لا يوجد. لا يعني عقوبته في الآخرة، مثل ترك الصلاة، مثل ترك الزكاة، مثل ترك في كله في الآخرة. نعم تمام. يعني إيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ أي ماشي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ده هيحاربهم حرب في الآخرة. لا يوجد، لا يوجد رسول لا والله. نعم. ماشي، لو قلنا اللي حرب الله في الآخرة، نعم. نعم. رسوله، ما نعم. رسوله هيعمل إيه معهم في الدنيا؟ هيحاربهم. رسوله هنا ممكن رسوله ومين قالك إن رسوله محمد؟ ومين قالك إن رسوله محمد ما يكونش ليه جبريل؟ كده دخلنا في متاهة. شفت بقى، عامل لك سندوتش سريع. رسوله دخلت بعد إذنكم صديقنا ميمو علشان. لكن هل هي حرب قتل؟ يعني هون يعني هل هي حرب قتل؟ يعني واضح إنه في نصائح وفي كذا وفي إنه هذا أمر سيء يعني. ماشي. تمام. ماشي. لكن ماشي. شيء يعني شيء حكم خاص فيه لا يوجد. ماشي، على كل حال نأخذ دخلة ميمو ونرجع نكمل النقاش في النقطة دي. تفضل ميمو. عزيزي أحمد، بس إذا كان في صدى قل لي في صدى أرجوك. ما في صدى؟ صوتك واضح وجميل وأهلا بك. جميل
جميل جميل جميل، هذا اهم نقطه، لانه انا توقعت يكون في صدى. على فكره انا بعددنك و... في صدى تخص الموضوع. تفضل تفضل على طول على طول بقول انا بعددنك و طبعا لا يحتاج اذن، لان انت سمحت من زمان وقلت يعني عادي لو واحد اخذ من قناتك شيء او عارض من قناتك شيء. لا كل المقاطع المشاعر الدائريه. انا الان انا الان اعرض لايفك في لايف في قناتي، لايفك في لايف. ما فيش مشكله طبعا، دي حاجه تشرفنا شيء رائع يعني صراحه. انا اشجع الجميع اللي يحب زي كده يكون هي دعايه وهي بنفس الوقت هي نشر، نشر اكثر يعني. نعم طبعا مشكور مشكور عزيزي الغالي. سأحاول أخلي كل لايفاتك في قناتي باستمرار نقل مباشر. نعم شكرا جزيلا. تقريبا ما وعدك بس يعني شيء جميل، فكرة جديدة. طيبة طيب عزيزي، بالنسبة بس موضوع الحلقة أنا بس في نقطة يعني سريعة جدا، ما أريد أطيل، أريد أخليها سؤال ويا ريت يجاوبني عليها، يعني أنه يكون إذا في مجال حوار بسيط قصيدة تسمح لنا أخذ ورد قصير، ما حزعل من أحد ولا لا تصورني أنه أزعل حدا. موضوع القتل، أنا ليش يعني الأخوان أنا أعتب عليهم ابتعدوا، يعني سموه كما يقال في اللغة العربية الفصحى، يفهمني أستاذ هاني، أبعدوا النعجة، أبعدوا النعجة عندما أخذوا يتكلمون عن العقوبات. وأيضا أستاذ هاني سحبنا إلى موضوع العقوبات، يا أخي اترك هذا الموضوع كله بالكامل، يوجد عندك حد المرتد، حد المرتد، قتل المرتد، قتل أي شخص غير مسلم حتى لو غير مرتد شخص. بس أكمل رجاء، بس أكمل رجاء، أقل من دقيقة. حد الشخص الغير مسلم يا أخي يقتل بدون أي جريمة، بدون أي عمل. أنتوا رحتوا تتكلموا في هذا حرابة وهذا فساد في الأرض، والتاني سرق، والتاني مش عارف إيه، ولو دخل على داري أستاذ هاني يقول لك لو واحد هجم على بيتي. إحنا دخلنا في الهجوم على المنازل والهاي الأمور كلها؟ إحنا عزيزي إحنا مشكلتنا مع الإسلام بقتل المخالف. إحنا لما يأتي تتكون إنسان مش مؤمن، ما عمرك ما سمعت بالدين، تقتل، يطبق عليك احكام داعش. انا اسف يعني، تفضل ما تخلوني اكمل. ماشي تفضل. هو 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 المثل انت قلته، ابعد النجعه، النجعه يعني المكان اللي هو بيبقى فيه الكلأ والماء وكده، وابعد النجعه يعني تاه عن النجعه. احسن يعني انت فهمت. اعطينا يا استاذ ميم عن ايه اذا ممكن. فاحنا عايزين نعرف ابعد النجعه ازاي. ما خلتني اكمل، عفوا. تفضل. أشكرك سيد أحمد، أنا أشكرك، أنا يعني احتراما لك. أنت تدخل في الموضوع على طول وتبقى جميل كده ويبقى مين هاي أنا يلا المقاطعة تنسي الواحد حتى بدون أنا بدون. طيب عزيزي أوكي أطلع. فعندنا طيب عندنا موضوع القتل هو أساس الحوار في موضوع خلافنا مع هذا الدين. أنا ما يهمني العقوبات والأحكام الأخرى الجانبية من أحكام أي بلد في أي مكان. أكيد إنسان مثلاً يسرق له حكم، إنسان مثلاً يقتل له حكم، هذا ابعدوا لي عن هذا الحوار. هذا الحوار لا يقدم ويأخر، وليس لأنه مثلاً خلينا نقول لا يعجبني أو سنقول فاشل أو كذا، لا لا بالعكس، هذا لا يعني حضاري وثقافي. ولكن الخلاف الأساسي يا عزيزي لا نبعد كثيراً بموضوع أنه تعال يا مسلم فهمني، أنت كيف ترضى لدينك يكون قاتل لكل شخص غير مسلم؟ أين الدعوة؟ أين الرحمة؟ أين الهداية؟ أين الرحمة؟ أين الهداية؟ أعطينا الآية تبع قتل المرتد إذا ممكن. قتل المرتد؟ أي أعطينا آية أو كثيرة. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة بكل سهولة. المرتد يسأل تحديدا عن آية قتل المرتد يا ميمو، ما فيش آية. المرتد أنت تكلمت عن المرتد، أعطينا آية المرتد، ما فيش آية صريحة. أوكي هذه أوكي. هي أوكي. المشكلة. شوف ومن يرتد لسه ما تكلم، هذه هي المشكلة والأخ دخل أنا تفضل يا ميمو، تفضل يا ميمو آية صريحة في قتل المرتد. يا أخي كنا بتقاطع، أنا المهم عندك ما عنده استعداد يسمعوا آية. إحنا ده بالظبط، إحنا هنا بنقطع بعض عادي. آية صريحة في قتل المرتد ينفع بشغال والله بنشغل على نظام دولة. هذه الآية هذه الآية هذه الآية تقول ومن يرتد منكم عن دينه فليمت وهو كافر، وهو كافر معناه ان هو حيحبط اعمالهم في الدنيا والاخره، لم يقل احد فليموت، يروح يموت، يموت وهو كافر، حيموت وهو كافر. يعني يعني الان اصبح لحظه ايه في القران يا ميمو بتقول انا ما بقدر اتكلم يا سيد احمد، هل هناك ايه صريحه تقول بقتل المرتد؟ تفضل. معلش معلش السؤال على الاجابه على هذا السؤال ساجيب كما يجيب المؤمن، يقول لك خذ الاسلام كامل لا يتجزأ، ما يجوز احنا بس نعتمد على القران، في سنه عندك في اقوال الصحابه في السلف، هكذا هو الدين اخي الكريم. طيب انا ما عندي مشكله عبد الله بالاسلام، انا ما عبد الله ابن ابو السرح ارتد، هل قتل يا عزيزي؟ لا تقاطع، من فضلك لا تقاطع، من فضلك. طيب
يا اخي لا تقاطع، تعلم الادب بالحوار ان تسكت. لا 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 انا مسموح بالمقاطعه، انا قلت مسموح بالمقاطعه. لا لا انا هنا بالذات مسموح بالمقاطعه بالمناسبه. انا ما راح اقدر اتكلم، انا من اسلوب من واحد كلام بسكت. انت بتتقمص وانا اصلا عارف انت بتتقمص، وبحبش انا حكايه القمصه دي خالص. انا نهائي هنا الحوار بتاعنا كده، الحوار بتاعنا انت تقطعني على راسي. اسمعني يا ميمو، الحوار بتاعنا كده في حيوية، ونحن بنتعودين نقاطع بعض عادي جدا علشان ممكن واحد يسرح في كلام يقعد يتكلم نص ساعة. لا احنا بنقاطع بعض عشان الحوار كده يبقى شيق كده ومفيد، فسيب الناس تقاطعهم برضه. بس انا مش قادر اتكلم، هم ما بيخلوني اتكلم. لا هيخلوك مش متأمرين عليك، مش هيخلوك ما حدش كان بيحبوك. والله بيحبوك بس الاسلوب فضل. الاسلوب انا مش متعود كده، معلش حد حاول روى بس روى وصلى. طيب أنا, انا 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 اجل مكالمه مداخلتي عن يصير فرصه اخرى، اعتذر مو مشكله. ماشي تفضلوا. ماشي منورنا ميمو، منورتنا. مع السلامه. لا ما رحتش يا هاني، ما مش مع السلامه، ما رحتش احمد. خلي ربما انا مقصر في الفهم. ايش خلي فهمني، انا قطعتك كم مره استاذ محسن؟ انا قطعتك كم مره وانت مزعج؟ والله لم تصح خطأي. أنا قطعتك كم مرة يا أستاذ محسن في الحلقة دي وأنت متعلم؟ لا ولا يهم، لا ماكو مشكلة. خلي يفسرون الأساتذة الأفاضل ماهر وهاني، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم. التوبة آية 5 ومسبوقة فاقتلوا المشركين. هل المسلم الذي يقطع الصلاة ويقطع الزكاة بحكم الفقهاء أم لا؟ لدي نصوص من آية الله سيستاني والخوئي والقرضاوي. محسن ما لهمش دعوة بالفقهاء، معنا مسلمين عندهم تفسير مستقل. طب كل واحد منهم عنده تفسير مستقل جديد للدين. أوكي. ما رأيكم بهذا النص؟ طب أقول لك أستاذ محسن بعد إذن أنا لا يخلى إذا لم أؤدي الصلاة وأقيم وأؤدي الزكاة. ممتاز. ما تفسيرك لهذا النص؟ فهم نورني. طب تحت امرك، اديني اديني بس دقيقتين. قامت الصلاه والزكاه. فهمتك والله، فهمتك 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 والله يا استاذ محسن. بعد اذنك استاذ ماهر، انا عارف انت عندك حاجه تقولها، بس بعد اذنك هقول بقى يعني وجهه نظر هاني، لان انا الكلام ده قلته امبارح تقريبا في الكلام. الدين للفرد، الدين للافراد، السياسة للمجموع. مصيبة الإسلام أن كثيرا من المسلمين وغير المسلمين، لأن بسمعها من غير المسلمين، أنهم يخلطوا بين أمور تتعلق بالمجموع مع الفرد. أمور الحرب واللي أنت بتتكلم عليها دي، أنت بتتكلم على منافقين already، ناس في حالة حرب وانقلبوا على المسلمين، ودي حالة حرب. اما ان هم اداهم وسيله ان ينقذوا نفسهم، يا اما تديني حاجتي يا اما هتصرف معاك. ما رضاش يداني حتى، طب يعني هتكفل بيه. ده تفسيري للايه، وبالتالي انا مش شايف ان فيها خلط ابدا. دي نوع من دي رخصه لان انا دافع عن نفسي، وموضوع السياسه ده حاجه ثانيه، والجهاد والحاجات دي ده موضوع سياسي بحت. ده وجهه نظر هاني. اتفضل استاذ ماهر. هل الإنسان بحاجة يعني حجة عشان يدافع عن نفسه؟ أنا محتاج لقرآن أو إله يقول لي إنه إذا واحد اعتدى علي أنا لازم أرد عليه؟ يعني هل أنا بحاجة؟ هل أنت بحاجة؟ هل أنا بحاجة؟ أنا بص يا أستاذي، الأخلاقيات ما جاتش كده شيطاني، يعني ما طلعتش كده لوحدها من الأرض مثلا، تمام؟ صحيح. وده خلاف كبير بين اللادينيين أو الملحدين وبين المؤمنين. أصل الأخلاق هي الدين أم هي الإنسان هو يعني تطوره وحاجات زي كده؟ أنا الثاني، الإنسان والبتاع دي أنا بتاع كده. التطور البشري. التطور البشري، لو انت بتقول بالتطور البشري يعني بتقول انسان الغابه اللي كان زي بيصور في الكلمه بيخش زي الحيوانات مش عارف ايه، هيقعد كده ويعرف قيمه الصدق وقيمه؟ لا ده كلام فارغ، ده راجل كان ما بيفهمش. فانت بتناقض نظريه التطور بانك لا لا هذا بس الاسلام ما فيه اخلاقيات يا سيد حبيبي. هذا اللي صار بالتاريخ، هذا اللي صار بالتاريخ. احنا الارض عمرها 4 مليار سنه، من 10,000 سنه بس صار في حضارة وصار في أخلاق وسيفيلايزيشن، إيش الصح وإيش الغلط. يعني الأخلاق وحمورابي من 10,000 سنة؟
يعني تقول انت هذا التاريخ المسجل اللي عندنا، التاريخ المسجل يعني عندنا، يعني انت بتقول الاخلاق ما كانتش موجوده من قبل 10000 سنه. انا ما بعرف، انا ما بعرف ان ينثدل ولا الانسان القديم ايش كان، ما نعرف عنه. خلاص نعرف الانسانيه استاذ هاني، تطورنا، تطورنا، الصح والغلط، الصح والغلط تطور، تتطور وفقا للمعرفه وتراكم الخبره الانسانيه والعلم. يس يس، بس خلينا نحكي ببساطه، انسان بسيط، خلينا نحكي ببساطه، خلينا نخلص ببساطه، ببساطه يعني من 20000 سنه مثلا، 20000 سنه ممكن انت تغزو اي مكان ثاني من اجل الكلى والماء، وحتى اليوم مظبوط، صح، حتى اليوم صح. وهذا غلط، وهذا غلط، ولكن ولكن الاخلاق تغيرت، صار في حدود، صار في قبيله، صار في هذا. وانت وهنا انت غلطان، لان كون هقول لحضرتك انت بتعمل بتخلط بين الاخلاق والسياسه. السياسه ما... لا 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 this is irrelevant. It's irrelevant. عم بحكي على الانسان البسيط، اوكي، الصح والغلط، الحق بين واللي مش حق مش وبرضه بين، عرفت كيف؟ يعني انت احنا على شخص، انت بتتكلم على شخص. لا هلا انت بتتعاقب، الانسان بده يحتل، يس الانسان بعده بده يحتل، ولكن هلا في قانون بيعاقب، اوكي، فهذا القانون حتم علي انه انا اعرف انه من الغلط انه انا اروح على اوكرانيا او اجتاح استراليا او 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 هذا اللي هذا التطور اللي انا قصدي عليه. الاخلاق، مفهوم الاخلاق تطور، الحق الصح والغلط تطور وتغير. السياسه ما فيهاش صح وغلط وعيب وحرام، وانا بعرف هذا الكلام، وخد دي من مسلم. والسياسه بتستعمل الدين كمان، السياسه بتستعمل الدين، ما فيهاش اخلاق، بقول لك اصلا اللي تغلبه يلعبه، ما هي كده سياسه، هي دي سياسه. عشان كده بفصل تماما بين اشياء زي السياسه والدين. الاخلاق للشخص وليس للمجموع. ما تقدرش تقول لي العراق ولا سوريا ولا مصر ليهم اخلاقيات عام، لا، كل واحد بيتفاوت، في منهم اللي ملوش فيها، وفي واحد بيقول لك السجاير غلط مثلا اخلاقيا، او مش عارف الكذب غلط، في واحد يقول لك والله الكذب البيضة دي بتختلف من شخص لآخر. الأخلاق للأشخاص زي الدين، تمام، خلط دي بالسياسة من أخطر ما يكون. ودي على فكرة دي خيبتنا كعرب بصفة عامة، إن احنا بناخد الأمور بشخصنا وغلط وصح وننفعل وكده. لا 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 لا، دي سياسة. اللي حصل في أوكرانيا زي ما أنت بتقول سياسة. المنظور الروسي ليها أنا شايفه، أنا عارف، أنا عارف، وأنا أوافقك 100% بهذه النقطة. أيوة، إنه في سياسة وفي فرد، الدين للفرد. أيوة، وأنا بتمنى معظم المسلمين، أيوة، يتكلموا زيك يا أخ هاني ويا أخ ماهر، يقولوا هذا الدين شخصي والدين لإلي وهذا علاقتي وبين ربي. هذا الكلام ممتاز. أيوة، معك يا. ولكن أقول لك الأخلاق والصح والغلط بيتغير ويتطور. هلأ مثال كبير، المثلية الجنسية. المثلية الجنسية بنص الكوكب معترف فيها، أوكي؟ طيب. بنص الكوكب الآخر، أوكي؟ هذا أخلاقيا غلط، وإنت مريض وإنت كذا، جست كمثال، أوكي؟ طيب. بس يعني أنا مش عايز أخرج عن الإطار دي. المثلية يعني مش عايز أدخل حالة علمية مرة تانية، يعني أنا ما أقصدش أن أنا يعني أصطادك في الكلام، ولكن العلم اللي هو منه الطب، اللي هو اللي بيحكم على شخص يكونه مثلي فعلا، أنه راجل أو ست جسم ست في راجل، ده علم، ده طب، ده مش هاني ولا الدين الإسلام اللي يحكم بيها. لا لا، المثلي مش قلت لك مرة قبل كده أستاذ هاني، عشان مفاهيم مغلوطة دي بتضر ناس كتير جدا. ماشي، بس ما تقولش المثلية تندرج تحت الأخلاق. المثلية تندرج تحت الأخلاق بالعالم العربي. اسمح لي مزيان، المثلية الجنسية غير اللي انت بتتكلم فيه. انت عندك خلط، والموضوع ده قلناه قبل كده أستاذ هاني، انت عندك خلط ما بين الاضطراب الهوية الجنسية وما بين المثلية الجنسية. المثلية الجنسية ليست هي الرجل الذي في جسد امرأة، ولا المرأة اللي في جسد رجل، ولا حاجة. هو رجل، الرجل المثلي هو رجل، والمرأة المثلية امرأة، ولكن هو رجل ميوله الى الميول دي باختيار ولا غصب عنه؟ النساء. والموضوع ده مش هنناقشه في الحلقه، بغض النظر. انا اللي عم بقوله انه المثليه خلاص فيه، لكن برضه تاني مره اقول كل القناه ديت بتدعم المثليين، تقف معاهم، تقف مع كل مجتمع الميم،
واحنا يعني بنقول لهم من يعني ان احنا معاهم، احنا هنا بنقول لهم ان احنا معاهم. انا بقول لهم ان انا معاهم طالما ان هو متشرف ان انا بدافع عن قضيتكم. تمام، خلينا ارجع معلش سيد احمد، يا ريت تجاوب على سؤال القتل يا ريت استاذ احمد. لو احنا بس مضطرين ننهي الحلقه، ناخذ مداخله جوكر وطارق ننهي الحلقه عشان حصل موقف. تمام بس ما جاوب على سؤال القتل للاسف. اوكي، في حد هنا بيدخل في اللايف شات بيهاجم القناه من خلال ان هو اسم القناه بتاعته مخالف، وانا جيت اعمل له اخفاء للتعليق بتاعه طلع غصب عني على الشاشه، هو ده كان المطلوب. فانا هعمل الفيديو ده خاص واعمل له معالجه بحيث اشيل اللقطه اللي طلع فيها التعليق. لما تشوفوا اي حد في اللايف شات اصدقائي المشرفين بيعمل كده، دول بيهاجموا القناه فاعملوا له بلوك على طول عشان ما يشاركش تاني. شكرا لكم، انا هنهي واعمل الفيديو خاص عشان الموضوع ده، عشان القناه اتقفلت قبل كده بسبب حاجه زي كده. الى اللقاء. شكرا لك سيد احمد، شكرا.